فصرت أقول إنه لا، أنا ما بدي أكون فنان، وأنا ما بدي ما يعني ما بدي أعيد تجربة أبوي في عيلتي المستقبلية. يعني مهمنيش التعريفات المطلقة والمسجلة في تاريخ الفن إنه شو ثوري وشو مش ثوري. فالناس بتصير طالب الفنان تقول له لا أنت وين رايح؟ تعال أنت ليش مش أنت مش فلسطيني؟ لأنه أنت تركت هذا الإشي اللي كان بيعطيني فخر وبيعطيني عزة وبيعطيني أمل وبيلهم العالم كله. performance فيها فكرة بس فيها تعري. بقدرش أنا أجي أعملها بنص رام الله ولما الناس تهجم علي وتضربني وأكل قتلة أقول الناس متخلفة مش متطورة زيي. دخلت على موقع وزارة الثقافة الفلسطينية، قعدت أطلع على آخر يعني 40-50 نشاط عاملين يعني توزيع دروع، المهرجان الفلسطيني الأول، مش عارف إيش الأول. فهذه دائما عندنا حب الأبة هيك، وبخلينا نتعاطى مع الأشياء بطريقة مغايرة أظن عن شكلها الحقيقي. أنا اسمي بسان أبو عيشة، أنا فنان وباحث. بعد هذا اللقاء الزخم مع العزيز أحمد بديش أقول حاسس بالتعب وحاسس بالحيرة، لأنه تناقشنا في كثير أشياء ودخلنا في كثير مواضيع، بس الصراحة حاسس يعني بسعادة غامرة إنه قدرنا نحكي في قضايا مهمة. وبشكر أحمد على المساحة وعلى الستيميوليشن اللي أعطاني إياه عشان أشارك تجربتي ومعرفتي مع الناس، لأنه أنا بآمن إنه إحنا كفلسطينيين بنمارس هويتنا بطرق مختلفة وبأشكال مختلفة وبأماكن مختلفة، وهذه واحدة من الأشياء اللي بتخليني عن جد أحب برنامج تقارب. أنا بيشرفني إني أكون جزء من هاي السلسلة الطويلة اللي مرت على البرنامج وبدها تمر على البرنامج، وأتمنى إنه هاي الحلقة يعني تنول إعجابكم وتقدر تبني تشارك فكري بنبنى عليه في المستقبل بطريقة إيجابية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب، معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز بسان أبو عيشي. في حلقة اليوم رح نخوض بأسئلة عن الفن وأهله، عن النخب الثقافية والنخب الفنية في فلسطين، عن المؤسسات الفاعلة والعاملة والمؤثرة في هذا القطاع بشكل غير نخبوي. نقاشاتنا اليوم مش رح تكون نقاشات نخبوية، بالعكس رح تجرب تكسر الفجوة الكبيرة اللي موجودة ما بين العاملين بالحقل الفني والعاملين بالحقل الثقافي والناس والمجتمع وأهله وأهلنا وناسنا، اللي بالعادة دائما بكون في إما عتب من الناس والأهل بأنه هذه الأعمال تعمل ولا تعرض على ناسنا ولا تعرض علينا، وبنفس الوقت بعض النخب الفنية بتطور عتب ونقد على المجتمع وعلى المشاهدين بأنهم غير متذوقين في الفن والثقافي. رح نجرب اليوم نخوض النقاش بشكل مغاير تماما، نفحص الفن في فلسطين والثقافة في فلسطين والفن بشكل أساسي كيف تطور على مدار السنين، ورح نجرب نخوض النقاش بشكل منحاز أكتر لجمهور الفن وأهله وناسه الأحق فيه دائما. قبل ما نبدأ بالحلقة بحب أذكركم أو أشكركم مقدما على مشاركتكم كل أفكاركم ومقترحاتكم للمواضيع والضيوف والأسئلة اللي بتخطر لكم خلال استماع الحوار أو لاحقا عبر الحسابات اللي موجودة بالوصف. شكرا مقدما على الاشتراك بقناة اليوتيوب ومنصات البودكاست اللي أنتم بتستمعوا عليها، وشكرا كمان على مشاركتكم هذا الحوار وكل حوار ممكن يهتم في حدا من الناس اللي محيطة فيكم. وبهيك بنبدأ. هاي الغرفة وين؟ هاي بحارة السعدية في البلد القديمة. أنا لسه بحكي للشباب بقولهم أنا سجلنا في هذا البيت، لما أظن سجلت مع أبوك، أنا أصلا من سنة ونص مع الوالد. معناتك كنت في هون. هلأ مشكلة التحدي هون إنه كل البنى القديمة قواس. هي العبارة يعني هي إذا بتشوف السقف هيك هي عبارة عن قبة. فكان يعني صعب انك تشتري عفش، صعب انك اي شيء مش يعني اي شيء اطول من متر بدخل في الكير، فبتصفي انت بتخسر كثير مساحات اذا حطيت خزانه اذا حطيت مكتبه. فاضطريت اجيب نجار يفصل لي شيء في الزاويه، يعني هو يبني خزانه في قلب الحيطه بلت ان هيك عشان
عشان اكثر شوي ولا مره انتبهت للجزئيه هاي. دائما كنا نحكي على يعني هيك بتطلع جماليا على البيوت كيف معموله القديمه، بس انه في انه بهذه الجزئيه انه صعب تحط فيها عفش وهيك، هي قصه تانية يعني. هلا هي بتخيل هاي الاشياء يعني كمان اكتشفناها مع الزمن. سوري انا يعني احنا بنحكي هيك مش شو اسمه صح يعني لسه ما بلشناش فعليا، بس بتقدر تعتبر بلشنا، بس نبلش انت من عندك تسجيل. انا عشان ماخذ انا مسجل بلشت اسجل، بس انا عشان حط راحتي بالام وبالقعده وهيك الصراحه. لا ما هو هيك جو تقارب بسام. طب عظيم انا بس بديش اقول خارج النص يعني. لا ما في خارج النص. وإشي تاني بس اللي هو الإشي التاني والثالث والاول، انه هذا الحوار كله بضل مسجل، ما في شيء مونتاج فعليا يعني. انا ما بقتطع من شغلك إشي، فلا تحكي علي لقدام انه المقطع مقطع. هذا بدير بالك، هذا كنت سؤال بدي اساله عشان اشوف قديش بقدر يعني. لا بس بأريحيه، ما انت عارف احنا قاعدين يعني قاعدين عندك او قاعدين يعني. اذا بدنا نحكي ساعتين زمن اكيد في هيك تويلت بريك مش زي هيك مع السوائل اللي كثيره. يعطيك العافيه حبيبي احمد، الله يسعدك، وكثير يعني مشرفني ومتحمس يعني لحديثنا. ميت اهلا وسهلا بسام. بالعاده بنترك الضيف يعرف نفسه بسطر او سطرين من البايو، وبعدين يعرفنا عن نفسه كما يحب، مش زي ما موجود عنك في جوجل او زي ما الناس بتعرفك. انا كنت جاي احكي لك بلاش البايو، لان البايو هاي يعني ماركتينج مالوش علاقه. اعطيني سطر، ما هو هذا التايتل. انا فنان يعني، انا فنان بصري، بشتغل يعني بنتج اعمال فيديو، اعمال انشائيه، اعمال بيرفورمانس. مع عمريش كنت يعني من بداياتي مع عمريش كنت بعرف حالي بوسيط معين يعني فني، زي انه اقول رسام او فوتوغرافر او إشي زي هيك، لانه كان واضح بالنسبة لي من البداية انه اللي بحرك شغلي هو البحث. يعني انه انا كل مرة بدخل في عملية انتاج عمل فني بكون بدخل في عملية بحث اللي بتتطلب استخدام ادوات بحثية كثيرة، من القراءة لتجميع المعلومات، للاطلاع على مواد أرشيفية، لتجميع عمل مقابلات فردية وجماعية وإتسترا يعني إلى آخره. وبعدين بس يصير عندي كم من المعلومات الكافية عن الإشي اللي أنا ببحث فيه، بعمل على تحويل هاي المعلومات أو جزء من هاي المعلومات لمادة بصرية. المادة بصرية بطريق الفيديو، بطريق الفيديو انستليشن، بطريق الانستليشن لحاله. فهذا مين انا يعني كفنان. هلا كمان اذا بدنا نطلع من البايو شويه وندخل يعني بجانب اكثر فلسفي، نرجع من عند حاره السعديه. حاره السعديه. لا بنرجع لحاره السعديه اكيد، يعني هي اصلا النواه يعني الشراره الاولى لكثير اشياء حاره السعديه. لا هو انا يعني بفضل يعني انا بحس انه يعني اكثر تعريف برضيني يعني يعني كمان عشان نقتبس خليل السكيكيني الله يرحمه، انا انسان يعني انسان، وبشوف انه الفن هو اداه بتساعدني على اني اكون انسان احسن، بمعنى انه الفن بيخليني اوقف على يعني عكس كثير مهن اللي بتتطلب انضباط روتيني وتعلم أدوات خاصة في مجالات محددة، صناعة، هندسة، تروح على مكتب تشتغل، برمجة، كل هاي الأشياء. بحس إنه الفن فيه هاي الميزة إنه أنا عندي الوقت الكافي والحرية الكافية إني أوقف على أشياء، يعني بدل ما وأنا ماشي في الحياة في سرعة الحياة في طيار الحياة، الفن بيخليني أوقف على أشياء وأفكك صور، يعني أشوف صور حوالي وأتساءل، أقول أشوف كيف تشكلت هاي الصور، شو ماذا وراء هاي الصور اللي إحنا بنشوفها. وهذا الإشي يعني هاي الرحلة اللي بخوضها كل مرة بكون بدي أنتج عمل فني أو بشتغل على مشروع بحثي معين، هي اللي بتزيد معلوماتي وبتزيد أفكاري، وبالتالي بصير عندي قدرة كإنسان إني أخذ قرارات أحسن تجاه البيئة اللي أنا عايش فيها، تجاه أهلي، تجاه أصدقائي، تجاه القضية السياسية اللي بتحيط في بلدي، في أهلي، في ناسي، كل هاي الأشياء.
يعني على قولة الله يرحمه خلي السكين إنسان إن شاء الله يعني. نورت أيها الإنسان. الله يسعدك. تسلم. أنا خايف ما... أنا بتعرف في عنا إحنا مجموعة أصحاب كل إشي ممكن تحكيه ممكن يتحول ل ل ل لنكفة. لا أنا متأكد. أنا يعني أنا محضر حالي من شهرين لقدام يعني من في مواد كتير راح تكون. أنت بتحكي عنهم يعني أكيد. أنت بتحكي إنسان هيك اللي هو أنا بطلع أنا بدي تطلع الطاقة هيك يعني عم بستحضر أسمائهم. طيب بدي أرجع لكتير قبل. أول شيء أنت فنان بس كمان داخل في سياق أكاديمي. أنهيت رسالة الدكتوراه. بالعادة هذا مش إشي على قولة أصدقائنا في 48 مش إشي مفهوم ضمنا يعني. بالعادة الفنانين بكون يا إما الإشي على حساب أشياء تانية حساب مثلا مهن أخرى وبكون متفرغ لعمل الفني بس أنت أخذت القصة لجانب أكاديمي صح؟ هلا هي يعني الجواب ما إلوش يعني ما إلوش جانب واتجاه واحد. يعني أول إشي موضوع إنه الفنانين يعملوا دكتوراه هذا إشي كمان مش يعني كمان إشي جديد لأنه انفتح هذا. يعني أنا مثلا صار لي من تقريبا 10 سنين بشكل جزئي عايش في بريطانيا. يعني أنا خلصت ماجستير هناك وكنت عايش هناك فترة يعني ما بين سكوتلندا وما بين لندن وبعدين يعني بلشت في بحث الدكتوراه. هلا هذا يعني وانا في بريطانيا اكتشفت انه في هذا الاشي اللي اسمه انك تعمل دكتوراه يعني بسموها براكتس بيست بي اتش دي بمعنى انه الدكتوراه مدفوعه بالبراكتس بالعمل. يعني هلا الفرق بينها وبين الدكتوراه الاكاديميه يعني الاكاديميه فل يعني 100% هي بحجم ال يعني الشغل الأكاديمي لازم تعمله بمعنى أنه قديش حجم الرسالة لازم تنتجها كم تشابتر لازم تكون شو كم المعلومات اللي فيها. في حالة الفن هو في يعني لأنه يعني بدناش يعني أنا بديش أحط علي في بوزيشن أمتدح بريطانيا يعني ومحاسنها ولكن من ضمن الأشياء الجيدة يعني أو خلينا نأخذ جانب من الجوانب الجيدة أنه حتى التفكير بالتعليمي بيتطور هناك وفي ناس قررت أنه هذول الناس اللي بيمارسوا الفن كمان هو بيكتسب خبرة سنة على سنة على سنة وبيتعلم من خلال الممارسة بيتعلم أشياء عن الحياة وعن المجتمع وعن الفلسفة وعن البيئة اللي ما بتقدر تتعلمها بالجامعة. يعني احتكاكك في مع ناس ومع مبادئ ومع كونسبتس حواليك هي اللي بتخليك تسوي عندك خبرة معينة اللي مش بس بحاجة انت تدافع عنها اكاديميا بمعنى انه قديش نشرت رسائل وقديش كتبت وقديش عملت اصدارات وهذا الحكي. صار في متاح هذا الاشي اللي هو انت تقدر تعمل دكتوراه اللي هي نص بالنص بمعنى انه انت يعني تقيم على الرسالة اللي هي حجمها يعني نصف حجم الرسالة الاكاديمية اللي يعني حكينا 100,000 كلمة انت بدك تكتب 40,000-50,000 كلمة وفي المشروع البصري اللي انت بتشتغل عنه كحدا كرياتيف. يعني هلا هذا ساعدني انه انا ما حدش يعني مع كم عمروش يعني انا لما دخلت الدكتوراه ما كانش عندي طموح اني بدي اصير دكتور. يعني انا الفكره اللي كانت براسي انه انا بدي اصير فنان احسن بما انه انا فاهم شغلي انه هو شغلي بيتطور وبيتغير وبينمو من خلال البحث. فحسيت انه واو يعني انه ليش لا اذا يعني صح لي اخذ منحه وحدا يدفع لي اعمل الشغل اللي انا اصلا بعمله يعني ببلاش بدون مقابل لانه هيك بشتغل انا فليش لا. هذا كان جانب يعني من الجوانب. الجانب كمان يعني كان أكون صريح معك يعني كمان كان جانب مادي. يعني أنا كنت زي كني كنت موظف باحث عند الجامعة وبالتالي كان هذا كمان يعني بالنسبة لحساسية القدس ووضع القدس وإنه أنا يعني معي هوية زرقاء زي يعني الهوية الزرقاء المؤقتة هاي اللي بيحملوها المقدسيين فأنا مش ما عنديش كامل الحقوق فبصفي أنا زي كني كل وقت بقضيه برا القدس يعني بنحسب علي انه انت القدس مش مركز حياتك وبالتالي في شباب انه تنسحب هويتي. فانا مبرر انه انا طالب برا كمان كان بساعدني على انه انا شو بتسوي برا انا بدرس هاي ورائي يعني تمام. فهي يعني في اكثر يعني اكثر من 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 جانب هو خلاني اخذ هاي الرحله. وصراحة يعني إذا بدنا نحكي كمان يعني إذا بدنا نحكي بما إنه التجربة انتهت يعني أنا حصلت على رسالة يعني حصلت على شهادة الدكتوراه بشهر 1 الماضي
بعد رحلة تقريبا 5 سنين. بقدر أقول لك إنه أنا كمان يعني كنت مستمتع بالجوانب العملية في رحلة الدكتوراه، الفيلد وورك، الشغل الميداني، وروحتي على حيفا وتجميع المقابلات وصناعة خرائط ذهنية. كل هذا الإشي العملي اللي فيه كرياتيفيتي وفيه إبداع هو اللي كان يعني بيعطيني هذا الشعور الإفوريا، إنه أنا سعيد، أنا عم بكتشف أشياء جديدة، أنا عم بجمع أشياء جديدة. بينما الشغل اللي هو بده انضباط وفي expectations معينة وفي لغة معينة، يعني هو هذا أقل إشي أنا استمتعت فيه صراحة. عشان أنا يعني ما بشوفش حالي، يعني هي مهارة يمكن اكتسبتها إني أقدر أكتب، أقدر أحلل، أقدر أستعمل هاي الأدوات البحثية الأكاديمية، بس هي مش الإشي اللي أنا بعرف حالي من خلاله. يعني هي كانت الدكتوراه وسيلة. أنا بظن عنوان الرسالة عندك هو اللي فعلياً بيعكس الاشتباك بين كل هذه المساحات اللي أنت بتحكي عنها، على مستوى فن، على مستوى أكاديمي، على مستوى ثقافي. فأعطيني زي ما هو بعدين نفصل فيه لقدام. هي عنوانها، عنوان الدكتوراه، أرشيف تتنفس، Breathing Archives. في طبعاً عنوان جزئي، بس إنه يعني هي يعني إذا بدي أشرح أكثر، يعني هي نقاش حول الفن وأزمة إنتاج المعرفة في فلسطين ما بعد مرحلة أوسلو. كمان يعني مرحلة، يعني ليش مرحلة أوسلو؟ لأنه هي المرحلة اللي تشكل فيها وعي. يعني هذا كمان كان قرار ما أخذتوش اعتباطيا، يعني على الرغم من موقف أهلي، إن أهلي يعني عندهم خلفية يسارية، وأكيد من اللي كانوا من يعني من الأساس رافضين لهذا المشروع وشوفوه بتعن يعني كثير من طموحاتهم ومن التزاماتهم اللي كانوا يعني منخرطين فيها في السابق. بس يعني مرة عساني 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 اكتشفت انه انا يعني لما توقعت أوسلو كان عمري 8 سنين، وفي من 8 سنين لحديت يعني الانتفاضة الثانية واستقلالي عن اهلي وروحتي على الجامعة وبعدين دخلت الحياة العملية وكل هذا الحكي، كل يعني هون هاي المرحلة تشكل فيها وعي. كل العالم الجديد اللي نشأ بعد أوسلو هو اللي ساهم كتير وعمل تأثير على أفكاري، على كيف أنا بشوف الدنيا، على مواقفي، على القرارات اللي أخذتها بعدين. فمن هذا الجانب بحس إنه كمان الدكتوراه أعطتني هذا التركيز، يعني فترة زمنية إنه أنا كمان ما كانتش بس هي تحليل لحقبة زمنية أنا اخترتها هيك، هي كانت أكتر كمان تحليل لمين أنا وشو كيف أنا نشأت، وهل هذا صح ولا غلط، هل هذا إيجابي ولا سلبي، هل هذا يعني كمان يعني كان فيها يعني أنا يعني الحمد لله بحس يعني مش يعني هو شرف لا أدعيه، بس أنا بحس إنه أنا شخص بميل لإني أراجع نفسي يعني، وما أخدش حالي for granted، يعني إنه أنا خلص إنه يعني أنا بسان اليوم بيجوز بعد كمان يعني هذا يمكن الإشي اللي أنا بسعى له بعد 3 سنين إذا شفتك أكون أنا حدا تغير طور، مش ضل بس بسان هو فكرة ثابتة لا تتغير. أنا رح نخوض أكتر كمان بكل خلفيات العيلة والأسرة والنشأة، لأنه هي بتشتبك أصلا مع شو أنت بتعمل اليوم. بس عندي سؤال تحديدا بكيف بتعرف حالك. انت ابن قدس او ابن قدس، بس طلعت وتغربت وبعدين رجعت اليوم عم ترجع يعني. نعم صحيح. شو غيرت فيك الغربه من وانت قاعد هسه بتشوف شو غيرت فيك؟ وهذا سؤال يعني هذا سؤال جدلي، يعني شو بدا يعني 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 الغربه غيرت فيي كثير اشياء، لانه انت يعني قبل ما يعني انا قبل ما اتغرب كنت شوي بسافر، يعني كنت بشارك في فعاليات هون هناك، بروح مخيم، بسافر عند أهلي على الأردن، بروح بشارك في مشروع في تركيا، هيك يعني أشياء بسيطة. بس لما تغربت اكتشفت قديش العالم كبير. يعني أنت هي الفكرة إنه أنت لما بتكون محصور في محل واحد، هي زي فكرة إنه أنت لما تكون واقف بزاوية وعم تطلع محل، وفجأة بس تكبر الزاوية هاي بتشوف أشياء أكتر، وبالتالي بصير أنت قرارك يعني قراراتك وين بدي أروح وإيش بدي أعمل ومع مين بدي أتفق ومين بيمثلني ومين بقدر أشبك معه ومين مين 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 بدي أنتقده ومين بدي أغيره ومين بدي، كل هاي القرارات بتصير أوسع، بتبطل أنت شايف الدنيا بس من
وحتى كمان يعني الطريقة اللي بشوف فيها يعني يعني الطريقة اللي بشوف فيها بلدي وفلسطين وكل هاي الأشياء كمان تغيرت. يعني من جهة فلسطين ساعدتني أشوف العالم بعين فلسطينية أو بهذا المجهر الفلسطيني، إنه في كتير مواقف أنا كنت أمرق عليها في بريطانيا الناس بتاخدها عادي يعني، بس أنا يعني مثلا مواقف عنصرية معينة أنا كنت بقدر يعني صرت يعني بحس إنه أنا فهمي فلسطينيتي وما مريت فيه كفلسطيني مقدسي ساعد وعيي في فهم تفاصيل معينة في حياة الغرب. بس كمان يعني كمان بنفس الطريقة كمان أثر فيي بأشياء إيجابية، يعني إنه أنا يعني دخلت على يعني يعني تعرفت على مزارعين في إيطاليا، تعرفت على ناس من أمريكا اللاتينية، تعرفت بسبب هاي الرحلة وبسبب هذا الاحتكاك، وبالتالي صار يعني بحس إنه أنا كبني آدم صرت بمتلك أدوات أكثر، صرت بمتلك أبواب أكثر لكيف أفكر، إيش أعمل، إيش بإيش أتأثر. يعني هذا يمكن يعني يمكن هذا أول يعني أنا مش عارف، أنا تفاجأت من السؤال يعني وحسيت إنه لا هو يعني هدول أول شغلتين بخطروا على بالي، إنه أنا يعني أنا برفض يعني المقارنة هاي، إنه يعني بالنهاية كمان هي يعني الغربة مش إشي فيكست كمان، يعني مش إشي ثابت يعني ما يعني أنا يعني تغربت مثلا أنا في يعني في أوج المراهقة يعني وأنا عمري 18 سنة رحت أدرس بمصر 4 سنين، بس ما يعني ما عمريش اعتبرتها غربة، يعني على الرغم من إني كنت أول مرة ببعد عن أهلي بشتغل أهلي، معت أنا اللي مسؤول عن حالي، مسؤول عن إدارة مصاريفي، مسؤول عن إدارة بيتي، كل هاي يعني كان في كل هاي الأشياء بتأثر عليك كشاب، يعني كشاب أو صبية شاب يعني بمرحلة الشباب مش الجندر المقصود، بس ما كنتش بحس إنه هذا غربة، عشان مصر ما كانتش كتير 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 بعيدة ثقافيا عن 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 فلسطين، عن يعني الأكل الشرب حتى الموضوع قد قربها عن بلد، إنه أنا كل ما كنت يعني كل ما نشتاق لأهلنا نروح هلا برا بصفي الإشي بصفي إنه أنت غير يعني أنت بتكون على الهامش، وفي هذا العالم الكبير اللي إحنا فاهمين باي ديفولت من مصادر الميديا اللي عنا ومن الـ من الـ من شكل المؤسسات اللي عنا اللي تم استيراده من هذيك المحلات، يعني تكون تتطلع هذا المحل انه هو هذا الاحسن، هذا انه هاي بريطانيا المانيا امريكا كل هاي المحلات، وهناك بتبلش تفككها يعني بتبلش تقدر تفككها، وبتبلش تقدر كمان تفهم إنه يعني تفهم كيف العالم ماشي. وأنا هذا بحس يعني إنه مثلاً كثير بحكيها، إنه أنا بسبب غربتي مثلاً اكتشفت إنه إحنا مثلاً بنعيش يعني عشان إحنا كفلسطينيين دائماً كثير بنحب يعني جزء من قضيتنا إنه نسوق شو يعني نسوق شو اللي بنمر فيه، يعني إنه شو الظلم اللي بنعاني منه، كل حدا فلسطيني عنده قصة، كل حدا بحب بيحكي لأصحابه بيجيب أصحابه بيعرفهم على البلد بيعرفهم على القضايا المهمة موجودة عندنا. في الخارج اكتشفت إنه إحنا يعني إنه العالم هو عبارة عن يعني إحنا بنعيش في منظومة بتشبه بعضيها، هي المسيطرة، ولكن هي بتصيغ نفسها بطرق مختلفة. يعني أنا كتير مرات كنت يعني أو يمكن هذا الحكي يعني من 2012 13 14 صرت قادر أشوف الفلسطيني بشخصيات كتير ناس حوالي، وهذا غير كتير نظرتي للعالم، غير نظرتي كمان للدول. يعني مثلا الأسود يعني نوعا ما هو كمان يعتبر الفلسطيني تبع بريطانيا، والهندي هو الفلسطيني تبع بريطانيا، والأبوريجينال هو الفلسطيني، مش عشان أقول يعني مش أخذ الفلسطيني كرمزية يعني، إنه بس إنه أنا هذا اللي بفهمه، يعني أنا فلسطيني وهاي التفاصيل يعني في جزء منها عشتها وفي جزء منها أنا كمان شهدتها يعني غير ما أختبرها بشكل شخصي، فهذه شكلت
وعي معين عندي في حياتي. ولما لما لما تغربت صرت قادر اشوف يعني قادر اشوف كيف كيف هاي كيف مين اللي بيشبهني ومين بيشبهنيش, وصرت قادر كمان يعني بدل ما انا احاول اني اتغير على غرار هذا العالم الغربي واصير انا اصير المثقف الفلسطيني اللي يعني صبر اغوار جامعات بريطانيا واكاديميات بريطانيا وتحول لحدا بيحكي لغتهم يعني تمام حلو كل هاي الاشياء, بس هذا زاد تمسكي بفكره انه لا ما هو يعني في 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 اديب كثير بحبه اسمه كوامي كروما, وبيقول انه بالذات اللي بيجوا من ال يعني بالذات اللي بيجوا من الكولونيز من المحلات اللي تحت الاحتلال يعني زي فلسطين على سبيل المثال, وكان بقصد الكولونيز الافريقيه عشان هو يعني من افريقيا, بس هو يعني بتنطبق على فلسطين انه بقول لك انه لازم تكون انت ما انت منتبه انه قديش بتفكر انه انا دخلت ودخلت السياق تبعي على المساحه الغربيه هاي, ومش عارف انا ضليتني بالموضوع ولا شطيت يعني, بس لا تمام دخلت في راسي. بقول لازم تنتبهوا انه انت مش لازم يعني انه انت مش لازم تكون فاعل في سياق او في عجله انتاج المعرفه الغربيه, بمعنى انه انا اذا تحولت لاكاديمي في جامعه بريطانيه وضليت اكتب واشتغل وانشر في بريطانيا, انا جزء من الثقافه البريطانيه, انا عم بساهم في الثقافه البريطانيه, وكيف الثقافه البريطانيه عم بتحاول تقول انه احنا بلد متقدم وديمقراطي, واحنا اللي بنساعد الفلسطينيين يبحثوا عن نفسهم, واحنا اللي بنساعد الباكستاني يبحث عن بلده ويفتح رشيفه, واحنا اللي بنساعد اللي هون اللي بسان واللي هون اللي هون. وهذا بينطبق على فرنسا على المانيا على كل الدول اللي هي ذات سطوه يعني هي الدول او دول المركز اللي تعتبر حالها ان هي سنتر الثقافي وسنتر الرينيسانس والتقدم والمودرنتي والعصريه وكل هاي الاشياء. فهذا كمان يعني خلا لما أدركت هذا الإشي خلا يعني خلاني كمان أخذ خطوة لورا أشوف إنه أنا يعني مش كافي إنه أنا أنشهر كفلسطيني في مساحة الغرب أو أصير ذو صوت في مساحة الغرب وأنسى إنه أنا لازم أكون جزء أو يعني مش لازم يعني بس أتليست لازم أسعى إني أكون جزء من عجلة إنتاج فلسطينية مستقلة, مش نحكيش عن إنتاج فني, كإنتاج فكري إنتاج معلوماتي يعني قادر ينتج معلومات ويوزعها للعالم زي ما إحنا بدنا, مش أنتج عن فلسطين من خلال الأكاديمية البريطانية وما يتفق مع الأكاديمية البريطانية وما يتاح في خلال الأكاديمية البريطانية. فهاي أشياء يعني إن أنا بحس حالي إنه هلأ عم بهدس يعني نوعا ما. لا تمام, أنا بدي أكمل هذا سام بسؤال أصغر شوي. هلأ وإنت راجع على البلد بعد السنين هذه كلها ومحمل بهاي الأفكار, يعني تعريفك للفلسطيني صار أوسع, نظرتك للقضية صارت أوسع أشمل, وهذا الإشي بنعكس يعني بفكر بحالتنا لناحية إيجابية بالأغلب, أكثر تمسكا أكثر ارتباطا أكثر تفاعلا وأكثر فاعلية على مستوى مجتمع. في جانب تاني هيك جوانب شخصية خاصة اجتماعية يمكن أكثر, اللي أنت بترجع تنخرط في مجتمع مرة تانية بأسرة وعائلة وكتير تفاصيل بعد مشوار غربة طويل. يعني بنفع تحكي لي نقطتين تشاركني نقطتين, وأنا بعرف إنه هذا مسار طويل من التمييز, بس بنفع تشاركني نقطتين هيك بتشوف حالك أنت تغيرت أو المجتمع تغير عليك خلال رجعتك؟ طبعا بشوف حالي تغيرت والمجتمع تغير يعني هذا طبيعي يعني بالذات في مساحة يعني يمكن بمساحة زي فلسطين, عشان احنا يعني لا يعني اليوم او من فترة يعني نوعا ما طويلة بما انه احنا تحت احتلال وفي هذا صراع المستمر دائما, ولا مرة قدرنا إن يعني نشكل إشي يعني سنة أنا نسيت يعني لخبطت يعني بلشت أمهد لإشي وروح عقلي على محل تاني. لا تمهد. طبيعي إنه المجتمع يتغير لأنه أنت شو تغير فيك أول شيء؟ أعطيني هيك شغلة أو شغلتين بس هيك صغار. وانت هلا يعني بمرحله بعرفها انا هلا مولينكس يعني في خلاط قاعد انت موجود جوا صحيح, بس عم بتميز اكثر حالك لما عم ترجع لهذا للمجتمع لاهلك وناسك ومحيطك وبلدك.
وإشي تاني كمان عم بتشوف أشياء تغيرت في المجتمع اللي أنت محتاج منك تتعاطى معها؟ يعني في تغيرات سياسية، في تغيرات اجتماعية، في تغيرات بيئية. اجتماعية. أصعب إشي يعني أصعب إشي هو إنك تحس إنه في كتير أشياء عم تتغير وأنت ما عندكش القدرة إنك يعني أشياء تتغير بطريقة سلبية. يعني يعني القدس اليوم محل كتير عنيف، يعني عنيف بمعنى إنه مش عنيف إنه دائما، مش عنيف بمعنى السلاح والقتل وهيك، عنيف بمعنى إنه كل إشي يعني كل إشي بتضطر تعمله يعني معظم الأشياء اللي بتضطر تعملها كمقدسي تحمل عنف. يعني تعاملك مع البريد فيه عنف، من عنف من المؤسسة نفسها، شركة الكهرباء وتمديداتها لتعطيها مع المواطنين فيها عنف، لما بتروح تشتغل في عنف، لما بتطلع بالقطار في عنف، لما بيوقفك حدا سيكوريتي يعني هو أصلا ما مش يعني مش عندوش وظيفة أمنية يعني زي الشرطي يعني مثلا أو هيك، بيحس إنه هو في يعني في عنف بكل التفاصيل اللي موجودة حواليك، وهذا بيأثر على الناس، يعني بيأثر على الناس سلبا وبيحول يعني مرات في كتير مرات بيحول المدينة لمحل مش سعيد، يعني بالذات لما هلا أنا كمان حدا يعني لا أسعى لإطلاق الأحكام، وهذا بنجي له بعدين إنه كيف أنا تغيرت من هذا الموضوع، موضوع الجادجمنتاليتي وإنك تحكي وتجلد الناس وتلقي. بس بما أنه قلت أنه أنا الفن وشغلي وأثر في شخصيتي، وصرت أنا أحلل الصور اللي ما وراء الصور، لأني صرت أحاول يعني صرت فاهم كيف الصور هاي العنيفة اللي حولي، يعني فاهم من وين جاي وكيف تشكلت، شو دور المؤسسة البلدية الإسرائيلية فيها، شو دور الحكومة فيها، شو دور التلاعب في المناهج فيها، شو دور المشاريع الفندنج والانجيوز وكل، يعني صرت فاهم تفاصيل كثيره في المساحه اللي حوالي، وعارف انها بتاثر سلبا على المساحه هاي، وعم بتحولها محل مش يعني مش اسعد إشي في العالم. بس لما تكون مش قادر تغيرها هون، هذا بصير يعني بتتحول لفرستريشن، يعني بتصير انت يعني بتصير مضغوط. يعني انا كثير مرات صديق يعني على صديق لإلي سامر، يعني هو أكثر الناس اللي يعني بفتح لهم قلبي ومتشارك، وإحنا أصحاب صحبتنا قديمة كتير وهيك، بقول لي إنه لا بصيرش تحكي هيك، أنا بديش إنه أنا ما بحكي هيك لأنه أنا بكره المدينة أو أنا حاقد على المدينة أو أنا بحكي هيك لأنه أنا متضايق. يعني أنا متضايق كمان، أنت لما بتشوف يعني عشان احنا بنحكي شرق وغرب ومقارنات وكيف انا الغرب والغرب غيرت، يعني كمان الغرب مش محل بيرفكت، يعني كمان لندن مدينه عنيفه، مدام لندن اكثر مدينه فيها مثلا هوملس، في اكثر عاصمه فيها هوملس في العالم مثلا، مدينه عنيفه بكل طرف، الاركيتكتشر فيها عنيف، صوت السماعات بتاعه الشرطه والاسعاف عنيف يعني. فبس لما بتشوف نوع من يعني السيستم الديمقراطي هذا، فيه هيك بيعمل زي إلوجن معين وبراكتيكاليتي معين، أشياء في مواصلات إفشنت مثلا تقدر توعي على الرغم من صعوبة الأشياء، وإنك يعني تاخذ مثلا معاش قليل، يعني إذا معظم الناس تاخذ معاشات يعني يدوب تكفيها آخر الشهر محل زي لندن، بس بالقليلة في مواصلات بوديك هناك، في إنترنت لما يعني في هاي الأشياء. هلا هون في كتير من هاي التفاصيل البسيطة الستريت فورورد في حياة الإنسان الميدل كلاس يعني مش موجودة، يعني بتحس إنه يعني زي فكرة إنه أنا مثلا أخطط نهاري، إنه أنا من الساعة 10 للساعة 12 مثلا عندي اجتماع مع أحمد، على الساعة 12 بروح على النادي ألعب ساعة، يعني هاد أشياء تقدر تعملها في محل زي المساحات الغربية اللي أنا كنت عايش فيه. في البلد هون ما بتقدر لأنه الاحتلال بدخل على خطك، يعني بتيجي تطلع من الدار بصير مثلا عملية طعن بتسكر أبواب البلد، هاد حيك كيف بدك تغير هذا الشيء، كيف الإزعاج يعني أنا بفترة رمضان كان عندي مثلا ديدلاين معين بشتغل عليه، طمانة هلكت سمانة، يعني مش لا بتعرف تنام ولا بتعرف تدرس ولا بتعرف تركز، بتصفي أنت عايش في النويز كانسليشن وانت في بيتك في مساحتك الشخصيه البرايفت. هلا كل هاي الاشياء انا يعني انا بريفيليجد، يعني انا عندي يعني عندي بعتبر حالي يعني انه عندي الميزه العلميه والنفسيه من خلال تجاربي اللي خلتني قادر احلل، يعني قادر افهم مثلا ليش متضايق، ليش مضغوط انا متميز. بس انا بشوف الضغط هذا حوالي وكثير بيألمني، كثير بيألمني انه
انه ناس مش حتى مش فاهمه من وين، يعني ما عندهاش حتى يعني بساطتها، ما مش بساطتها مش قادره تفهم عمق الازمه من وين جاي وكيف ممكن يتفاعل معها. وانا كمان يعني حدا، يعني انا كمان مش سياسي، انا فنان، وانا كمان فاهم، يعني فاهم انه انا هذا الطريق اخترته في وعيي وفاهم حدوده، يعني ما بقدرش اقول انه انا بدي اغير العالم يعني، او انه هو بسن اسف قطعتك، هو لا حبيبي دونت وري. بتحس انه لولا هيك كان الناس ما عاشت، يعني فعليا الناس اللي عايشه من غير خيارات تانية داخل البلد، جزء من سلوك النجاة تبعها اللي هو تتعاطى مع التفاصيل بالشكل هذا، لانه كل يوم فعليا في خبر. وبالعادي دائما بنحكى لما يعني بسمعونا ناس من برا البلد، بكون صعب علي اشرحها فكره انه مش النقاش انه كل يوم في عمليه، النقاش انه في انت عايش يومك على انه ممكن يكون في عمليه. انا بزيارتي الاخيره عايش يومي على انه اذا بدي اطلع برا طول كرم ممكن تسكر طريق، او ممكن ولد هيك يعني كيف بنكتب ولد مستوطن يسكر طريق. فهي الفكره لحالها كانت يعني شكلت عندي غضب كتير كبير، انه انت طبعا مش عارف تخطط يومك. انا بعرف شو الاحتلال، انا عايشه، بس واصل لمحلات كمان عم بفاجئك من مجرد انك تقول في ولد، يعني ولد سكر طريق، وهو فعليا سكر مش يومك، سكر بلد كامل، مدن كامل، يعني تلخبطت وتغيرت يعني كمل سوري. وبحس لك كمان اشي تاني بنفس يعني بنفس المنطق اللي انت بتحكيه، انه بنفس هذا مود أو اسلوب النجاة، او يعني مزاج النجاة اللي موجود طول الوقت، الناس ماخدي وضعية الاستنفار طول الوقت. يعني انا نزلت بدي اجرب احافظ على جانب من الهدوء اللي يعني اخذنا سنين وانت قاعد هيك بتجرب تبني فيه او تحافظ عليه، بس بتلقى حالك انت بقول لأبوي بس يعني انا ما عرفتش احكي مع حد غير ابوي، قاعد على الكنباية وانا مستنفر، انا ما عنديش اشي، ما عنديش، مش قاعد بعمل اشي بس بقول له يابا انا مش قاعد انا مش قاعد بعمل اشي، بس انا شاعر انه علي كتير اشياء بس انا ما علي اشي. يعني بتطلع انت السواقة، السيارات، المشوار على الطرق، الدوائر الحكومية، كل الدوائر الحكومية ما فيها ازمة، يعني انت بتشوف الازمات برا، تشوف الزحمة في البلد، لساتنا احنا ما في زحمة، بس كمية الضغط اللي الناس مشحونة فيه، فكر هذا المستوى اللي انت يعني هذا الامتياز يمكن الله يسهل عليه. بحكي لك اشي شوي طريف، يعني الله يسهل عليه استاذي وصديقي خالد حراني، كنا يعني وانا فترة دراستي الاولى كفنان كنا نتناقش في اشي، يعني فقال لي بسان تقدرش تعطي الناس حبوب اسهال وتطلب منهم يصفوا على الدور على الحمام. فاحنا يعني انه هذا بيعبر عن، يعني سوري على المثال، بس هذا بيعبر عن الحال انه احنا كلنا كفلسطينيين زي كنا ماخذين حبوب اسهال ومجبورين انه يعني ومجبورين يعني نحترم هذه القوانين والاطر اللي والبرنسبلز اللي انحطت عنا. هو بكل يعني بساطة ما بزبط حدا ماخذ حبوب اسهال يقعد، يعني ما بزبط وقف على دور اصلا بالاساس، هذا مش مطالب. انا بستغرب النقاش اللي بيكون جوا البلد احيانا، يعني حتى هذا مستوى انت ما بتشوفه غير لما تطلع الطوش اللي بتصير على حاجز قلنديا، انه دائما في حدا بكتب على فيسبوك او على انستغرام صور حدا تاني انه شوف الهمجي، فبتحس زي كأنه حرفيا هو حادث كرندا اللي بيعبر عن حالتنا، انتم بس تجوش الا بالهيك، انتم أيوة. انتم بتستاهلوا زي كأنه الطريق للحاجز فعليا فيها طوشة الفلسطينيين مع بعض، تمام، بس السبب الاساس هو هناك يعني طبعاً. والجندي طبعاً. واقف زي كأنه منظم، هو عم بمرق سيارة، تمام، هو اللي يعني هو المشهد المنظم لانه وبفحص الهويه وبمركب، ما دون ذلك الفوضى اللي موجوده برا بنحمل بعض احنا المسؤوليه. ف صحيح اكثر من شيء ثاني. بسان خليني انا وياك راح نجرب نلعب بينج بونج اكثر عشان طيب يلا كل كيف بتحبش يتم تعريفك؟ كيف بحبش يتم تعريفي؟ والله صراحه انا بتفرقش معي، يعني انا ك ك ك ك ك كانسان بشتغل يعني او يعني كانسان اللي معظم البراكتس تبعه هو بابليك، بمعنى انه انا كفنان يعني مضطر، يعني مش مضطر بس انه انا بنتج اشياء بشاركها مع الناس، بحكي يعني بحكي معك هلا وصار هذا رح يصير بابليك والناس رح تسمعه. فكل حقيقة انا بقدر يعني الناس يعني انا بحكي مين انا، تجربتي، كيف انا شايف الاشياء من المنظور تبعي، انا بعرف حالي من المنظور تبعي، اذا حدا شايفني بمنظور تاني
بناء على كيف افكاره ترتبت وكيف شخصيته ترتبت وكيف قراءاته ترتبت. فتمام ما عنديش يعني انا هاي مثاليه بس بسام يعني ما انا مرات بحاول اكون مثالي قد ما بقدر يعني انه انت يعني هو انا عشان اكون واعي مع حق يعني اذا حدا شايفني فنان بيكون يعني تمام هو يعني لا انا بس بدي احكي لك لا بدي احكي لك معلش الفنانين تحديدا واللي شغالين بالقطاع الفني في إشي صعب مقياسه فانت دائما طبعا. عندك شعور بانك انت انجزت شيء او مثلا سويت شيء ودائما في مشاكل تقدير يعني هلا بنحكي فيها لقدام اكثر هلا هذه مش عارف احنا كلش بدنا نحكي فيها لقدام بس في دخلتنا عدل يعني بطلت قدام احنا صفينا في نص المعمعة لانه هو عشان انا بس يعني هو اذا بدنا نحكي عشان احنا اخذنا الفنان كمثال يعني اذا نحكي على فنان ما هو شو اللي بيعرف الفنان يعني ايش يعني فنان وهل فنان اليوم بتعني ايش كان فنان قبل 50 سنة إيه؟ لا اليوم وهل... اليوم اليوم بسان اليوم بسان اليوم هلا ما لساتنا عم نحكي على بسان اليوم تطلع على بانيلز واحمد البيقاوي كان ممكن يعرفك في تقارب بشكل ما بدي ادور اطلعه من جوجل في اشياء بتشعرك بعدم ارتياح او يعني تمام بتمركها ما عندك مشكله ممكن بس ما بتفضلها يعني مش بدي احكي ففي هاي الاوصاف التصنيفات انا اشكرك على المساعده حبيبي. هيك انت هيك يعني ريحتك. يعني هون انت بس انت ريحتني بس ما تغيرش الجواب يعني. لانه يعني عشان انا حكيت عن معنى فنان وهيك في كتير بس هذا بيعتمد على الموقف يعني مرات لما بتم تعريفي كفنان في زي ما حكيت بانل او اشي زي هيك مرات بنزعج من هذا الموضوع وبحس انه لا انا لازم اشرح ايش يعني فنان عشان يعني في معنى سائد انه الفنان هو الشخص الذي يقوم بدراسه الفن 4 سنين في جامعه وبتخرج وبعدين بيعمل معرض وبرسم وبيبيع لوحات وهيك يعني او يعني فنان اللي بيغني او ففكره الفن كمهنه نوعا ما بتضايق يعني لما حدا يعرفني كفنان كمهنة يعني كبروفيشن إنه هذا بيعمل كفنان وبيصفي الحديث إنه كيف يعيش الفنان وين مصادر دخله منين أنا يعني كل هاي الأشياء أشياء ثانوية يعني أنا مثلا بشتغل كفنان وبيجيني مصاري من الفن وبشارك بمعارض ببيع مرات أشياء زي هيك بس مش هذا مصدر الدخل الوحيد لإلي لأنه أنا مش هذا يعني بشوفش الفن هو وظيفة بشوف الفن هو سكيل هو مهارة أو مجموعة مهارات تعلمتها أنا في الحياة وهاي المهارات خلتني بعرف أعمل كتير أشياء إني بعلم إني بقدر أعمل فن إني بقدر أحكي في توك إني بقدر أروح على ريزيدنسي إني بقدر أعمل ووركشوب إني بقدر أخطط بقدر أنسق كل هذه مهارات تعلمتها وهاي هي يعني هاي هي اللي هاي هي يعني أنا وأنا في حديثي معك اليوم أنا بلعب دور الفنان يعني أنا بقدرش أفصلهم عن بعض يعني فلما بحس انه انا في اطار اللي نوعا ما في 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 شرخ بكيف انا فاهم كونونتي كفنان يعني كوني فنان وكينونتي كفنان يعني شغلي كفنان ودوري كفنان وحدا تاني شايف الاشي كمهنه لها بدايه ولها نهايه او لها يعني كود معين بزعجني شوي هذا الاشي. اوكي بدي أتقدم معك أكثر بالرغم هذا يعني رح نحفر فيه في سهرة أنا وياك هذا السؤال أكثر على راسي أنا جاهز بس احكي لي بسام شو القصة اللي حولت الوعي عندك لفلسطين من رمزيات وخلت الهوية تأخذ شكل فعل أكثر سواء أكثر أكشن مع فلسطين أكثر تفاعلا مع فلسطين أو أكثر خصومة وعداء للاحتلال هذا سؤال جميل ومعقد كل أسئلتك جميلة ومعقدة أنت شكرا الله يخليك يعني أنا عم بحاول أماطل وأفكر بعقلي هيك أقلب أفكاري وأشوف من وين بدي أبلش أجاوب على هذا السؤال القصة أنا بجرب أقول هون بدي أعطيك مجال تفكر بصوت واطي مش عم بساعدك تجاوب بس الفكرة كلها انه في قصة بتحضرنا او من اوائل القصص اللي بتحضرنا واللي انت شفتها يمكن بالعادي بالاغلب بتكون احنا اطفال او احنا مراهقين واللي صار معاك حدث
خلاك تتعاطى مع الجندي بشكل مغاير أو مع العلم بشكل مغاير أو مع فكرة فلسطين بشكل مغاير. فبكل بذهن كل حدا فينا يا إما حادثة صارت معه مباشرة أو لا هي حوادث كثير شافها مع غيره. تفضل. هي حوادث كثيرة. أنا الإنسان عادة ببلش يعني ببلش الذاكرة تتبلور عنده بتبلش وعيه عالدنيا من عمر 5 سنين. يعني أظنش حدا فينا بتذكر إشي صار وهو أقل من 5 سنين. أنا لما كانت يعني 1990 وأنا عمري 5 سنين كنا ساكنين في منطقة اسمها الرام اللي هي بين القدس ورام الله اللي هي اليوم صارت يعني خلف الجدار وصارت منطقة يعني منطقة انضمت لمنطقة مناطق الدفة اللي راحت ورا جدار الفصل وعنصر. في الرام كانت منطقة جدا عالية الصدام. يعني أنا من وأنا عمري 5 سنين أنا كنت بنزل على المدرسة مثلا بسيارة إسعاف. أمي كانت تشتغل في مستشفى المقاصد في القدس وكانت سيارات الإسعاف تتبرع في المستشفى تتبرع أنه تلم الموظفين يعني أنه ساكن في الضاحية ساكن في الرام ساكن في قلنديا في هاي المناطق تيجي سيارة الإسعاف عشانها بتقدر تتحرك في منع التجول نوعا ما يعني تلم الموظفين ونتكوم إحنا على الكرسي. يعني هاي أشياء محفورة في ذاكرتي. أنا مثلاً دار جدي في الجالية الإفريقية في البلد هي على باب الحرم. يعني هي يعني في الجالية الإفريقية مدخلين وبعدين باب المجلس. فأنا كمان في الانتفاضة الأولى يعني كأطفال بتذكر أنه يعني أولاد بنات خالي الأكبر مني أولاد خالي الأكبر مني كانوا جزء من طلائع تابع على أحزاب سياسة وتوجهات سياسية معينة وكانوا نشارك في نشاطات. فمثلا نروح على ساحات الأقصى مثلا ونشوف وين في بقع دم للشهداء ونحط ملتينة وورد. بتذكر حرب الخليج الأولى وزي صدام وكيف كنا نسكر البيوت كل يوم وكيف كانوا لما الشباب في الرام يسكروا الشوارع بالإطارات يعني المطاطية والحجار كيف الجيش كان تعسفيا يسان يدخل على عمارتنا يلم كل زلام العمارة وياخذهم يلطفوا الشوارع يعني يقول له غصب يعني بالسلاح يعني يقول له يلا انتوا الحجار اللي حطوهم الشباب يلا انتوا قوموهم وافتحوا الطريق. امي يعني مثلا انا كنت بشوف امي وانا عمري 5 سنين كان زلام يعني في خطر على الرجال انه تطلع في منع التجول اكثر شوي من النساء يعني عشان في نوع يعني هم الاحتلال بيحترمش حدا بس يعني هذا كان رياليتي متفق عليها انه اذا كانت انثى يعني ممكن يتساهلوا معها اكثر. فكانوا مثلا نساء العماره يتجمعوا اللي احنا ساكنين فيها ويطلعوا من يعني احنا الزلام تقعد على الشبابيك وعلى البلكونات تتخبى ويشوفوا جيب الجيش لما بيطلع الشارع ويختفي يعطوا اشاره للنساء فيطلعوا من عمارتنا ويدخلوا على العماره اللي جنبي بعدين تنزل الجيب فنعطيهم كمان إشارة فيطلعوا وهيك من عمارة لعمارة 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 ويدخلوا على دكانة من بابها الخلفي يعني لأنها مسكرة ومنع تجول ويشتروا كل الأشياء اللي تطلع بهذا اليوم تطلع البوزة ويطلع الشوكولاتة ويطلع كل الأشياء يعني محرومين إحنا منع تجول أنت قاعد يعني فكل هاي المشاهد يعني شكلت كتير تساؤلات عندي يعني وأهلي الحمد يعني أنا محظوظ إنه أهلي يعني إن أنا ربيت في بيت واعي وملتزم يعني أنا بتذكر فيلم ناجي العلي لنور الشريف كمان حضرته وأنا عمري 5-6 سنين وبتذكر يعني لليوم بتذكر منظري وأنا بسأل لأمي ليش بتبكي إيش فيه وبتذكر فلاشات من الفيلم يعني كل هاي الأشياء بقدرش أقيمها يعني هاي يعني بقدرش أقيمها من عقلي ومن خيالي ومن الوعي تبعي. بعدين دخلنا على 93 94 وهون دخلنا على حقبة أوسلو وكل هاي الأشياء اختفت بس لأنه أنا ما كنتش بالغ يعني ما كنتش أنا يعني بجيل أهلي يعني بالوعي تبعهم وفهم السياسي تبع الأفكار السياسية والشيوعية والرأسمالية وفكرة الدولة وكل هاي المفاهيم اللي إلها معاني مكتوبة ومفهومة يعني ما كنتش فاهمها. فبالنسبة لإلي انخرطت في هذا عالم اللي انبنى ما بعد 93-94 وهيك يعني صار فيه إنه عشت فلاشات من روح الانتفاضة الأولى يعني
أطياف هنا وهناك يعني في الثلاث سنين اللي عشتهم يعني كنت واعي فيهم. وبعدين من 93 لأربعة يعني من 93 وانزل أو اطلع صارت تغيرت ممارساتي يعني صرت أشوف أشياء تانية ونماذج تانية ومفاهيم تانية وما كنتش كثير ما كنتش بتساءل عنها بنفس الطريقة اللي يعني بنفس الطريقة اللي قبل. هل أنت بلشت أتساءل عنها لما قامت الانتفاضة الثانية؟ يعني أنا لما بين ما توقعت أوسلو لما كان عمري 8 سنين و10 سنين من ذلك يعني لما صار عمري 17-18 سنة خلصت توجيهي وبدي أروح على الجامعة، كل هذا العالم اللي عشت فيه 10 سنين وتشكل فيه وعي كحدا يعني في عمر البلوغ والمراهقة والفعاليات اللي كنت أشارك فيها والأشياء المؤسسات اللي فتحت المسرح والسينما public spaces المطاعم البارات كل هاي الأشياء اللي فتحت وتشكلت في هذه الدائرة انهارت فجأة. وبالنسبة لحدا عمره 17 سنة ما عندي كانش عندي الأدوات أفهم شو اللي صار، ليش يعني ليش انهارت فجأة. وبعدين من هذا الانهيار دخلنا على إعادة اجتياح الضفة ومجزرة جنين واجتياح رام الله ومحاصرة كنيسة المهد فكل هاي الأشياء ما كانش عندي الوعي إني يعني. وهذا عمل لي درفت يعني هوني بهاي المرحلة إنه أنا لما يعني أنا كنت كتير تأثر أو أنا والدي يعني ممثل ومخرج مسرحي يعني منذ الصغر يعني أنا زحفت بالمسرح فكان في نوعا ما تعاطي مع المساحة الثقافية في حياتي عندي يعني تعامل معها وفاميليار فيها إنه بروح مع أبوي على بروفات بروح بعد جلسات شعرية جلسات موسيقية كل هاي الأشياء وكنت يعني بذل وأنا طالب في المدرسة هيك كنت بحب إنه أنا بدي أصير مخرج بدي أطلع أدرس إخراج مسرحي وسينمائي ولما انهار يعني لما انهار كل هذا الإشي وشفت إنه حتى شغل أبوي على صعيد مادي يعني في العيلة تأثر لأنه بطل في مسرح وبطل في شغل وكل المشاريع وقفت وكل الفندنج وقف كل هاي الأشياء فأنا عمل لي سويتش صرت أقول إنه لا أنا ما بدي أكون فنان وأنا ما بدي ما يعني ما بدي أعيد تجربة أبوي في عيلتي المستقبلية إنه أنا ما بدي أمتلك مهنة اللي هي كتير معرضة للخطر وإذا ومرة بتكون فوق ومرة بتكون تحت بسبب الأوضاع السياسية والأوضاع العامة اللي موجود. هذا قد ينطبق على أي إشي بس أنا بحكي رحلتي الشخصية يعني. فقررت أروح أدرس IT بمعنى إنه أنا قررت أصير حدا بوعي بهذيك الفترة قررت إنه أصير حدا مينستريم إنه أنا ما بدي لا بدي ثقافة ولا بدي أدب ولا بدي اليوم في شغل وبكرة في شغل واليوم سكر المسرح وبكرة هدوا المسرح وكل هذا الإشي يعني وخلص رحت درست IT 4 سنين ويعني استثمرت فيها وحسيت لحديت ما تخرجت يعني حسيت إنه هذا الشخص اللي أنا بدي أكونه إنه أنا بدي خلص أكون حدا يشتغل بشركة ويحوش مصاري ويتزوج وخلص يعني صف إنسان مينستريم بكل معنى الكلمة. هلأ لما بلشت يعني ألحق هذا الحلم وتخرجت وروحت على البلد اكتشفت إنه أنا ما حدا بيقدرش يعني أقعد في مكتب 6-7 ساعات في اليوم يعني no way إنه أنا أقدر يعني فصرت شوي أبعد وصرت شوي أتساءل يعني أنا كمان أنت عشان نسأل بنحكي على الهوية وكيف تشكلت الهوية أنا هون بحكيك يعني بحكي كتير أكبر من هويتي الفنية وشو صرت أنا بحكي كإنسان يعني أنا كإنسان يعني حتى النظام التعليمي اللي تعلمته ما ساعدنيش أكتشف نفسي يعني أنا حدا يعني أنا عشان أهلي بالثقافة مثلا أوقفت على مسرح ومثلت وعشان كنت بتأثر بأنه أبوي كان قاعدنا يعني كان يروح جلسات شعرية ويقعد مع ناس ويقرأوا لبعض وناس تعزف عود وهيك جربت أتعلم إيقاع مثلا جربت أكتب شعر يعني لحد عمر 16-17 كنت أكتب شعر وبعدين دخلت يعني في طريق مسدود مع اللغة حسيت أنه مش اللغة يعني اللغة كتير أعقد يعني بالعكس أنا من عشاق اللغة العربية بس كتير أعقد من أنه أنا كبسان يكون قادر يعبر عن حاله من خلال وبعدين
يعني تعلمت عود كمان في مصر، يعني قعدت 3 شهور رحت على دار الأوبرا وتعلمت عود، وبعدين قلت لا إنه أنا بالفعل يعني هذا بده التزام وبده شغل. هلا كل هاي الأشياء اللي أنا بحكي لك إياها هي دليل، يعني أنا كيف أنا فاهمه، هي دليل على إنه أنا كنت بدور على حالي، بدور إنه مين أنا، شو بدي أكون، هل أنا بدي أكون زي أبوي ممثل، ولا أنا بديش أكون زي أبوي ممثل، بديش أنشاف خلينا أكون وراء الكاميرا، ولا أنا بدي أكون شاعر، ولا أنا بدي أكون موسيقي، ولا أنا بدي أكون مينستريم وأشتغل في شركة وآي تي. كل هاي التساؤلات يعني ضلت تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. وأنا يعني بحس إنه يعني في كمان نوع من الحظ إنه أنا ولا مرة حطيت في إطار إنه أنا مجبور أدعس حالي وأتجاهل بحثي عن هويتي أو وعي عن هويتي. يعني ما كانش الوعي موجود، يعني اليوم في وعي أكثر عن مين أنا وشو بدي أكون، بس في كل هاي الرحلة ما كانش يعني هذا الوعي متشكل. وكنت محظوظ إني ما استسلمت اللوش، يعني كنت محظوظ إنه أنا العوامل العائلية والعوامل النفسية والعوامل المادية خلتني دائما اسعى اني اضل ادور اضل ادور اضل ادور لحديت ما، يعني هي قصه بتضحك هون عم ندخل على كيف تحولت لفنان يعني انا، وبعدين بندخل على موضوع فلسطين ووعي لفلسطين. بس لا يعني بلاش نلخبط الامور هلا. وانا في مصر، وانا في مصر يعني تجربه مصر وهي بلشت توعيني على، يعني بلشت بتعرف وانت عايش يعني في ظل الدولة الموعودة اللي تأسست بعد 93، كان في حلم معين، في فهم معين عن ما هو الشكل الذي نسعى اللي بنسعى له إحنا كفلسطينيين، يعني إيش هي فلسطين، شو هي بدها تكون فلسطين. وهون باي ديفولت يعني صرت فاهم إنه أنا فكرتي عن الكون الكينونة الفلسطينية هي إنه هذا هيك العالم بتشكل من دول نيشن ستيتس، يعني مساحات جغرافية إثنية أو دينية whatever يعني. وهي وهيك وهذا فهمي عن فلسطين، يعني إنه هي دولة ولازم لازم لازم حقنا يكون عندنا دولة ومشروع دولة وكل هاي الأشياء. وأنا في مصر يعني لما تغيرت أفكاري اطلاعي على العالم أكبر وأوسع، وكمان ظروف الحياة في مصر والنظام السياسي في مصر وكل هاي الأشياء، اكتشفت إنه فلسطين اللي يعني أنا بلشت أسأل حالي إنه طب إنه يعني شو هي فلسطين اللي أنا بحبها، اكتشفت إنه فلسطين اللي أنا بحبها مش موجودة، إنه حتى يعني مش موجودة حتى في فلسطين، يعني فلسطين الحرة اللي فيها 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 عدل، فيها عدالة تجاه كل الطوائف كل الديانات، فيها تطور، فيها حرية تقرير بسيط، كل هاي الأشياء هي مش موجودة حتى في فلسطين. فبالتالي صرت يعني صار الإشي اللي أنا بدي أسعى له كإنسان وكفنان مستقبلاً بعد ما اكتشفت يعني مهنة الفن وهيك، هي إني أحاول يعني ليش الفن أنقذني؟ الفن أنقذني لأنه حرر خيالي، بطلت أنا محصور بالأشياء الجيفن اللي هي إنه خلاص فلسطين هي مشروع، هي دولة من هون بتبلش هون وبتخلص هون، وهذا اللي هيك الدول بتعيش وهيك الناس بتعيش، وبالتالي أنا صفة تعاطية مع 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 فكرة كون الفلسطيني وفكرة شو لازم يعملوا الفلسطينيين وإيش أنواع البراكتسز اللي لازم يعملوها الفلسطينيين، وكيف لازم يتعاطوا مع نفسهم، كيف لازم يتعاطوا مع العالم، كلها كانت جاي من منظور إنه العالم بتشكل من دول. هلا لما صرت أنا مدرك إنه حتى يعني حتى لو لو فرضنا إنه هاي الدول اللي تشكلت بيرفكت من كل إشي، هي لا تشكل الفلسطين اللي حلموا فيها الفلسطينيين وماتوا عشانها وحاربوا عشانها، يعني هي مش هذا الإشي. وهون من هون صار يعني وعي على هويتي كتير أكبر، يعني من مجرد انتمائي أو مجرد يعني انتمائي لهوية سياسية معينة أو حزب سياسي معين أو باسبور معين أو مناطقية معينة، كلها تغيرت يعني. وما كانتش يعني بجهد شخصي، يعني كمان كانت يعني كانت من مراقبة تطور السياق الفلسطيني، يعني منذ النكبة، يعني أو حتى مش منذ النكبة، يعني فلسطين حاربوا ضد العثمانيين وحاربوا ضد البريطان وما زالوا بحاربوا اليوم ضد الاحتلال الإسرائيلي. فهي فكرة الدولة يعني كثير جديدة على موضوع إيش كانوا، كيف كانوا فلسطينيين بيشوفوا فلسطين أو إيش كان حلمهم في فلسطين. فهون الفن حرر خيالي، فصرت أنا كمان يعني بشقلب يعني بتعامل مع
مع فهمي لهويتي وفهمي للمكان هذا وإيش بدي أعمل في هذا المكان، شو بدي أقدم له، شو دوري فيه، تغير من خلال تغير فهم هذا إنه لا إنه أنت يعني عدم وجود فلسطين اللي أنا بحبها في هاي المساحة بيعني إنه أنا يمكن لازم أدور على ناس تشبهني ونحاول نخلق هاي فلسطين من جديد، يعني نعيد صياغتها من جديد. وأنا بحكي within the capacity of يعني بديش أحكي إنجليزي بس يعني within في ظلال فهمي للحدود اللي يعني دوري أنا كفنان، يعني أنا بقدر أعطي بروتوتايب ومثال إنه أنا كفنان بشوف إنه أنا هيك بدي أساهم أو هيك بدي أتفاعل مع المساحة هاي وهذا اللي بدي أقدمه. بس كمان هو هذا بشوف إنه هذا بروتوتايب لازم يتطبع كل حدا، يعني كل محامي لازم يشوف. أنا يعني واحدة من الأشياء اللي خلتني يعني المدهشة والمميزة لما بقارن يعني تجربتي أنا وتجربة أبوي وأمي إنه بالذات في فترة الشباب والمراهقة يعني هي فترة الطاقة، يعني إنه هم كانوا عايشين في زمن اللي كان فيه لهم دور فيه. يعني أنا ربيت في عهد في ظل بنية مؤسساتية ومناخ اللي مش مطلوب مني إني أتعلم وأروح أخذ مهنة وهيك، بس ما فيش هذا الدور الجانب اللي أنا بلعبه. أنا أبوي وأمي يعني وغيرهم كتير يعني من جيال أبوي وأمي يعني اللي بجانب وظيفهم اللي كانت عندهم كان في دور، كل حدا كان عنده contribution، حدا كان جزء من اتحاد المرأة، جزء من إطار عمالي، جزء من اليوم هاي الأشياء يعني تحولنا لمنظومة استهلاكية رأسمالية اللي معظم الناس فيها ما هي يعني هي observer يعني مشاهدة مش مشارك في هاي الحالة. وهذا كمان غير يعني هذا كمان بحس انه غير يعني غير كتير في شخصيتي في هويتي. بعرفش انا يعني حاس حالي اني اطلت كتير بس بحس انه هاي هون نقدر ندخل على موضوع الفن يعني وقصة الفن وكيف الاشي يعني قبل ما ندخل وانت قاعد بتحكي انا قاعد برجع يعني انا قاعد بسمعك بس قاعد برجع شريط يعني شريط مساري خليني احكي لك وتحديدا هذه الاسئله انا دائما بكون ادور على النقطه الاولى وكل ضيف بيجي بنكش قصه بس انت رجعت مسكت المسار كامل فعليا لانه في شيء اللي هو فعلا تراكم طول الوقت بكون موجود وفي إشي بسام بحالتنا الفلسطينية الفرق السنة والسنتين قيمتهم كتيرة يعني قيمتهم كتير كبيرة طبعا. ولما تيجي بس بدك تمد أكتر لسنين بتلاقي بالضبط الإشي اللي أنت ختمت فيه بالحديث عن والدك ووالدتك خلي لك إياهم لما نيجي إحنا نتطلع على أجيال أبائنا بنلاقي إنه هم كانوا منشغلين بالفعل كان السؤال وقتها إنه بدي أعمل أو ما بدي أعمل بدي أشارك أو ما بدي أشارك أو بدفع ثمن مشاركته. احنا اليوم مشغولين اكتر بالاسئله يعني طول الوقت بالتحليل والاسئله والتفكير والتطوير والتخطيط والمراجعه عشان هيك بتطلع جمل كتيره الناس او طريقه تفكير بالزمانات لما الناس كانت تشتغل ما كانت موجوده وحاضره من فائض الوقت ومن فائض ومن رفاهيه الوقت اللي موجوده عندنا اليوم بتطلع معنا كتير اسئله موجوده وبتطلع نظريات كتير وهيك بدي أجرب أرجع معك أبحبش وراء الراس النقدي هذا اللي موجود اللي حاولت تقمعه بالآي تي بالمدرسة الإعدادية والثانوية كنت أقعد بالصفوف الأولى ولا وراء؟ هلا أنا كنت يعني كنت لا كنت أقعد كنت يعني أنت قصدك بالصفوف الأمامية اللي هو الرف لها لا أنا كنت أقعد وراء يعني أنا كنت في يعني إحنا كانت مدرستنا وهذا إشي كمان يعني قدام ولا وراء؟ لا وراء وراء أوكي من أنو صف بلشت وراء؟ من مرحلة يعني مرحلة سابع تامن يعني لا سابع تامن أظن كنت قاعد قدام أتذكر مرة واحد شكى علي وأكلت قتلة بس بعديها شكله بعديها تعلمت إنه لا أنا لازم أقعد ورا. هلا أنا الطريف في الموضوع إنه في مدرستي كانوا يقسموا وهذا إشي يعني لا أتفق معاه تمام جملة وتفصيلا يعني من هذاك الوقت بس بيع على الرغم إني ما كنتش فاهم ليش بس كانوا يقسموا إنه ألف با جيم دال وهذا على المعدل إنه ألف هذا صف التسعينات والثمانينات
وبصف يعني 85 75 وهيك. هلا انا دائما للطريف يعني دائما كنت بصف الف، بس انا دائما كنت احس انه انا يعني نوعا ما غريب يعني، يعني باستثناء كذا حدا اللي كنا هيك. هلا احنا كمان كانوا ينظروا لنا يعني احنا ما يعني كنا شاطرين اكاديميا، معنى انه كنا شاطرين بالمواد وبنقرا وبنحفظ وبنسوي المطلوب منا يعني، بس كنا شياطين انه كنا بدنا نتخوت وبدنا نضحك وبدنا نلعب وبدنا وبنروح على البلياردو بعد المدرسه وفي هاي يعني انه انت يعني ماسك العصاي بالنص، انا مش صايع صايع يعني مش صايع صايع وضايع، بس بنفس الوقت انه انا لا ما في في عالم بدي اشوف يعني. كمان فكره احنا فكره المدرسه عندنا يعني مبنيه على الدسبلين. انا مدرستي كانت اولموست جيش يعني، انا يعني مديري كان يلف على الصفوف اي ولد حالي على القرعه، هذا يشوفه فخر المدرسه انه انت مثال للرجل القاسي، كان يعني يوزع اقلام عليهم. هاي الاشياء يعني تعلمت اكون يعني كنت حدا باسيف، بمعنى انه ما كنتش حدا ثوري يعني، كنت انا يعني خلينا نقول خبيث نوعا ما، بمعنى انه انا كنت يعني كنت مشاغب بس ما انمسكش. بس ما كان في نوع يعني انا يعني درست بثلاث مدارس في حياتي، درست مدرسه الابراهيميه في اللي كانت جنب مستشفى امي، وهي كانت اللي كنت اروح فيها على بسياره الاسعاف عليها يعني. مدرسه العمريه في البلد القديمه اللي هون، هذه يعني درست فيها من صف رابع لصف رابع خامس سادس، هذه كانت يعني اسعد تجربه تعليميه يعني، من اسعد التجارب التعليميه بحياتي. وشكرا لمدير المدرسة لأنه هو كان بيدير المدرسة كبيت صغير يعني، كان هذا كان حدا إذا ولد عند شاغب أو عمل مشكلة يجي يسحبه من الصف ويطلع يقصدر معاه ويتحدث معه يعني. أنا صار معي يعني كذا موقف يجي فما بعدين نقلت على مدرسة تشبه الجيش اللي هو ضرب وانضباط وهيك، وكنت يعني حسيت اني انه هاي يعني هاي تجربه المدرسه هي اللي خلتني بدي اكون مينستريم، لانه هاي يعني هاي ما ساعدتني اكتشف نفسي. انا كنت بس بنطلب مني ادخل بقالب واتحول لفكره براس المدير او براس الطاقم يعني. حتى انا يعني بديش يعني ما كنتش مظلوم، ما كنتش حدا مظلوم يعني، بس كان في هذا التساؤل. هلا وبعدين لما درست اي تي كمان يعني نفس الشيء، انا يعني حتى يعني بعض الدكاتره اللي علمتني في مصر كانت قلبيه في الجيش يعني، فكمان هيك حسيت انه انا طالع من محل كله ديسبلين وانضباط وهيك وعجامعه هيك. وبس لما بلشت ادرس فن بلشت افهم ايش يعني تعليم، بلشت افهم يعني ايش يعني انك تتعلم، ايش يعني يكون عندك شغف. وبلشت احس يعني صرت احس انه ولا انه انا بس لما صار عمري 25 سنه اكتشفت انه اكثر إشي بيسعدني وبيعطيني ايفوريا في الحياه هي اليوم يعني هو اليوم او اللحظه اللي بكتشف فيها إشي جديد يعني. كنت لما بكتشف في إشي جديد او في مساله معينه صرت قادر افهمها واحل يعني صرت فاهم كيف هذا الإشي تركب وكيف هاي الإشي صار، هذه بتكون عندي سعاده غامره انه احس حالي انه كاني امتلكت الدنيا، انه واو انا تعلمت شيء جديد يعني. انا في 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 لحظات في مسيره الدكتوراه انا بتذكرها بحذافيرها لانه الايفوريا اللي كانت عندي في هذيك اللحظه كانت مرعبه. احنا بنحكي على المدارس. بسام حكيت عن الفن باكثر من شكل من اول الحوار، وحكيت مع انه كشغف كمحبه وبعاطفه وبشي نفسي وبشي مهني. وحسيت بمحل انه انت يعني زي كانه عملت مقارنه ما بين الاي تي والفن، فانت رحت باتجاه الفن اكثر، بالرغم انه الفن بحد ذاته اليوم ممكن يكون كمان الفنانين او العاملين في القطاع الفني هم كمان موظفين اي تي اللي هم بتعاطوا معه بشكل تقني. فأنا لقيني باستثناء الشغف اللي هو يتحول إلى لغة، معلش تحملني أقرب لك ليشي، أقرب لك ليشي يعني، وأقرب لأشياء مش صعب قياسها، فما بدي أدخل بالأشياء اللي هي صعب قياسها، بس بدي أجرب أفرق ما بين شو يعني فنان اليوم، ما بين حدا اللي هو
صور نمطية كتيرة ما بين انه في حدا اللي بكون شعره غريب، لبسه غريب، هيئته غريبة، نمط حياته غريب، هيك احنا اعتدنا نشوفهم. اجتماعيا عندهم اشياء مختلفة، عندهم تعاطي مع اجانب كتير، او يعني صور كتير نمطية موجودة. انا حكيت صورة واحدة منهم، بس بنفس الوقت في كمان النموذج الثاني اللي عندك انت كمان، هم موظفين موجودين مثلهم مثل اي تي، يعني هو فنان بس فنان اي تي يعني بهذا الشكل. صحيح. هلا هون يعني هذا هلا انت بتقول انه لا يمكن قياسه، وانا اتفق معك. وفي يعني هذا في شيء يعني يعني طلعت عليه بفتره من فترات البحث، يعني في اخر كم من سنه، في سوسيولوجيست والفيلسوف الفرنسي بيير بورديو، والمتاسف اني بدي احكي اسم حدا غربي يعني، بس كمان هاي لا في 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 مشكله، عشان انا يعني هي حساسيه بالنسبه لي، انه انا كان يعني في عندي هاجس فهمي انه انا عم بدرس باكاديميات بريطانيه، يعني كان في عندي هاجس هذا انه انا ما بدي اوصل لمرحله انه انا ابحث في إشي بخص بلدي بادوات تانية، بادوات مستورده من برا انكلودينج الثيوريز هاي. بس وين حدا زي يعني وين الثيوري الغربيه هاي بتساعدنا؟ بتساعدنا لما بنحلل إشي غربي، بمعنى إنه إحنا بما إنه بنحكي عن الفن، وبما إنه تعريفنا عن الفن اليوم ومجال الفن اليوم هو كوبي بيست نوعا ما من إشي تشكل برا في الخارج وتم استيراده هون، فنقدية بورديو عليه في هذيك المساحة بتساعدني أفهم، بتساعدني أفهمه هون. فمن هذا المنظور بحس إنه أنا فير أستعمل هاي النظرية، يعني في محلات ما في مشكلة، ما في مشكلة بس تمام. لا بس هذا يعني حساسية أكاديمية هاي. هلا بيير بورديو بقول إنه صعب إنه نقيم، يعني صعب إنه نقيم الفن والأدب بطريق يعني زي ما أنت حكيت إنه نعمل قياسات، لأنه الانبوت تاعتنا يعني المعلومات اللي عنا إياها عن هاي الأشياء هي مش مبنية على أساس ساينتفك، بمعنى أنه هي مش مبنية على يعني هي مش زي مجال الجغرافيا والكيمياء والأحياء اللي فيه اختبارات معينة وفيه equations وفيه معادلات، وبتقدر تحكي تقدر تعطي ثيوري وتثبتها، تقول أنا أثبتها من هاي الطريقة أو من خلال هذا البحث أو من خلال كربون، فحص الكربون، فحص يعني معادلات رياضية، كل هاي الأشياء. فالفن كل الانبوت تاعتنا عليه هي بتيجي من اشخاص في مكان، يعني في مكان ذو قيمه ذو قيمه فكريه معينه، اللي هم يعني اللي هو باور، بوزيشن اوف باور، اللي هم بيعرفوا لنا الفرق. يعني انت اليوم اذا بدك يعني انت يعني اليوم انا وانت يعني وكثير ناس زينا، اذا بده يحضر فيلم سينما بدخل على اي ام دي بي او على روتين توميتوز بقرا الكومنتس هاي، فأنت دائما بحاجه في هذا اللي بيقول لك مين تشوف، او مثلا المقالات هاي اللي بعالم يعني بمجالي انا في دائما هاي اللي توب 30 ارتست ان ذا ميدل ايست اللي لازم تشوفهم هلا، او احسن 30 كيوريتر من مش عارف وين، او توب 30 اندر 30، هاي كل يعني هاي الديناميكيات هي اللي بتعرف لك مين اللي بتسوى تشوفه، مين هي اللي بتعرف لك مين احسن المحلات، مين بتعرف لك وين بتقول لك وين احسن المحلات، وهي اللي بتعرف الفن. يعني هي اللي هي يعني هذه لما انت يعني هي مش بس يعني هي بطريقه غير مباشره بتقول لك انه هذا الاشي this is what I care about، انه هذا اللي انا مهتم فيه. فانت بتصفي كحدا قاعد في مكان اللي هو هامشي زي فلسطين او زي باكستان او زي مصر، سوريا، السودان، اليمن، كل هاي المحلات اللي هي مش على يعني مش لا تقارن فنيا بالمحلات اللي فيها متاحف وفيها معاهد وفيها جاليريات وكل هاي الاشياء، بتصير انت هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشيء اللي بتطلع له، انه انا عشان اكون فنان لازم اوصل لهذا المحل، لازم اروح على هذا البنالي، لازم اروح على هذا المحل، لازم اكون في هاي المجله، لازم هذا الشخص يكتب عني، لازم اشتغل مع هذا الكيوريتر. فبتصفي هاي اشياء خص يعني خصائص موجودة بالمجال وطريقة إدارة المجال، ولكنها أنا برفض إنها هي اللي تعرف الفن. يعني أنا لأني فاهم هاي الحالة بقول إنه أنا برفض إنه مجال الفن هو اللي يعرف لي الفن، لأنه الفن يعني الجميل بالفن إنه الفن ولا مرة يعني الفن ما كان له يعني الفن من واحدة من الأشياء اللي ظلت تتغير معانيها. يعني بفترة من الفترات كان الإيمان إنه الفنان هو حدا عبقري جينيوس،
وبنزل عليه إلهام، وبالتالي لازم يتركه بحاله ويقعد هيك في عزلته ونوفر له الظروف المناسبة عشان يجي إلهام ويرسل. بعدين الكنيسة استلمت تعريف الفن، فصف الفن هو فقط ما يتموله الكنيسة وعلى رسم الأيقونات والصور من الكتاب المقدس. بعدين أجت الرينيسانس عصر النهضة وثارت على الكنيسة وصارت تدخل ودخلوا المسرح ودخلوا الموسيقى وصاروا يعملوا يعني ليوناردو دافنشي وكارفاجيو والتماثيل وكل هذا الحكي. وبعدين ناس ثارت على الرينيسانس وسوت انطباعية، وبعدين ناس ثارت على الانطباعية وسوت داداييزم، وبعدين يعني ضل يغير معناه. يعني كل حركة فنية ثارت على اللي قبلها وكسرت مفاهيمها وخلقت إشي جديد وصارت تدافع عنه وتقول هذا فن. وهذا مش بس يعني في الموسيقى، ما هو الجاز نفس الإشي. يعني الجاز رفض قوانين الكلاسيكال اللي حطها الإنسان، يعني حطها الأبيض في أمريكا وكسرها وفككها وبنى أدوات جديدة بإنسبيريشن جديد من 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 الأجداد ومن موسيقى ال 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 الارتجال في أفريقيا والطبول وكل هاي الأشياء. فهو روعة الفن إنه بيحتمل إنك تغير معناه وتتحدى البرنسبز الموجودة. هلا السيء في هذا، يعني من رأيي أنا المتواضع وقد أكون غلطان، يعني إنه ذروة الرأسمالية يعني هي اللي عم تمنع الفن من إنه يتقدم. يعني لما صار الفن اللي بيتحكم في الفن مؤسسات ضخمة، متاحف، دور النشر، يعني زي الارت فريز وارت ناو وهدول اللي بيعملوا الارت فيرز وكلها، هي اللي بتحرك وبتعرف هذا الفن وخلقت هذا الوهم انه هذا this is art يعني. وانا بشوف انه هذا ما ساعدش الفن. يعني احنا صار لنا من سنين كتير، هذا مش احنا كفلسطينيين، احنا كفنانين في العالم كله عم بنعيد صياغة نفسنا ومش عم نكتشف ادوات جديدة للفن. يعني اليوم يعني وهذا اشي بيضايقني، يعني انا كمان نقديتي مش بس على يعني قبل فترة في، عشان اكون واضح وما اكونش فلسفي هيك اعطي مثال، يعني كان في فترة الكورونا كان في فنان إيطالي اسمه موريتسو كاتالان في آرت فير، مش متذكر وين بالضبط، يعني عمل اسمه دا كوميديان، اللي هو جاب موزة وحط عليها الدات تيب على الحيطة وسماها عمل دا كوميديان. وبعدين أجا حدا اشترى هذا العمل ب25,000 يورو. هلأ كتير ناس كانت تتطلع، وهذه أزمة الفن، يعني هذه بتمثل أزمة الفن من خلال فهمي. كتير ناس كانت تتطلع على هذا الإشي إنه واو شو هالإنسان العبقري، هذا الفنان أجا أهان الأرت فير وحسس الناس قديش الفن سخيف وقديش إنه هو كان بتهبل، حط موزة على الحيطة على الزقها على الحيطة وأجا واحد اشتراها ب25,000. بس يعني هلأ تعال فكر فيها أنت، إنه هل أنا يعني قبل هاي اللحظة أنا ما كانش في حدا في العالم عنده هذا الوعي؟ يعني إحنا لإمتى بدنا نضلنا نفسر المفسر ونندهش فيه؟ يعني إنه أنت يعني إنه أنا يعني أنا إنه أنت قبل هاي اللحظة ما كانش في حدا فاهم إنه هاي الأرت فيرز هي عبارة عن سوق، يعني سوق زي كأنك بتنزل على البازار المصري في تركيا وبتقرر أنا أشتري بهار من هذا الشخص ولا من هذا الشخص، أو أشتري هاي القطعة من هون ولا من هون، أو هاي التحفة من هون ولا من هون. هو هيك، هو أنت داخل عدك أكيد هذه الرياليتي تاعتها. يعني هذا مش انتقاص من قيمة الأرت فير، يعني هذا هيك الكونسبت تاعه، وأنت أكيد وبتعمل بروموشن للفنانين اللي عندها وبتبيع، هاي الرياليتي تاعتها. فهذا كان واضح وبنحكى عنه وبنكتب عنه، وفي فنانين نقدته وفي كتاب نقدته، في رسائل يعني أطروحات انكتبت عنه. ليش أنا يعني ليش لما أجي هذا الفنان لازم أدعي إنه أنا واو عبقري اندهشت؟ طب ما هو يعني والفنانين اللي مثلاً هذا في يعني في بينالي فينيسيا، في فنان من يعني مش متذكر اسمه، حط صرفوا 20 مليون، ما يقارب 20 مليون يعني بادجت على سفينة اللي هي تم استخراجها من البحر وبيدعي إنه غرق فيها لاجئين هيك، وحطها على باب البنالي تنعرض. طب أنا يعني كيف يعني إنه يعني ما طب إحنا ما إحنا الأخبار عن اللاجئين وشو بصير في بالذات محلات زي إيطاليا، يعني إيطاليا في وصول لاجئين بشكل يومي عليها. طب ينفعش أنا
ما بنفعش انا اتجاهل الديلي رياليتي هاي الواقع اليومي تبع انه انا في لاجئين بشوفها بالشارع وفي لاجئين بشوفها بالمجتمع وفي لاجئين بتم استعبادها في المزارع وفي اخبار عن هذا الموضوع في تورط للمافيا عن هذا الموضوع واجي بس اندهش لما هذا فنان عمل عمل فني عنه بصفي انه واو. فهي فكره انه الفن بحاجه انه يصيغ ادواته ويبطل الفنان فقط هو ريبورتر انه انا عايش في واقع لازم اصور الواقع وانقله، لانه في الصحفي بيشتغل هذا الشغل يعني بحدود يعني كمان فيش شيء بيرفكت، يعني احنا بنحكي فيلد الصحافه بيعمل هذا العمل وذن الليمت ستات الصحافه لان ما تتيح له الصحافه يعني انه يعمله كفيلد يعني. والفنان لازم يعمل نفس الشيء، لازم يعني قصدي سوري الفنان مش وظيفته انه بس يعني واحده من وظائف الفن انه ينقل الحقيقه، ولكن ما ينفعش تختزل وظيفه الفن في نقل الحقيقه. فبس هي امثله، يعني بديش ابلش انا اناقض حالي ولخبط هيك، بس هي امثله على انه الفن يعني الفن اليوم مش عم بيضيف شيء جديد، يعني مش حتى مش يعني حتى على صعيد اخباري يعني مش عم بنقول لي شيء انا ما بعرفه. فبالتالي هون انا دوري كفنان بدي اقول يعني هلا كمان انت هون حكينا مين بيعرف الفن، انا كيف ريحت حالي من هذا الموضوع انه جبت انا يعني جيت بيسك فيري فيري بيسك، ايش يعني فن؟ يعني ايش يعني تعال نعرف اصطلاحيا ايش يعني فن. الفن هو ممارسه، يعني ممارسه اللي بتنتج شيء ابداعي بغض النظر عن إيش هاي الممارسة، بغض النظر عن كيف المجال الفني بيحدد أنا كيف لازم أمارس هاي الممارسة. هي ممارسة الأوتكم تبعها والمخرج اللي بيطلع منها هو إبداعي. إيش يعني إبداعي؟ يعني إيش يعني كرياتيف؟ إنه إشي هذا لما أنا بمسك هاي الكاسة وبقول هاي كرياتيف إيش معناه؟ معناته الإشي اللي كرياتيف هو إشي الجديد، يعني إشي جديد مش مألوف أو and or يعني أو يعني أو و أو شحطة و إشي بنتج حل لمشكلة، يعني الأوتكم هذا المخرج هذا بحل مشكلة. هلا هون أنا هون بقدر أنا يعني إذا باجي بطلع هل هذا الإشي جديد؟ هل هذا الإشي بحل مشكلة؟ إذا بكون عملي تصرف إبداعي، إذا لا بكون عم بكرر حاله، وبالتالي أنا برفض يعني تمام. إذا في حدا مقتنع إنه الفن هيك تمام، أنا ما يعني مش أنا مش دكتور الفن اللي بيحدد أدوار الناس، بس أنا برفض ألعب هذا الدور، برفض ألعب دور إني أنا أكرر نفسي. وبالتالي عشان أنا أقدر أقدم إشي جديد للناس وظيفتي هون بيجي البحث، يعني وظيفتي أبحث بالقديم، إيش يعني القديم الإشي اللي already existing الإشي الموجود هلا. هون بتتم عملية البحث تبعتي، ومن خلال عملية البحث هاي بكتشف لإلي ولحوالي شو هو القديم، إيش الإشي اللي already موجود. ومن خلال هذا، من خلال وعي لهذا الشيء أو من خلال تحليلي للمشاكل الموجودة، بحاول إنه المخرج اللي أنا أقدمه بالآخر يكون يا إما جديد يا إما بحل مشكلة معينة. هذا كيف أنا بعرف في ممارسة تتعاطى مع ثنائية موظف الاي تي والفنان بالضبط، أو الفنان موظف الاي تي والفنان. هلا أنا بالضبط، هلا أنا هذا بيعنيش تعريفي هذا لكيف أنا بدي أمارس الفن، هذا بيعنيش يعني بيعنيش انه الفن لازم يكون بس زي كيف بيسان بيحكي، او انا بامن حتى انه الفن كيف بيسان بيحكي. انا بامن مع التعدديه وحتى مع يعني اذا بدك يعني الفن لاجل الفن يعني بس انا ضد، وهذا الاشي اللي ضد، انه المجال اللي بتحكم وبيسير الفن هو بيمنع هاي التعدديه، بمعنى انه هو لا هو شايف انه الفن هو ممارسات معينه بتنتج اشياء معينه هو بده اياها منك، ففي اكسبكتيشن اوريدي، وبالتالي انت كفنان يعني انت كفنان وكموظف وكيوريتر مضطر انك ممارستك تصب في هذا الاكسبكتيشن في هذا التوقع منك، فبتصفي انت مش عم بتعيش رحلتك نوعا ما، يعني سواء كنت واعيلها او مش واعيلها انت مش عم بتعيش رحلتك، انت بس عم بتحاول تقدم سيرفيس متوقعه منك. وهذا كمان هذا إشي يعني هذا الوعي لهذا الإشي هو بيخليني أرفض، يعني أنا كنت يعني أنا لما دخلت الدكتوراه كنت يعني عارف حالي أنه داخل على مفترق طرق، يعني يا إما بعد هاي الرحلة ببطل فنان، يا إما بحاول أمارس الفن بطريقة جديدة بدي أكتشفها لسه.
طب أنا قبل فترة قليلة يعني حسن حظي إنه كنت قاعد في قاعدة فخبروني على كمان سوق يعني ما بين قوسين سوق لفنانين رسامين اللي بتحكم فيه كمان ما بين قوسين جامعي للفن في فلسطين واللي حولوا أسعار لوح ما ل يعني صار هيك جزء من اجتهاده الجامع وفي مصلحة مع الرسام أو الفنان بأنه يرتفع سعر اللوح فبنحكي على رسامين أو فنانين عندهم لوح بعشرات آلاف الدولارات داخل بسياق محلي بفلسطين اللي بالنسبة لي أنا مش المفاجأة بأنه في لوح بهاي الأرقام بعرف أنه بكل مكان في لوح بأرقام أعلى من هيك كمان يمكن سوقنا واطي على مستوى ريتس وأسعار ولكن مجرد وجود هذا السوق بالسياق اللي احنا بنعيش فيه وبالسياق كيف اعتدنا نعرف الفن او اعتدنا نشوف الفنانين بصور نمطية شوي كان صادم لإلي بس هو يمكن يعني ذكرتني وانت قاعد بتحكي على اصلا شو يعني كيف ممكن يكون في مثال على حالة الصراع بين الفنان اليوم شو بده واجه بممارسات رأسمالية وممارسات بزنس وممارسات غيرها. انا بلشت احكي على موظف اي تي أو فنان أو فنان موظف آي تي لسه اليوم في رجال أعمال اللي هم بيهتموا بفلوسهم بس بالقطاع الخاص الفلسطيني وكمان في فنانين أشبه برجال أعمال بيهتموا بفلوسهم أو بيهتموا كيف يعملوا فلوس من الفن أكتر سواء على مستوى هو بمارس الفن أو بتاجر فيه يعني هيك. أوكي يعني أنت يعني أنا أخذ أنا دور المذيع أنا هلا بدي لا ما بتاخذ دور المذيع لا بس بدي أسألك ليش ضايقك يعني ليش أزعجك هذا الشيء؟ لا أنا مش أزعجني أنا صدمني أنا شاركتك يعني أنا بالنسبة لإلي في بالنسبة لإلي ليش انصدمت يعني ليش انصدمت يعني إيش يعني أنت لما بتنصدم بتكون الإشي اللي شفته مش اللي أنت متوقعه لا لا أنا بحكي لك ما هو في أشياء بسياق فلسطيني يعني إحنا إشكاليتنا بكل هذه القطاعات مش القطاع الفني فقط لما بيقدم حاله طول الوقت فداء لفلسطين وفداء للقضية العامة وصار في صور نمطية عنا اللي هي شكل الفداء هو شكل خسارة شكل انه عطاء من غير مقابل واعتاد الفنانين تعريف انفسهم بهذه السياقات كلهم انهم من الناس غلابة يعني الله يكون بعونهم وكذا وهيك حتى انت اذا بتشوف عندك صور تشوف واحد بهيئته بشكله لما تتعود هذه الصور اللي بحكي عنها تكون بالخلفية تشوفه كرجل فقير أو ممكن نفسه تشوفه كلاعب جولف يعني عادي مش إشي يعني ما في تعارض بين الاثنين بس بقدر ما أنا شو انزرع براسي فأنا شاركتك فقط شيء ما كنت شايفه جزء من المشهد ما كنت شايفه وتفاجأت إنه موجود في فلسطين فقط لا غير بدي أتقدم معك خطوة أكتر لقدام ونروح أكتر إنه في كمان فن تحرري نقدي وفي فن اللي مقابله بينفع تعطيني على مستوى العالم الفوارق ما بين العالمين هدول وين كان في نماذج خارج فلسطين ما بدي أدخل على فلسطين وين كان الفن فعليا كان له دور فاعل ومؤثر بسياقات تحررية يعني في كتير يعني إذا بدنا نأخذ مثلا أوروبا الشرقية يعني وعالم السينما ومجموعة سينمائية زي زيجا فيرتوف يعني اللي هي كمان يعني أثرت في الحركة السينمائية في فلسطين يعني أعضاء من هذا الكولكتيف كانوا بيجوا على مثلا على من ضمنهم جان لوك غودار يعني المخرج الفرنسي الأيقوني يعني كانوا بيجوا على مخيمات يعني مخيمات تدريب المقاتلين في الأردن وفي جنوب يعني في لبنان وكانوا بيسووا أفلام عن الثورة كحالة تسويقية لكيف الإنسان بيعيش in resistance كيف الإنسان بيعيش في حالة مقاومة مش بس مقاومة يعني مش بس على صعيد حمل السلاح وإنما إنك أنت في حالة مقاومة إنك في حالة إنه أنت في إشي عم بحاول يغيرك ويصهرك ويشكلك ويلغيك ويقتلك وكل هذا الحكي وإنت بتقاومه بكل جوارحك بتقاومه اقتصاديا بتقاومه فكريا بتقاومه علميا بتقاومه فنيا بتقاومه أدبيا في كمان أمثلة يعني بحاول أتذكر يعني أتذكر أشياء يعني كمان القضايا مش كلها ثورية يعني القضايا في العالم مش كلها ثورية إذا بدي أخذ معلش قضايا مثلا بدي أروح على جنوب أفريقيا
تقدر تستحضر لي مثلا تأثير أو أعمال أو شكل ما، أو بنفع نوصف مثلا أنه كان في حالة فنية هناك مقاومة ثورية؟ يعني مش يعني مش يعني صراحة بقدرش، يعني عشان أكون صريح معك بقدرش أعطيك مثال هناك، لأنها مش مثلا مش يعني مش مش يعني مش حارة الاكسبيرينس تبعتي، يعني ما اطلعتش على على هاي الفنون الثورية بهاي المحلات من العالم اللي على أساس أقدر أعطي أمثلة عليه. بس كان في النقاش او الديبات او المناظره ما بين طرفين، اللي هو كمان بنعكس على الجانب الابداعي اللي انت بتحكي عنه، اللي هو قديش فعليا انه الفن لازم يكون بالضروره منخرط بتحرر بقيم ثوريه وما بين انه كمان الفن لازم يكون حر اكثر وابعد، مش بالضروره يشتغل بهذا السياقات. فهون في ديبات يعني، والجهتين نقديين، بس في إشي نقدي أكتر بدعي إنه أنا الفن التحرري أو أنا الفن الثوري، صح؟ أوكي. في هذا الإشي. هلا أنا يعني أنا بشوف هالشيك، يعني أنا بشوفش إنه هاي المصطلحات وال يعني الكاتيجوريز، إنه فن ثوري، فن ملتزم، فن لأجل الفن، كل هاي الأشياء هي بتنحط بعد، يعني هي يعني تنحط بعد عشان تقول لك إنه هذا شوفه من هاي الزاوية وهذا الفن شوفه من هاي الزاوية. أنا بشوفهاش هيك، يعني أنا بهمنيش كيف بتم، يعني بهمنيش التعريفات المطلقة والمسجلة في تاريخ الفن إنه شو ثوري وشو مش ثوري. بهمني أفهم قديش هذا الفن مترابط مع التجربة اللي بعيشها هذا الشخص، بمعنى إنه إحنا يعني يعني الإنسان البشر اللي عايشين قضايا ثورية وعيهم تشكل بطريقة معينة، وبالتالي لما أجوا لإنتاج الفن يعني هذا انعكس في أدواتهم، فبالتالي صرنا بما إنه فنهم هذا بيتطابق مع أحلامهم وطموحاتهم بالتحرر مثلا من النظام الأسترالي اللي بيقهر السكان الأصليين أو النظام البريطاني اللي أجا احتل فلسطين، أو المشروع الاستيطاني الإسرائيلي اللي قام على أراضي فلسطين. هاي التجارب واحتكاك في هاي التجارب هو اللي بينعكس على هاي بينعكس على هلأ. هون صار في فن ملتزم وفن مش ملتزم، لأنه الحالة صارت مش مفهومة، يعني في يعني إحنا كانت يعني دكتور مودر قصيص من جامعة بيرزيت الله يوجه له الخير مرة ذكر في محاضرة إنه الثقافة هي عبارة عن أرشيف، يعني إنه الإنسان هو إنسان زي أي كائن حي في هذا الكوكب، هو بالنهاية الأسمى يعني هدف لإله هو إنه يتكاثر ويحافظ على نوعه زي أي نبتة زي أي حيوان، يعني بعيد عن السامعين. بس في حالة الإنسان لأنه في هذا الكورتكس وفي هذا الديفايس الجهاز الموجود في آخر العقل، يعني في آخر الدماغ اللي بيحلل ومسؤول عن الخيال ومسؤول عن الأشياء يعني ما بيمتلكوهاش المخلوقات التانية. ففكرة التكاثر والريبرودكشن والتطور بطلت بس مرتبطة، بطلت عملية بيولوجية، صارت عملية، صار في كلتشر انفولفد، وهاي الكلتشر هي الارشيف اللي بنحط فيه المعلومات اللي بتقول للناس كيف هاو تو ريبروديوس، بمعنى انه الثقافه البشريه انبنت على انه البشر بتزوجوا وفي ريتشوال للزواج وبياسسوا عيله وبربوا اولاد، وهاي الاولاد بتروح بتمشي في مسار معين عشان تتعلم وتتطور وهيك. ففي كود ثقافي، ثقافه بشريه رسمناها احنا وبنينا عليها البراكتسز تاعتنا، كيف بنمارس حياتنا وكيف بنعيد صياغه نفسنا. هلا في السياق الفلسطيني قبل، يعني قبل لما كان بالذات في اوج الثوره، يعني ولما صار طلعت منظمه التحرير وصار في هذا، صار عندنا القدره انه نوقف وجه العدو، انه نكتب تاريخنا بلغتنا، انه نحمل سلاح ونحارب ونقول لا، انه نبني اجيال ونوعي، انه نخاطب، نبني شبكات ناس مآمنة، يعني ناس بتفكر زينا وبتدعمنا، وبالتالي هذا انعكس في الممارسات تاعتنا. يعني هاي ثقافة المقاومة
انعكست في الأدوات الفنية والأدوات الأدبية والأدوات التعليمية والأدوات الاقتصادية من الأدوات البحثية اللي استعملناها. هلا لما دخلنا من حال يعني صار في شفت ثقافي وتحولنا لبطلنا عايشين في حالة المقاومة يعني in resistance. مش أنا بقول ما فيش مقاومة، فيش ناس بتقاوم، مش هذا الشيء أولني إشي أنا ما قلتوش، بحكي المقاومة كثقافة فكرية اللي زي ما انعكست في كل الأدوات وفي كل مناحي الحياة تنعكس في كل الأدوات. لا صار في عوالم تانية، صار في مؤسسات معزولة عن تحكيش سياسة إلها براكتس معين، إلها نمط معين. هلا لنرجع للفن، الفن بيع يعني الفن بيعكس هاي الحالة، يعني حالة إنه حالة الإشي يعني لما صار هذا الشفت في ناس ظلت متمسكة في فكرة المقاومة بس مش قادرة، ما عندهاش البراكتس اللي تعمله زي زمان، يعني ما عندهاش هاي الممارسة اللي تقدر تساهم فيها وتشارك فيها. ففي كتير مثلا من الناس اللي ما انخرطت في العهد هذا اللي تشكل بعد تم تهميشها، أو في ناس غيرت فكرها وقالت لك يا بحط راسي بينها الروس وبقول يا قطاع الروس وأنا بتغير. فعشان هيك في هاي الأشياء إنه إحنا الإشي اللي بيشبه زمان، يعني إذا بدنا نكون نقديين أكتر وواعيين أكتر، الإشي اللي بيشبه زمان بيشبه فترة الثورة وهذا بنشوفه فن ثوري وهذا، بس هل هو يعني هو كمان تقييم، يعني هو هاي واحدة كمان من الأشياء اللي بيحكيها بورديو، إنه لما بدأ أطلع على الفن وبدأ أقيم إذا هو فن لا، بدأ أطلع على علاقة هذا الفن بالنسبة لفترة زمنية معينة، يعني in relation to time and space، يعني في فترة زمنية معينة وفي مكان معين. فبالتالي في فلسطين الخمسينات كان في حالة فنية تتماشى مع هداك الوقت وهديك الجغرافيا بظروفها، يعني من خلال فهم الناس للجغرافيا اللي موجودة وللوقت هذا وحساسياته خلقوا تم اختيار الأدوات الفنية المناسبة التي تتماشى مع هذا الوقت لتحقيق الهدف اللي أنا بدي إياه وهو التحرير ومقاومة الاحتلال. هلأ اليوم الهدف تغير، يعني الهدف تغير وفي كتير، يعني أنا عشان بشتغل كمان في يعني بشتغل في تجارب تعليمية مع طلاب يعني محليين وحتى في جامعات برا كتير يعني ما فيش هذا النقد، ما فيش هاي النقدية والتصور يعني لكيف بتشكل نفكر إنه هو الفن هو قرارات شخصية، إنه بسان قرر إنه يكون ثوري فبالتالي لا، بسان ما قررش يكون ثوري، بسان مرأ شاف أشياء في حياته وشاف يعني مش عم بدعي إنه ثوري، بحكي مثلا يعني فلان مثلا خلينا نقول إنه ثوري، لا هو فلان ما قررش إنه يكون ثوري ونحييه على موقفه لأنه أخذ موقف مشرف مقابل ناس مش مشرفين، لا فلان مرأ بتجربة معينة خلته يحس إنه أنا بحاجة إنه أنا أستعمل أدوات ثورية وبالتالي بنعكس على الأوتكم اللي بنتجه. هلا كمان اللي بينتج فن مش ثوري بمعنى إنه فن بس بلاحق المال أو بلاحق المادة أو بده يبيع أو بده يوصل يبيع بهاي الأسعار الخرافية أو يروح على الارت فيرز والمعارض هاي، هو يعني جزء في منهم شاطرين وبيعرف يلعب بالبيضة والحجر وبيعرف من أين تؤكل الكتف زي ما بقوله، بس في كتير ناس اللي هي مش واعية، يعني هي انولدت في عالم اللي هو بقولهم إنه هذا هو الفن، وعشان تكون فنان لازم تكون هالقد، وعشان تكون مهم ومشهور لازم تكون تعرض في هاي المحلات، وعشان تكون أهم لازم تبيع بهذا المبلغ. فأنا بحكي لطلاب هاي يعني جوابي conclusion يعني لكل الضياع اللي ضيعتك إياه هو إنه أنت، يعني أنا بحكي لطلابي أنت قرر إيش بدك، يعني أنت قرر ليش، يعني إذا أنت داخل على عالم الفن عشان تعمل مصاري وعشان تصير مشهور وعشان تبيع بأسعار يعني بأسعار خرافية وتكون موجود في مؤسسات معينة أو محلات معينة، تدرسش فن يعني تشتغلش على أدواتك الفنية، اشتغل على النتورك تبعتك، كون مع الناس الصح، يعني الغاية يعني شو مش الغاية تبرر الوسيلة، بس إنه أنت الهدف هو اللي بيحدد الأدوات، يعني ما ينفعش أكون بدي أطبخ مقلوبة وأروح أشتري عدة مجدرة، مش راح يطلع معي مقلوبة بالآخر. فبالتالي بنفعش أقول أنا إنه أنا بدي أعمل فن تحرري والأدوات اللي أنا بستعملها هي مش أدوات تحررية، أدوات استهلاكية مستوردة من برا وبتحصر الفن بمحلات معينة وفي فهم معين. بس الفن الفلسطيني اليوم كمان فن تحرر وعم بعمل فلوس وعم بخلق رجال أعمال. قبل شوي كنت ليش في هيك اندهشت. وفي هيك
في هيك وفي هلا ليش انت انا بقول لك يعني بقول لك ليش يعني انا بقول لك ليش اندهشت لانه انا يعني انا اللي بضايقني يعني اللي بزعجني مش انه في هذا العالم الرأسمالي اللي بتحكم او بحيط بمساحه الفن، اللي بضايقني انه هذه اقوى شيء، يعني هذه اقوى دائره الرأسماليه النيوليبراليه اللي بتتحكم في الثقافه وفي الفن هي اقوى شيء، فبالتالي هي بتهمش الاشياء الثانيه. هلا انا لو كان يعني لو كان هو ايفر او مين هو هذا المسؤول عن اداره هذا المجال الفني واعي للاختلافات، واعي انه يا عمي ماشي حلو حلو يعني نبيع بعشرات الاف الدولارات ونصير مشهورين، بس كمان حلو نفهم انه في استخدامات تانية للفن، في ادوار تانية بقدر العبها الفن، بس غير انه بس الفنان يصير مشهور ويطلع يبيع ونقول رفع اسم فلسطين في 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 بلاد الاجانب يعني. بس بسان كمان اللي انت بتحكي فيه اللي هو قضيه تقبل المشهد الثاني او عدم الاستغراب منه او الاقرار بانه في شيء نيوليبرالية موجود اللي بأثر على كل مناحي حياتنا واثر على الفن، لما بطغى على مشهد بضرب فكره احنا تعاطينا معها وكان عندنا مشكله حتى بدايه الحوار فيها بقضيه المسرح مثلا، انك انت كان عندك امتياز انه انت متاح لك تكون جنب اسرتك وعائلتك. برجع انا لما قلت انه عن جد الفن للجميع ولا مش للجميع، يعني هو اذا فعليا انا صار فكره شوي شوي بتكون المعارض مخصصه، المؤسسات مخصصه، المجتمعات مخصصه، وبتيجي فعليا كل فكره رجال الاعمال او السلوك التجاري بحصرها اكثر بفئه ما وبتصير تنتج لإلها وبصير في جامع حدا اللي بتحكم بالسوق، فأنا هون بضرب أساس إشي أنا عرفته فيه. صحيح صحيح، بس هذه هل هذه يعني هذا هون السؤال، هل هذه مشكلة يعني مش دفاعا عن الفيلد أو أنا يعني يعني أنا هالحقيقة يعني الإشي بزعجني زي ما هو بزعجك، بس هل هاي الحالة سببها المجال الفني ولا سببها الدائرة الأكبر السياسية اللي بتحيط في هذا الإشي؟ التنتين يعني لا التنتين يعني انت فعليا في إشي في إشي زي مثلا بنعرف انه في سلوك حدا بيعمل معرضه في 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 بيهتم يعمل معرضه بدول اوروبيه بس بيهتم يبلش معرضه مثلا في البلد فرضا، بس ما هو هاي هون انت حكيت يعني هون هل هو الم يعني هل انه يعمل معرض هل هو هذا هذا الاوتكم الوحيد اللي لا 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 مش قصدي لا لا يعني انا مش نقاشي اوتكم، انا نقاشي مظهر هلا، يعني بمعنى انه في حدا اللي سلوكه فعلا المسار باتجاه العالميه وجمع المسار الكثير انك تطلع انت على معارض برا وتكون جزء من دوائر نتورك غربيه مثلا او منفتحه على الغرب والدول العربيه او الناس اللي معها فلوس، بس في إيش الناس اللي بظن هذا لحد الالفينات ويمكن اثاره يعني ما زالت موجوده لليوم او عفوا تواليه، انه بيجي بقول لك انا بدي اعمل معرض مثلا بالمخيمات او بدي ابلش مثلا هون، او لما بدك تعمل فيلم بدك تعرضه بمهرجانات كتيرة بس تهتم انه العرض الاول او واحد من العروض الاولى لإله تكون في البلد. معلش انا عم بزدت عندك سؤال، اذا ما نحكي على السينما بشكل اوضح بشكل اوضح، تخيل انه احنا عندنا كميات من الـ من الـ من الاعمال السينمائية اللي موجودة افلام قصيرة وطويلة تستحق عن جد احنا ما بنعرفها، وهون بصير في نقاش انه طب يا جماعة انتوا بتقولوا الشعب الفلسطيني بفهمش بالسينما، طب ما انت مش عم بتطور عندي ذائقة لانك مش عم تعرض لإلي. صحيح، وهو كمان يعني كان يعني هو هاي واحدة من ازمات اللي عشناها بعد مرحلة يعني تأسيس الدولة بين قوسين، هي انه صار يعني بدل ما احنا كنا يعني كمان يعني اهداء يعني ادواتنا والممارسات تاعتنا كانت تطلع جوا، بمعنى انه احنا كنا بنمارس الاشياء الفنيه والثقافيه وكل هالاشياء لانه بدنا نغير جوا، لانه يعني بدنا نوعي جوا، بدنا نشحن جوا. اليوم احنا نتطلع برا انه انا بدي اعمل هذا الفيلم عشان نروح على الاوسكار، عشان اقول انه انا رفعت اسم يعني هون بصفي مشكله هذا الشيء، انه هو باي يعني بالطبيعه هو نخبوي، لانه عشان انت توصل لهي المحلات يعني طول ما انت بتطلع برا مش جوا، معناتك انت بتحكي لغه برا، وانا هون بحكيش لغه كلغه يعني لسانيه، بحكي كلغه يعني كرموز وك انه تاخذ بعين الاعتبار مين راح يقيم مين راح يشوف بالزبط يعني بهذا بالزبط. فانا كحدا فلسطيني يعني عايش بفلسطين يعني معظم حياته، انا بكره مثلا اروح على السينما اشوف إشي فيه مثلا الم او معاناه او يعني انه يعني انا بشوف انه
انا كحدا بيشوف هاي يعني انا مش مضطر اروح على السينما عشان اعرف انه في حاجز في فلسطين، مش مضطر اروح على السينما عشان اعرف انه في هدم بيوت في فلسطين، مش مضطر اروح على السينما عشان اعرف انه في ناس بتنقتل، في ناس بتنظلم، في ناس بتنسجن. فبالتالي لما انا بروح وبشوف انه كل الاشياء اللي بتاخذ هاي الشهره وتسوق هي بتصب في خانه انه يا حرام الفلسطيني اللي مسخخه من فلسطيني الفيكتيم الفلسطيني الفيكتيم الفلسطيني، بنزعج وبحس انه في عدم يعني في في انتقاص من من ايش الفن بيقدر يقدم وايش الفن بيقدر يعمل وبس. هذا يعني هذا اللي يعني فانت بالتالي يعني انت لما تقول انه اللي بحرك الفن هو مش عم بيعمل يعني مش عم بحركه عشان هدف، حتى لو بقول انه الهدف سامي داخلي محلي هون هو بالنهاية لا مش، وحتى في بريطانيا ينطبق على بريطانيا هذا الحكي. انت في ناس في بريطانيا تمرق من باب الجاليري يعني او من باب المتحف بتكون هي جاي من طبقة اجتماعية او من فهم من وعي معين، هو عن جد مش عارف انه مسموح له يفوت على هذا المحل، يعني هو يكون مش فاهم شو الكونسبت، شو يعني كونسبت جاليري، شو بتسوي الناس بهذا المحل وليش بتطلعوا على هاي الاشياء. فاحنا هون عشان لما تغير لما صرنا ننتج بادوات مش كثير ريليفنت، يعني مش ريليفنت بمعنى انه مش يعني مش لا تتناسب مع حاجاتنا، يعني حاجاتنا التحرريه وحاجاتنا الحياتيه وحاجاتنا اليوميه، صار الانتاج الابداعي تبعنا بعيد عنها لانه بنتج عشان بده يطلع برا، بنتج عشان جاليري وبنتج. فهون كمان انت كثير من الشريحه الاكبر من المجتمع بطلت تفهمها، يعني بطلت تفهم على الفنان لانه بطل الفنان يحكي لغتها. وانا بحكيش يعني انا كمان بآمن انه الفنان من حق الفنان انه يكون له تجربته وانه يصيغ ادواته ويصيغ لغته ويكون يعني معقد، بمعنى انه مش ضروري انا بس يعني احكي اشياء بسيطه عشان الناس مسكينه ولازم تفهمها، مش هذا الشيء. لان كمان فن بيقدر يرفع من يعني كمان فن بيقدر يعني يرفع من الفنان ومن يعني الفنان الفن يعني العمل الفني بيقدر يدخل الناس بتجربه الفنان والمشاهدين في تجربه الاثنين يطلعوا فيها شيء ثاني، يطلعوا شيء اوعى شيء اكبر. وهذا بتقدر تلاحظه انت مثلا يعني بفترات انا بحكي لك منع التجول، كانت الناس عندها استعداد تكسر منع التجول وتروح تشوف معرض لسليمان منصور، او كان الناس عندها استعداد تكسر منع التجول وتروح تحضر حفله لفرقه الفنون الشعبيه في بير زيت. اليوم الفن بطأ، لأن ليش هذا كان يصير؟ كان يصير لأنه كانت الناس تحس إنه كانت فاهمة إنه دور المشهد الثقافي في هذيك اللحظة كان إنه يتحدى الاحتلال ويحافظ على ثقافتي ويحافظ على الدبكة اللي بدهم يمحوها ويحافظ على اللغة البصرية تاعتنا، إنه أنا بسلمة يعني هدول الفنانين اللي استعملوا الحنة واستعملوا التراب واستعملوا الرمزيات كأدوات بديلة عن الأدوات اللي جابها الغربي وصرنا نشتريها منه إحنا عشان نعبر عن حالنا، لا انه صرنا نعبر عن. فكانت الناس قادره تفهم هذا الشيء، قادره تفهم حتى يعني حتى في بعض تعقيداتها يعني وفي تفكيك رمزياتها كانت الناس قادره تتعاطى مع هذا المشهد الثقافي لانه كان جاي من بناتها، كان بيشبه شو هي بدها، بيشبه شو يعني بيشبه طموحاتها واحلامها في الحياه وفي المستقبل. اليوم هذا الشيء تغير، بطل الفن يلبي احتياجاتها، احتياجات الناس شو بتشوف، صارت تروح ما تفهموش، فقول لك كيف بدي اعبر عن حاجتي هذا وانا مش فاهمه، وشو بهمني اذا راح على الاوسكار وانا اصلا مش فاهم يعني مش فاهم الفيلم او ما او او بيقدم لي صور انا بمرق عنها بشكل يومي او شو اهمي. تفضل. وفي بيزان سلطه بالقصه هاي، بمعنى الاحتلال على مدار سنين تغير من انتفاضه اولى لانتفاضه ثانيه لليوم، بطل عنده مشكله ابدا بالقضايا الفلكلوريه، يعني كل فكرة تراثنا ولبسنا ودبكتنا وأغانينا بالسابق كان جزء في إشكال إنه الناس كانت تخبي الكاسيتات مثلا، كانت تخبي البوسترات، اليوم خلص في حالة من الانفتاح موجودة فخفت فكرة إنه أنت في معنى إنك أنت عم بتواجه. فلهيك لما اليوم بنحكى إنه مثلا نواجه بدبكتنا ولا نقاتل بأغانينا وبأصواتنا الناس تستغرب انه انت شو بتعمل كليشيه بتحكي عنها، بس 100% هلا هو ما كانش كليشيه، يعني هو لما بقول لك هو ولا مره كان كليشيه، هي لا هي بهذيك اللحظه في هذاك الوقت وفي هذاك الزمن ما كانتش كليشيه، لا كانت مزبوط، كانت مزبوط تحدي للاحتلال صحيح. وانا برايي لليوم لانه هي جزء من سياق، انا كاحمد هيك بفكر، هي جزء من سياق بناء الروايه تبعتنا، يعني استمرار الفنون الشعبيه على مدار السنين هذه كلياتها بانه تشكل تاثر تتغير وكمان تعكس التغيرات اللي موجوده بالمساحه الفنيه. بس تمام، بالنسبه لي جزء من الروايه تبعتي،
يعني هيك بهذا بس المعنى. بنفعش امارسها بغرض الاستهلاك والانترتينمنت بمعنى هذا هلا رح نجي له. بس انا بحكي لك في سلطه عند الناس انه تغيرت شكل المعركه، بطلوا شايفين شو اثر الاشي اللي بيكون، وما في اجتهاد عند النخب انه هي تشرح للناس او تتواصل، سواء تعمل عرضها او معرضها او تهتم انه تكون مع عامه الشعب بشكل او باخر. ولكن الناس بالاخر بتقعد على التلفزيون بتشوف انه احمد البيقاوي اخذ جائزه لانه فلسطيني، او جزء من تقديم نفسه انه فلسطيني وابن القضيه، ولما بيطلع بيمسك المايك بقول انه نزل من نفق وطلع من حاجز ونط من الجدار، فبشعره انه في اشي لسه انقطع. هو انا لساتني ماخذ كفرد فعليا كل الامتيازات اللي عطيني اياها وطني وبلدي وقضيتي، بس انا كيف عم بتفاعل مع اهلي وناسي؟ هون صار في بظن لك جاب موجود بين الناس اللي ما حدا عارف يعوضه. هي وهذه يعني هي كمان هذا جزء من انه يعني هي مرحله يعني 93 لما توقعت اتفاقيه اوسلو. هي انا يعني ببداية بحثي كنت بفكر إنها بتعامل معها كإشي مسقط، إنه أنا عشان متذكر إنه أهلي كانوا معارضين للاتفاقية وإنسان بدنهم وسكري وضغط وكل هذا الحكي، يعني الأشياء اللي مروا عليها كتير عائلة، كنت بفكر إنه أنا هذا الدافع الوحيد تبعي. بعدين فهمت إنه أصلاً 93 هي يعني أو يعني مش بداية التسعينات، هي مرحلة تغير فيها كل العالم. يعني بداية التسعينات انهار الاتحاد السوفيتي، وفي 93 تأسس الاتحاد الأوروبي، وفي 93 توقع اتفاقية أوسلو، وفي 93 يعني بال 91 انهار جدار برلين، ومزبوط بحكي ولا قبل؟ يعني شغلت معلومات غلط. وبال قبل بالثمانينات سوري. بعدين بس هي بداية التسعينات، بس هي نهاية الثمانينات، بداية التسعينات في حقبة غيرت شكل العالم كله. بالضبط، انه هي هيك يعني اذا بدنا نكون اوضح، هي بتكون يعني هي التي تمثل، يعني هاي الحاله تمثل سواد المنهج الرأسمالي في اداره حياه الناس على هذا الكوكب. قبل هيك كان في تجارب تانية بتحاول تعيش بطريقه تانية، هون صار يعني سادت الرأسماليه. وهون لما هلا واحده من مميزات الرأسماليه هي انها بتعمل عمليه تشويش على المعاني، يعني لأنه الرأسمالية مبنية على التسويق وتحويل كل إشي لسلعة، حتى الفرد يعني بتحول لسلعة. فتكرار بعض تكرار استخدام بعض المصطلحات بسياق معين في إطار معين بيفقدها معناها، بتصفي إحنا مستلحين على إشي، بس إذا لغويا بنيجي بنحلله بنكتشف إنه لا مش مزبوط. يعني في حدا بحبه كان بيعمل بودكاست، يعني ما يعني كان بيعمل بودكاست في مش يعني هو كان ضيف في حلقة بودكاست، فقعد ذكر موضوع هو مازن السيد، عشان هي مش سر يعني الراس، فبقول انه بياخذ كلمة ثورة، يعني كلمة ثورة بياخذها كمثال، والمذيع بصير يستجوبه ويقول له انه انت ليه بتحكي ثورة هيك بالسين، يعني مش ثورة وهيك. بقول له واحدة يعني من جماليات اللغة العربية إنها إنه 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 الكلمات مش بس هي إشي اصطلاحي اتفقنا إنه هيك بيعني، الكلمات في اللغة العربية هي بتمثل فعل، يعني هي وصف بالكلام لفعل معين، براكتس معين، عشان هيك هي كمان لغة جذرية، يعني بمعنى كنا لأنها مربوطة بفعل، إنه درس يدرس ومدرس دارس، كلها أفعال هي بترجم حالات فعلية بالممارسات بالمارس. فهو بقول إنه عشان أنا أتفق، يعني عشان أنا أتعاطى معها كثورة، بنفعش أرتكز على فكرة إنه إحنا كلنا مصطلحين إنه this is ثورة، إنه هذه ثورة، فبالتالي أخبار بتقول إنها ثورة، الجريدة بتقول إنها ثورة، الإذاعات بتقول إنها ثورة، الناس اللي حواليه مسمينها ثورة. لا، لازم أنا أكون من خلال الممارسة عم بعيشها كثورة، عم بختبرها كثورة، عم بساهم فيها كثورة، عم بتأثر علي كثورة. منفعش أنا أرتكز على الاصطلاح إنه إحنا اتفقنا جمعاً إنه هذا هيك معناه. هلأ حالة الرأسمالية بتخلق هذا الكونفيو، يعني هذا مثال جانبي بس على قديش إنه في كتير معاني إنه أكتيفست. شو يعني أكتيفست اليوم؟ يعني شو مع اكتيفست؟ هو بس اللي يعني بقول لك في رايتر اكتيفست، وفي ارتست اكتيفست، وفي مش عارف ايش اكتيفست، انه يعني اللي بكتب عن اللي قاعد في بيته مرتاح بامان، بكتب عن قضايا يعني نسائيه معينه او
أو ثورية معينة أو جندرية معينة whatever 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 whatever. هل هذا صار activist يعني؟ ولا الاكتيفست هو اللي بيمارس الاكتيفيزم بالشارع كدور كدور يعني انا يعني مثلا بنظم يعني بيلعب دور يعني انا مثلا يعني مثلا حدا الله يرحمه هاني جوهري الفنان والمصور اللي كان جزء من افلام فلسطين اللي هي مؤسسه انشاتها منظمه التحرير في بيروت هو كان ارتست اكتيفست لانه كان بيلعب الدرون يعني كان بيلعب الدورين يعني هو ما كانش بيعمل افلام عن الثوار من بعيد وهو بيعمل إديتينج وهو آمن لا هو كان بيلعب الدورين فبالتالي هذا أرتست أكتيفست فأنا منفعش أنا أستسلم لحالة الميديا هاي اللي بتعرف لي الأشياء وأرتكز على تعريف هاي السلطة يعني هي الميديا سلطة وهي سلطة تابعة على سلطة أعلى فكل هاي يعني في سلطات بتعرف لنا الأشياء وبتعطينا الحدود والقوانين والتعريفات اللي لازم نعيش عليها وبالتالي بنعيش عليها من غير ما نفكر إنه هل فعلا هاي الممارسة تعبر عن استخدامي لهذا المصطلح ولا لا ومن هون يعني دير بالك يعني من هون أزمة فلسطين هي مشروع الدولة هو اللي عاد تعريف فلسطين من فكرة ثورية لشعب بيحاول يتحرر من مشروع استيطاني تأسس في أرضه لا فكرة دولة إلها بداية إلها حدود وإلها بداية وإلها نهاية وبالتالي حتى هذا خلق يعني خلق حالة من التوهان عند الأجيال اللي ولدت في فلسطين بعد هاي المرحلة يعني وعند الناس برا انه انت بتقول له فلسطين انا فلسطيني من القدس بفهمش يعني حدا اجنبي شو يعني فلسطيني من القدس هو في وعيه فلسطين هي عباره عن مساحه اسمها الضفه الغربيه وغزه والقدس هي عاصمه اسرائيل هيك بتعلم هو هيك بتعلم هيك منظومه الميديا والمنظومه الاكاديميه والحدود اللي بتحكم حياتنا وفهمنا والمعلومات المتعطاه هيك بتقول له فبالتالي لازم يكون في إشي بكسر هذا يعني بكسر هاي تعرفها ويعيد صياغتها بمفهومها الجديد عشان نعرف نتعامل معها بطرق صح بس أنا إذا أركنت أنه أنا مثلا إذا أنا بسان حدا يعني عايش في أمان وما فيش حدا لا بدخل عبيتي لا بيعتقلني ولا بضربني ولا بتخني ولا إيش مفعش أسمي حالي أكتيفيست مفعش أقارن حالي بحدا حاطت حاله على خط التماس وبستعمل جسده لتحقيق الفكرة وأنا بستعمل أداة تانية بتخليني عايش في أمان وبتعطيني استقلالية وبتعطيني فهوني مهم نفهم أنا بسام بقدر أرد عليك كمان بنفس السياق اللي أنت كنت تحكي عنه بمعنى أنه كيف أنت فعليا ما بدك تعرف الفنان أو تختزله بتعريف واحد بقدر كمان أرد عليك بأنه كمان ما بدي أعتبر الصحفي أو الإعلامي أو حتى فعليا شكل فكرة الناشط أنه في نمط واحد للتعريف أو بنفعش أعرف هذا أو هذا بنفعش يكون ناشط بس هذا بنفع يكون ناشط لأنه كمان بالنسبة لي مش الفنان أهمية الفنان لا تزداد لما يشتغل أكتر على رموز فلسطينية أو مخرج فلسطيني لما يستحضر جدار وشهيد وقتل وجندي هذا بصيرش فنان فلسطيني أكتر من فنان غيره صحيح بدي أكمل بس معك بنفس الشيء لأنه هنا في تضارب بتصير بإحنا كيف منعرف الأشياء نتيجة وقوفنا على أرضية فلسطين وتصوراتنا يعني تأهبنا واستنفارنا اللي حكينا عنه بالأول حتى الناس اللي برا البلد بأنه لما بدنا نحكي عن فلسطين زي كأنه في صندوق تأخده في مجموعة من الرموز ومجموعة من العناصر بتعيد إنتاجها بتفكر فيها هلأ هذا جانب وجانب تاني بيجي بقول لك أنا بدي أتحرر منها بس بدي أجي أعيش أحكي عن يوميات أو قصص اجتماعية أو قصص ما واللي بس يحضروا حدا أو بالنسبة للذوق العام الفلسطيني ممكن يكون أقل فلسطينية من الأعمال الفلسطينية اللي حضرت فيها الرموز التاني هذا بدي أحكي مثال بحلقة سامر جردات كان بحكي لي أنه طلعوا هم كفرقة بدهم على حفلة أظن أو عرس في كندا أو شيء زي هيك يعني مش ذاكر المناسبة فلما طلعوا يأدوا الأغاني تبعتهم عم بغنوا لأكتر من شغلة يعني هيك فالزلمة بكلهم بالآخر عمل معهم مشكلة أنه أنا جايبكم عشان تغنوا أغاني وطنية يعني أنا بدي أياكم تغنوا 1-2-3 هذا الاشي نفس النقاش صار مع أمين نايف أمين مثلا وجهة نظره وأنا بقوله أنه أمين أنت ليش مثلا كثرة الرموز اللي حاضرة في أو فكرة شكل في الفيلم أو فكرة استخدامك للعناصر اللي موجودة هو وجهة نظر أنه أنا already عندي قصة مش محتاج أخلق قصة في الوقت اللي عندك أظن مؤيد عليان اسمه عم بيعمل بيت في القدس فيلم عظيم جداً
أنا شفت حدا هرب من العناصر من الصندوق، بيت في القدس اسمه صح؟ هو أنا ما شفتوش لسه لأنه الفيلم يعني من جديد يعني من فترة قصيرة. صح اللي أشوفه أنا. فيلم ما استخدم العناصر، وانت لما تحضره بتنبسط انه اوف في حدا جمع الشغلتين مع بعض، بس انا عم بحتفي فيه من فكرة انه يعني مجرد انه استخدم الجدار اقل، او استخدم فكرة الحاجز اقل، واستخدم فكرة هون في اشي بالذائقة العامة. العاملين بالحقل الفني اليوم عندهم ادعاء انه فلسطين مثل ما نستوحي منها اشياء وبتلهمنا لاشياء، كمان هي بتقتلنا بكتير اشياء تانية. يعني بصير في ديبات بين الاثنين انه قديش اصلا فلسطين او القضيه نفسها مع ذائقه الجمهور تلهم اكثر او بتقتل اكثر. يعني هذا هو انا اظن لازم نغير طريقه كيف نتطلع على الإشي. يعني انا بالنسبه لي هاي تجربه بتستحق يعني انه ننظر لها ونقيمها ونتطلع عليها كإشي فلسطيني. والتجربه الثوريه كمان نفس الإشي. يعني هذه يعني ما فيش كود معين انه انت اذا فلسطيني انت بتعمل 1 2 3 4، اذا انت طلعت عن هذا الحكي فبتبطل فلسطيني. ما في هذا الحكي. يعني هلا احنا يعني عشان ما نكونش كمان متجنيين على حالنا، في إشي بال يمكن له علاقه بالانظمه اللي بنعيش فيها يعني كعرب، او يعني بعرفش يعني ما بديش اكون جنرال كتير، بس احنا بنعيش يعني بنظام تعليمي وبنظام حياتي اللي ما فيه مساحه للنقديه. بمعنى النقد مش الانتقاد، بمعنى انه انا اذا باجي بقول انا ما حبيت فيلم فلان لانه بتوجه للغرب، وانا مش عم بحطمه، انا مش عم بلغيه، انا عم بحكي الاشياء زي ما هي، زي ما انا شايفها من وعي. ولما لما بقول انه هذا يعني لازم تقييمنا للاشياء وقراءتنا للاشياء ترتقي ابعد من حلو مش حلو، فلسطيني او مش فلسطيني. لا، لازم يكون في طريقه علميه نقول ليش هذا مؤذي، ليش هذا منيح، ليش هذا بس كله فلسطيني، وكله يعني الفلسطيني هو مش إشي وكذا الاشياء برا، لا هو الفلسطيني مين كل الاشياء جنب بعض. بس مين اللي عمل العمل الفلسطيني بس هيك؟ يعني كيف صار بس هيك؟ هي منظومه، في مجال يعني في المجتمع بيتكون من مجالات، يعني دومينز. حددنا لا احنا مشينا مجال السياسه، مجال الفن، مجال الصناعه صح. مجال الاقتصاد، كل هاي الاشياء. هلا كل مجال فيه افراد تتعدد الهيراركيز تاعتهم، تتعدد يعني سلطتهم ومناصبهم وقوتهم. الغالبيه هم بيلحقوا القوانين زي ما هي، والاقليه هي اللي بتحط القوانين هاي. وغالبا هذا مش تحليلي انا، يعني هذا كمان كلام انا بعيد كلام بورديو، يعني الغالبيه هي اللي بتحط القوانين تاعت هذه، قوانين اداره هذا المجال. وغالبا يعني في نوعين، هو بقول في نوع انه نوع القوانين فيه بتكون متطوره وبتضمن استمراريه هذا المجال، يعني بتضمن عمل هذا المجال وتطوره وتقدمه للمستقبل. وغالبيه القوانين بتكون موضوعه لحمايه البوزيشن تبع اللي وضع هذا القانون، فبالتالي بيكون سيستم المجال هذا مبني على انه انا ربكم الاعلى، انا اللي بفهم، انا اللي بقرر. وهذا الفن وهذا السياق. ودير بالك هذا كمان، يعني هذا الإشي كمان أيام ما كان فيه ثوري هذا كان موجود، وهذا يعني هذا كان موجود، لأنه كل الفنانين اللي كانوا بدهمش يعملوا فن ثوري، بدهم يعملوا فن من جوانب شخصية وبعيشوا تجارب تانية يعني، وبدهم يعبروا عنها بفنهم. ما كانوش جزء من هاي المشين اللي بتقول بتعرف الفن وبتقول الفن هو الفن الفلسطيني وفقط ذلك. فإحنا نقدنا مش لأنه ثوري أو مش ثوري، نقدنا لأنه هل بيعبر عن يعني هل بيعبر وبيلعب دور وبيساهم في طموحات وأحلام هذا الشعب في المستقبل ولا لا. هذا يعني عشان هيك أنا بقول لك أنا في آسف بدي أقاطعك، معلش تحملني. أنا معك باللي أنت بتقوله، بس أنا بالنسبة لي بناقش ذائقة الناس، إنه بعرف إنه في أكتر من إشي صار ووجه وبرمج الناس فعليا تقدر تشوف هذا الاشي بهذا العين بهذا الشكل. ولكن اللي بحاول اقوله اليوم انه في النقاش مش نقاش هذا ثوري او مش ثوري، النقاش انه هذا فلسطيني او مش فلسطيني.
إنه العمل الفلسطيني هو بالضرورة لازم يكون عمل مشتبك، بالضرورة لازم يجيب جدار وينهي جب ويحركه. بس هذه الحالة نفسية أحمد، يعني أنا فهمت نقطتك. أنا هاد يعني هاي الحالة النفسية ليش؟ لأنه إحنا بعد يعني إحنا في ظل في ظل في ظل الفترة الثورية يعني من الخمسينات للثمانينات كنا بنعيش أوج الفخر الفلسطيني. يعني إحنا يعني الناس برا العالم آمن في فلسطين ودعم فلسطين مش من باب الحزن، مش من باب التشاريتي، مش من باب إنه يا حرام الفلسطيني يحتلون فمن واجبنا نوقف معهم كبشر وكناس وكإنسان يعني وكبني إنسان وهذا الحكي. لا، الناس وقفت مع الفلسطينية لأن الفلسطينية قدموا مثال للناس إنه كيف الإنسان بيعيش في ثورة، في حالة ثورة، في حالة مخاومة. وهذا وردناه للناس، صار الناس يشوفوا إنه والله إذا أنت بدك تعيش في حالة ثورة استعمل هاي الأدوات، بتنتج أدب زي الفلسطيني، بتنتج فن وموسيقى زي الفلسطيني، بتنتج أدوات مقاطعة اللي هي نوعا ما استراتيجيات اقتصادية زي الفلسطيني، وقدروا يتواصلوا ويحكوا مع الناس ويستفيدوا كمان من تجاربهم في السياقات الثانية. هلا هذا الحكي لم اختفى ما بعد أوسلو، يعني ما بعد يعني المشروع الدولي. وبالتالي كل الناس اللي شافت هداك الإشي شافت قديش كنا إحنا فخورين، قديش كنا نبني أشياء من تحت، قديش كنا قادرين على أنه نقاوم، قديش على أنه كنا قادرين أنه نلهم العالم. إحنا اليوم إحنا تحولنا لحد هامشي بيستهلك أدواته. فبالتالي في الكونفيوجن نفسي بنخلق، أنا برأيي يعني هذا كمان مش أنا مش يعني سايكولوجيست اللي أحلل، بس أنا اللي بحس أنه في نوع من النوستالجيا والحنين لأنه نرجع هداك الشخص اللي قادر يلهم العالم ثوريا ووطنيا واقتصاديا وثقافيا. والفن اللي هو اليوم اللي هو بتماشى مع روح العصر، وانه في يلا في اوسكار وفي بنالي وفي كسب وفي بيع وفي شراء وهذا الحكي بيمشي في اتجاه تاني. فالناس بتصير تطالب الفنان تقول له لا انت وين رايح، تعال انت ليش مش انت مش فلسطيني، لانه انت تركت هذا الاشي اللي كان بيعطيني فخر وبيعطيني عزة وبيعطيني امل وبيلهم العالم كله وصرت تعمل اشي تاني. هلا هذا الصراع يعني يعني مش عشان نقول مين صح ومين غلط وانه بنفرط لعش للشعب يقول يطالب الفنان انه يعمل هيك او الفنان من واجبه انه يعمل زي كيف الشعب بده، بس على الاقل المفروض يعني وعي الفنان لإله ممكن يساعد في 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 اساليب الطرح. يعني مثلا انا بقدرش انا افترض انه انا في فلسطين عايش زي برلين او بريطانيا او نيويورك، انه انا بدي مثلا اعمل نيود بيرفورمانس، يعني بيرفورمانس فيها فكره بس فيها تعري. بقدرش انا اجي اعملها بنص رام الله ولما الناس تهجم علي وتضربني واكل قتله اقول الناس متخلفه مش متطوره زيي. ما انا جيت باراشوت، جبت إشي ايليان، يعني فكر ايليان او تصرف ايليان. الناس مش قادره تسع حتى لو انا شايف انه صح كفنان، بس انا شايف بكون مش ما درستش المساحه المحيطه اللي حواليه وبالتالي تصرفي كان غلط. هلا يعني انا يعني مش تصرفي غلط، يعني انا ممكن كفنان كنت تصرفي صح والناس تصرفها صح، انا جد قدمت لها إشي صدمتها فالناس زعلت. واللي مش صح بالمشهد هذا انك تحمل الناس مسؤوليه او تحكي عن الناس متخلفه بالزبط. او يعني طبعًا يعني بظن هذه الفقره بس هذا الكلام. انا بحس انه حدا عمل فيلم وفي حدا ما عجبه فيلم عمر، صار فيه بوسي، صار فيه نقاش عليها. صحيح. وفيلم هاني أبو أسعد الأخير تبع فيلم هاني أبو أسعد الأخير حتى النقاش اللي هو يعني في مشهد ما ممكن أثار نقاشات تانية، بالرغم أنه ممكن يكون في نقاش إشكالي اللي هو مثلا اللي هو قضية حوار العميل بالحوار العميل مع العميل مع المحقق اللي هو ممكن يكون إشكالي أكتر أو في نقاش سياسي أكتر، بس بتحس الـ هون النقاش طلع. لكن باللحظة اللي في حدا بيطلع بهاجم أو بحاول يطلع حدا من مجتمعه أو من محيطه، هون ما أنا بحس في إشكال. طبعا في إشكال. يعني أنا مثلا إذا نكون صريحين، أنا مثلا حدا يعني بآمن، يعني عشان في المثال تبع السينما هذا أنا بآمن بموهبة هاني أبو أسعد، بس أنا ما بحبه، يعني ما بحبه زي مثلا ما دايما ما بحبش ستيف ماكوين. يعني ستيف ماكوين هذا مدهش يعني في لغته السينمائيه هيك، بس انا هذا النهج اللي هو مستعمله بحسه مبني مثلا على انه بسموه الابتزاز العاطفي، انه انت دايما لازم يخليك مش مرتاح
في قلب العمل، عشان أنا هذا الإشي ما بحبه. فبالتالي أنا بجيش بقول ستيف ماكوين مش فنان، أو ستيف ماكوين لغته غلط، أو أنا أبو أسعد أنا بلغيها. لا، أنا باجي بقول إنه الأدوات اللي بيستعملها هذا الفنان بتعمل 1 2 3 4 على واحد بيفكر زيي. فبالتالي أنا باجي بقول إنه أنا ما بدي أحضر هذه الأعمال، هي على عيني وراسي، الناس بتحبها تحبها على عيني وراسي، بس أنا ما بدي أحضر. ونفس الاشي هو تقييمي لا، بس بنفعش انا الغي اقول مش فلسطيني. يعني احنا بننسى، يعني انت عشان حكيت عميل ومش عميل، طب ما هو العميل فلسطيني. يعني هو اذا مش فلسطيني خلص اسميه اسرائيلي، الفكرة هاي يعني بقدر اسميه يعني اذا هو مش فلسطيني خلينا اقول عنه اسرائيلي وما ازعلش منه، خلص صفي وبيلعب دور زي يعني ما هو انت مش يعني مش متوقع من حد اسرائيلي مثلا ما يتهضكش او ما ي... ما ي... ما ي... ما ما يوقف ما يكونش لئيم معك او ما يلغيكاش، وبالتالي انت متوقع منه، فبتعاملك معاه بكون من هذا الباب، من باب انه هذه سلطه احتلال بدهاش اياني هون، يعني ما بدهاش وجودي، بدها تلغيني. ف احنا كمان بسان يعني جزء من بحس من وظيفه الفن، ومن هون انا اصلا اتطورت علاقتي مع يعني مع الفن الفلسطيني ومع هذا المشهد الفلسطيني، لانه بيساعدنا يحط قضايا على الطاوله قدام عيننا. يعني في اشياء بتصير بالغرف المغلقه ما بتنحكى، على سبيل المثال كل ما يتعرض له الاسرى داخل السجون ما بنعرف عنه، او بنسمع اقاويل على جنب، في نقاش اجتماعي لفكره الاسيره شو بصير معها، لما اهلها شو بيعملوا لما تكون جوا السجن، ولما بتطلع ما في حدا عم بناقشه. اذا بيطلع هذا العمل بفيلم نقدي او في وجهه نظر نقديه او عرض الواقع كما هو، ما بدي احكي نقدي، رح تلاقي انه الناس طارت عليه، لانه في إشي اللي 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 الناس مش معتاده تشوف حالها أو تشوف حقيقتها قدامها زي ما هي. وهون أنا بحس بكل نقاشنا بسان يعني. بالضرورة بكل نقاشنا من البداية بشعر مرة بعد مرة هاد العاملين في الحقل الفني والفنانين عليهم المسؤولية أكتر. يعني أنا دائما كان عندي قناعة بأنه ما بقدر أجي ألوم حدا اللي شاف في مشهد التعري مشكلة، أو شاف فعليا في أنه شكل النقاش أو استخدام هذه اللغة أو العرض الفنانية أو العرض الفلاني في إشكال، في تفسير منخوض ومنحلله. بس أنا بفكر دائما إذا إحنا بدنا نحكي مع ناسنا وجماعتنا وأهلنا وناسنا وبدنا نطلع لبرا، أو بدنا نطور الذائقة اللي بنيجي من كل فلسطينيين ما عندهمش ثقافة سينمائية أو ثقافة مسرح أو غيرها، في شغل لازم ينشغل بشكل داخلي أكتر. بدي معلش أقفز قفزة أطول، أخذ المقطع الثالث من رسالتك من البحث تبعك، واللي هو أخذت الفترة الزمنية المفتاحية ما بعد أوسلو. أنا بفكر إنه ما بعد أوسلو بتعاطى معها كمرحلة، يعني مش لأنه أهلك أو أهلي أو أنا شفت وشهدت على مشاهد فيها، بس بقدر ما إنه في مرحلة تعريف القضية الفلسطينية فيها تغير، وبظن انعكس على كل جوانبنا. في مجرد مستوى انخراطنا بالعالم ومع الناس كان مختلف، احتكاكنا بثقافات مختلفة كان مختلف. لما دخلت القضية الفلسطينية من برا لا جوا، ما نحبش نحكي احنا هذا الحكي يمكن عشان بتاخذ لمساحات نقاشات تطبيع، بس احنا فعلا اتحاصرنا، وشكل الحصار انعكس على كتير جوانب من حياتنا منها مخيلتنا. يعني انت اليوم تيجي وبتشوف انه اوكي المخيلة اتحاصرت في مجموعة من الرموز والعناصر والاشياء كتير اللي احنا بنحكي عنها، جزء منها حتى تفاعل الفنانين والمخرجين والمنتجين مع ثقافات تانية، مع فنانين تانيين، مع ثقافات تانية. لو لساته المركز برا كان ممكن تشوف سوري معك، لبناني معك، مصري معك بالسينما، أو فرق فعليا مشتركة أو غيرها، ولكن صار في شكل ما جوا. الآن قبل ما أضل أناقش الشيء السلبي أو فكرة ما بعد أوسلو كيف عملت، في مشهد اللي دائما بتم مناقشته بس مبرز في الجانب الثقافي والأدبي، اللي هو عودة العائدين. يعني نقاش العائدين في إشي على مستوى اجتماعي صار دائما بنحكى عنه أو كتير بنحكى عنه، بس كمان في أثر لعودة العائدين على المشهد الثقافي في فلسطين والمشهد الفني، كان لهم أثر ما بالمساحة الفنية أو من خلال اطلاعك قبل ما ندخل بأوسلو، تقدر هيك تعرج عليه ساعدني أشوفه أكتر؟ يعني طلع مش يعني عشان جواب أكتر جواب صريح وأكتر جواب خطر عبالي إنه لا. ليش؟ لأنه أنا مثلا يعني أنا قررت أصير فنان في فترة كتير متأخرة من حياتي. يعني أنا بعد ما تخرجت من مصر وبعد ما اشتغلت 3 سنين في شركة صرافة، وكنت بحاول أصرف حالي وأحاول أتجه باتجاه إنه أنا بدي أتعلم فن وبدي أخذ دورة جرافيك ديزاين وأستعمزج بين الكمبيوتر وبين الرسم وبين الأشياء هاي،
لحد يعني 2008 ما كانتش علاقتي مع الفن زي علاقتي بعد هيك. بمعنى انه انا قبل 2008 ما كنتش كتير بروح على يعني الفن كفن كفيجوال ارت، يعني انه فن بصري وفاهم مين المؤسسات اللي بتشتغل في هذا المجال ومين الرموز ومين الناس ومين مهم ومين مش مهم، وكل هذا الحكي كله بلش يتشكل بعد 2008 عندي. فما كنتش انا جزء من هاي الحاله اللي اشوف مين اجى من برا ومين عمل ومين سوى وهيك يعني. لا اسمح لي اسمح لي شوي، لا عم بمسك التسعينات هلا مش عم بمسك 2008. اوكي، يعني لما تيجي انت تحكي على النخب الفلسطينيه اللي موجوده اليوم تحديدا الثقافيه والفنيه، بتلاقي جزء منهم العائدين او جزء منهم الناس اللي اجت من برا، اللي كانت كمان عم تحتك بكثير مساحات، عم تحتك بتحتك بكثير ثقافات. وفي ادعاء انه دخول العائدين حول نقل النخب بالفعل للداخل، بس كمان احيا نخب موجوده كانت في الاراضي المحتله وخلق المشهد اللي بعدين اللي هو هذه نعم النخب كلها تحالفت مع نعم مع صحيح. السلطه وصارت جزء من المشهد الثقافي السلطه. بس هم مش لانهم عائدين، يعني هو كمان هو جزء من المصيده انه اسرائيل يعني كانت عامله دراسه على مين بدنا نسمح له يعود ومين بدناش نسمح له يعود، وما كانتش كمان يعني وان ويف العوده، كان في أكثر من موجة يعني. هلأ إنه عشان ما نظلمش يعني إنه ناش نحكي العائدين فيصفي كله هيك شيطان يعني يبين. لا هو مش شيطان. لا ما بديش تبين هيك مرات. لا انت لما نفيت الاشي زي كأنه انا حكيتها شيطان. لا انا ما حكيت شيطان. لا انا عارف، بس انا لانه بنحكي في قضايا حساسة فكتير مرات تنفهم غلط، وهذا يعني من أزمة هذه يعني نرجع لأزمة المعاني والتعريفات المعاني والأشياء زي هاي. بس اللي أجوا من برا مع مشروع أوسلو يعني هم اللي قادوا هذا المشروع اللي تشكل، يعني هم اللي قادوا مشروع الدولة، هم اللي جابوا شكل المؤسسة وركبوه هون، وهم اللي كان عندهم خبرة في عمل في مؤسسات معينة وبنوها هون، هم جابوا علاقاتهم وجابوا رأس مال هون عشان يبنوا الدولة من الصفر هاي ويوقفوها عجريها. فبالتالي طبيعي إنه هم يعني هم هو مشروع أوسلو هو مشروع انعمل برا فلسطين وانجاب على فلسطين، فهم اللي عملوه جابوه يعني. فهلا هاي الطريقه اللي انا بشوفها فيها يعني هذا الجانب السياسي منها بسان. بالجانب الثقافي والفني كمان نفس الشيء، يعني انا بفكر انه بعدين تحالف النخب الثقافية والنخب الفنية مع فكرة أوسلو أكتر، وصار في انخراط داخل السلطة. بس أنا بفكر أنه كان في مشهد كتير واسع برا، كتير كبير، كان في محاولات كتير كبيرة. مش قادر أقدر إذا العودة قتلت هذه المحاولات، خلاتها تتراجع، دخلتها داخل السلطة أكتر. هي طبعا يعني مثلا الله يرحمه أستاذ سميح شبيب اللي هو كان رئيس دائرة الأرشفة والتحليل، رئيس دائرة الريسيرش يعني البحث والأرشفة في أرشيف مؤسسة دراسات فلسطين، هو يعني أرشيف بيروت اللي تم تأسيسه في 65. هو بعد ب96 بعت زي كتب رسالة عامة غاضبة موجهة لياسر عرفات، بيحكي فيها عن يعني بينتقد فيها كل فكرة إنتاج المعرفة. يعني إنتاج المعرفة بتشمل الإنتاجات الأدبية، الإنتاجات الفنية، الإنتاجات الموسيقية، بتنتج معلومات، وهاي المعلومات بتعبر عن هوية اللي عملها، شو بده يقول، شو بده يسوي، شو بفكر، شو بطمع. هو بقول إنه اللي صار بعد أوسلو إنه صار في عملية تسارع ضخم تجاه انه بدنا نثبت انه احنا بنقدر انه بنبني بناء المؤسسات، يعني انه يلا ننزع على الارض، ابني وزاره الثقافه، ابني كذا، ابني اعمل كذا، ابني وزاره الصحه، تاسيس كل هاي البنيه التحتيه تاعت ما هي الدوله طغت على الاشياء، التركيز تبع انتاج المعرفه والتركيز تبع على الوعي وشحذ الوعي وبناء الشخصيه الثوريه وعكس كمان صورة النماذج الثورية اللي كنا بنعيشها، صارت هي سايدلايند، معنى انها تهمشت وحطت على الجانب، وصف الأهم انه لا يلا نركز ببناء الدولة، ما هي في مصاري بكرة بنبطل احنا نشتغل، لا بصير صارنا زيهم، بصفي عنا المركز الثقافي الفلسطيني، وزارة الثقافة الفلسطينية. وهذا كان وهم،
يعني هاي انبنت واستثمرنا في كل هاي الأشياء وهاي المؤسسات مش عم بتقوم بدورها اليوم. فبعد هذه المرحلة بشوي يعني واضح انه ما كانش في بادجتس, يعني ما كانش في هالميزانيات الضخمه. يعني بعرف يعني انت بنحكي عن نحكي يعني الحمد لله انه فلسطين بلد مهم ثقافيا لدرجه انه حاضر في كتير معارض وكتير يعني مهرجانات وموسيقيا وادبيا اللي بدك اياه يعني. بس انا بتذكرش مثلا انو فيلم مثلا يعني انو فيلم مهم يعني اللي وصل لمحلات كان مثلا المؤسسه الرسميه الفلسطينيه وراء. انت يعني انا في بدايه بحثي قبل يعني بال 2017 2018 من اول الاشياء اللي عملتها في بدايه البحث دخلت على موقع وزاره الثقافه الفلسطينيه قعدت اطلع على اخر يعني 40 50 نشاط عاملين يعني توزيع دروع. يعني هي وزاره الثقافه بتوزع دروع, الوزير يعني هي الوزير يستقبل وزير الممثل الثقافي الجنوب افريقي, الوزير يستقبل, الوزير أعطى جائزة الدولة للمثقف الفلاني, الوزير كرم الفنان الفلاني الفلاني مش عارف إيش, الوزير عمل هيك, الوزير حتى من أول يعني في واحد من المتكرمين أبوي يعني كرم. فبتكتشف إنه يعني هاي يعني هذا هاي المؤسسة الرسمية اللي تعبر ثقافيا يعني عن هذا الدور اللي بتلعبه. فتشكل يعني غياب الدور الحقيقي اللي ممكن يعني انت هون اذا بدي احكي عن يعني شيء بيشبه وزاره الثقافه في حياه يعني مثلا في تجربتي انا في بريطانيا في وزاره الثقافه فيش شيء اسمه وزاره الثقافه, في شيء اسمه مثلا ارتس كونسل مجلس الفنون هو اللي بدعم كل شيء, ميزانيات بالملايين وفي مراجعات وبتراجع حالها وبتغير استراتيجياتها وبعنيش يعني حكي عنها بعنيش انه هي مثالية بمعنى انه يعني هي كمان هذا نوع من المانيبوليشن يعني نوع من التأطير انه انت بتقدر يعني كأنك مؤسسة قوية وانت اللي بتمتلك كل رأس المال هذا بس انت تاكس باير ماني يعني هاي مصاري الشعب, فبالتالي بتحاول تتطلع يعني انت تكون اقرب اشي على انك تمثل كل توجهات الشعب كل طموحات الشعب كل احلام الشعب طريقه يعني مش بطريقه بيرفكت يعني بس او يعني عندك نوع حتى عندك قابليه على خلق الوهم انه انا بقدر اعمل عندنا ما فيش هذا الحكي. فبالتالي في قطاع برايفت بقود المسيره الفنيه يعني مؤسسات تم تاسيسها بجهد شخصي من جهات معينه سواء كان معها مصاري او معهاش مصاري يعني في مؤسسات تم تشكيلها يعني تم إنشائها من الصفر بي 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 يعني بي بأموال شخصية من جهات شخصية لأنها بدها تساهم ثقافيا في الحالة الفلسطينية, وفي مؤسسات اللي هي بلشت كمبادرات يعني كانت بلشت كمبادرات في عهد لما كان الكل بيشتغل بثورية ما كانش الكل يعني ما كانش الفنان بيستنى إن open call ويقدم على مصاري وفندنج وغرانت وسكولرشيب وكل هاي الأشياء, كان الفنانين بيشتغلوا في جماعات يعني. وفي أمثلة كتيرة, فرقة صابرين تأسست بهذا الشكل, مسرح الوطن الفلسطيني تأسس بهذا الشكل, فرقة الفنون الشعبية تأسست بهذا الشكل, كتير مساحات يعني أكاديمية الفنون اللي أنا درست فيها هي كانت بيت الله يرحمه الفنان عصام بدر وهي كان يعني في فترة في 71 أظن حولها لجاليري حول بيته لجاليري وفتح مساحات في بيته لجاليري ورشات في قلب بيته للناس تعرض لفنانين تعرض وتشارك وتشتغل مع بعض, والطريف في الموضوع انه الاحتلال اخذ الموضوع بجدية لدرجة انه اول معرض فتحوه هجم عليه الاحتلال وصادر كل اللوحات اللي فيه. هذه كانت الشكل الثقافي اللي موجود في فلسطين في هذاك الوقت. هاي المبادرات تحولت لمؤسسات NGOs يعني مؤسسات غير حكومية اللي كان لأنه أنت لما بتيجي لما تشكلت حالة يعني حالة ما بعد أوسلو ومشاريع الدولة وهيك فلسطين هي مش دولة يعني تحكى حالنا فلسطين مش دولة عندها نفط ويورانيوم وبتعمل إكسبورت وإمبورت وأشياء زي هيك. فلسطين هي دولة ككيان سياسي دولة تعتمد 100% يعني على المصاري جاي من برا على منح جاي من الاتحاد الأوروبي جاي من أمريكا, وهاي المنح هي موجهة في إطار معين. فجزء من المتطلبات لتحصل على هاي المصاري اللي بتيجي من هاي المنح في القطاع الثقافي كان إنه أنت منفعش تيجي تقول لي إنه إحنا خمسة بنحب الفن وشكلنا فرقة وهذا, لا لازم تسجل بشكل رسمي كمؤسسة ويصير عندك بورد ويصير عندك مدير ويصير عندك مركز وعندك عدد معين من الموظفين. فمن هون صار
بشكل غير مباشر صار الفنان والمثقف الفاعل في قطاع الثقافة مجبور يتمأسس، مجبور يتحول. كيف هذا الشخص بقول له، كيف هاي السلطة اللي فوقيه بتقول له عشان يقدر يحصل على العائد المادي اللي بيخل بمكنه انه يدفع الكور فاندينج ويدفع تكاليف العمال ويدفع تكاليف كذا وتكاليف كذا. فاستراتيجية صناعة الفن تغيرت، يعني بطل الفنان. يعني انا ابوي بيقول لي انه انا لما انضميت للحركة الفنية وانا يعني انا بعمر الشباب، يعني انا كنت احط من جيبتي، يعني مش بس هو، يعني كل اللي كانوا موجودين كانوا يحطوا من جيبتهم مصاري بروح صندوق، وهذا الصندوق في منهجيه معينه، جزء منه بروح قهوه وشاي وكهرباء، جزء منه بروح لترميم، جزء منه بروح لانتاج. كان المسرح مش مسرح، يعني ما كانش مسرح بمعنى ستيج ومسرح وجمهور، كان عباره عن هب ثقافي اللي الفنانين بتقعد فيه وبتساهم في عملية صناعة الديكور ورسم الخلفيات للأعمال الفنية. الموسيقيين كانت جزء منه، بتستعمل المسرح لعروضها أو بتستعمل تعمل موسيقى للمسرحيات اللي كانت بتصير. النقاد والأدباء كانوا بيكتبوا نصوص مسرحية، كانوا بيقعدوا بيعملوا جلسات حوارية مفتوحة لتقييم الأعمال المسرحية للنقاش فيها. هاي كانت مميزات الحركة الثقافية في هذاك الوقت. اليوم في هيراركيز تانية وهرمية معينة وشكل معين اللي انجبرنا كلنا ننجر عليه ونمارس فننا من خلاله، وهو بالنهاية برايفت. يعني أنا ولما بقول برايفت يعني بكونش قصدها بقصد الإهانة، يعني إنه برايفت، بس إنه لا، أنا I'm stating things as they are، بحكي أنت لما تتعاطى مع شيء، لما أشوف كيان قدامي وأتعامل أنا فاهم إنه هذا كيان برايفت، بقدر ألومه على إشي واحد، على الخطاب. يعني أنا بهم، يعني أنا مش، يعني أنا عشان قلت لك إنه أنا بحبش الإلغاء وهيك، قد ما بحبش الإلغاء قد ما بكره الكذب. يعني أنا ما عنديش مشكلة مع حدا يقول لي أنا دخلت الفن عشان أصير تاجر وهدفي أبيع وأشتري، أنا بكون محترمه لكتير لهذا الشخص، لأنه هو صريح مع نفسه، يعني هو صريح مع نفسه ومش مستحي من هذا الإشي، وبقول لك أنا هذا كانت رؤيتي وهذا هدفي. هلا هذا كتير من القطاع البرايفت اللي بحرك الفن في الستيتمنت تعدهم بيدعوا أدوار وطنية معينة اللي هم ما بيلعبوها. فبالتالي أنا مش، يعني كونك الوحيد أو كونك أنت الأقوى أو كونك أنت الموجود بيعنيش أنه أنت بقدر أصدقك. لا، باجي بقرر البرنامج والخطاب والشكل والمنهجية على يعني إيش وطن، إيش يعني وطني، بمعنى أنه بده بيحقق الأهداف الوطنية لهاي الناس أو يتماشى مع الأهداف الوطنية لهاي الناس. شو الأهداف الوطنية؟ يعني أنا بعطي استراتيجية التحليل اللي أنا بطبقها عشان بس أعرف. أنا 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 بدي أفهم منك، لأنه أكيد أنا والمستمعين تهنا منك، أنت عم تحكي على شيء اصطلاح عن برايفت، بس أنا مش عارف عن مين تحكي. مثالا يعني إحنا موجودين بقطاع البلد كتير صغيرة، فيها 4-5 مؤسسات وفي وزارة الثقافة. المشهد اللي انت عم تحكي عنه وزارة الثقافة واكبر المؤسسات اليوم القطان متحف الفلسطيني رواق، كل هاي المؤسسات هي مؤسسات يعني بنت بجهد فرد بجهد شخصي، يعني هي مش مؤسسات قطاع عام اللي يحركها مصاري دافعي الضرائب وبالتالي انا وبتحركها عملية ديمقراطية وبالتالي انا جزء من هاي العملية الديمقراطية وعندي حق اطالب ثقافيا ببرنامج معين وهيك، يعني فهمت علي؟ بالمشهد هذا اللي كبر هذه المؤسسات ضعف وزارة الثقافة. يعني اذا انا فعليا بدي اتعاطى معها، تراجع وزارة الثقافة خلى هذه المؤسسات يعني تطلع. يعني بعرفش اذا هو بالضبط هيك، يعني انه يعني بعرفش اذا هي يعني هو في يعني في ضعف لوزارة الثقافة، وهذا اعطى دور واهمية لمؤسسات تانية لانها بتلعب دور اللي ما بتلعبه وزارة الثقافة. اوكي، الجانب الثاني انه في اشي احنا بنحكي عنه بشكل عاطفي، انه يعني بنحب نستذكره بالخير، اللي هي مثلا مثل العون الفلسطينية والحالة شكل تأسيس الفرق اللي بتحكي عنها، ولكن بالواقع اللي احنا عايشين فيه اليوم مع الأجيال الجديدة اللي طلعت، لسه الأجيال الأصغر منا، ما فيش بالإمكان انك انت ترجع تبني فكرة او تستمر فكرة قائمة على فكرة التطوع والعطاء فقط، لانه وشكل الإدارة السابق، لانه الأشخاص اليوم حتى الإشي الجماعي عم بقل، فالناس كلها عم تهتم بحالة أكثر، وقدرة الناس حتى
أو 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 تقبل الناس فكرة العطاء عشان تبني شيء أقل بكتير. فأنا بحس إنه في جانب من الإشي اللي إحنا بنستذكر فيه سابقاً بس أحياناً يفهم ضد عملية المأسسة. يعني إحنا كمان بس عشان أوضح وإذا أنا فهمك صح، أنت مش ضد المأسسة، أنت ضد الخطاب اللي نتج عن المأسسة، صحيح، ضد الحالة اللي نتجت عن المأسسة. صحيح. يعني أو ضد المأسسة بشكل معين فقط. يعني ما في، طب ما هي ما يعني كل العالم يتكون من مؤسسات. يعني حتى بريطانيا بريطانيا فيها مليون مؤسسة فرع، هل كلهم بيشبهوا بعض؟ لا، في مؤسسات مثلا تأخذ مصاري من الحكومة، في مؤسسات دعمها فردي، في مؤسسات بتتعاطى مع مثلا خط ثقافي معين انه بس بدنا افريكان ارت او بدنا لاتين امريكان ارت او ميدل ايسترن ارت. في مؤسسات اللي هي ارتست ران سبيسز اللي هي ضد فكرة يعني الرأسمالية وضد فكرة الكور فاندينج وهيك، وبيعملوا نموذج اللي هو نموذج انه في لجنة وهي اللجنة بتتغير كل فترة زمنية وبصير انتخابات ديمقراطية، وبالتالي اي حدا بحس انه هو بده يبادر بيقدر يكون جزء من هذه الكوميتي اللي بتدير هذا المكان. في نماذج مختلفة، يعني في نماذج مختلفة تقدر انت تبني فيها شكل المؤسسة. احنا عندنا شكل المؤسسة انبنى بطريقة واحدة، يعني almost، يعني ما مش اكون دقيق عشان انا كمان مش أنا معك بهذا الإشي بالتشخيص، بس أنا دائماً بطلع على خلفيات المشهد كيف صار كمان. يعني بمعنى أنه في ضعف وزارة الثقافة منها، في بروز مؤسسة أو مؤسستين أو ثلاثة على مستوى نشاط والفعل والمساحة، تمام، خلى الدونرز أكتر والممولين يهتموا فيهم، وتحولت فعلياً مثلاً واحدة من المؤسسات لا هي كمان ممول لمبادرات وأشياء تانية. بالمشهد هذا اللي بيجي بقوله أنه طب أنا شو ممكن أغير؟ يعني معك انه في مشهد مش المفروض يكون مركزي بهذا الشكل. يعني انا مش المفروض يكون في عندي رجال اعمال ومديرين مؤسسات معهم مصاري كتير بهذا الشكل، او هم بيديروا الثقافة بنفس المنطق. بس بالمشهد هذا الكبير انا مش عارف شو ممكن يتغير. يعني انا صعب اقول لك، يعني صعب علي، لانه انا كمان يعني الانسان بيمتلكش الحلول لكل شيء، ومرات رفضك لحال أو شكك في حالة معينة أو نقدك لحالة معينة بيعنيش إنه أنت عم بتقول إنه أنا هذا غلط لأنه أنا بآمن بإشي تاني. بس بتقدر مرات بكون هذا بداية الطريق لإعلان، يعني إعلان لنفسك عن الحاجة لإكتشاف أدوات جديدة، لأنه هاي الأدوات اللي عم نستعملها مش عم تخدمنا بالشكل الكافي. هلا كمان بتحكي شغله مهمه، انت حكيت يعني النقطه اللي انت حكيتها كتير كتير محوريه، ومش لازم ننسى انها جزء من ايش عم بصير بالعالم برا. يعني انا مره كنت مشارك في احتفاليه فنيه يعني مشهوره في ايرلندا، والكيوريتر حدا كتير بحترمه وكيوريتر مصري اسمه بسام الباروني، كنا قاعدين هيك في قاعده، يعني قاعدة شخصية مش إطار عمل، وقعدنا نحكي عن شكل المؤسسات هيك، وعاني على شغلة ما كنت واعي لها قبل هيك، إنه المساحات الغربية هاي اللي بتتحكم في، يعني اللي فيها المركزية اللي فيها المركزية اللي بتورث للعالم كله إيش يعني فن، وإيش أهم كيف نعرض فننا، وإيش يعني متحف، وكل هاي الأشياء هي اللي بتورد كل هذا الفكر. هاي المؤسسات دائما كانت يعني عشان تبين ديمقراطية دائما لازم في عندها هيك أكم من صندوق لازم تعمل عليهم صح. بمعنى أنه أنا بنفعش أنا اليوم في ظل وعي العالم والسوشال ميديا كدولة زي بريطانيا أجي أعمل احتفالية كبيرة انترناشنال وكلها بريطانيا أو كلها بيض. لا، في أشياء لازم أنا أخذها بعين الاعتبار، أنه أنا لازم يكون عندي 3 من الميدل إيست، لازم 2 من أفريقيا، لازم 1 من البرازيل، عشان أصير أنا انترناشنال بالمعنى الانترناشنال للكل. هلأ حاجة المؤسسات الغربية لهذا النوع هو خلق، يعني المؤسسات الغربية هي باي، يعني هي يعني هي المؤسسات الغربية، يعني لما بدها تعمل معرض انترناشنال مش أنه والله بتروح بتنزل على هاي البلدان وبتعمل بحث عن سو طبيعة الفن، لا، هي مركنة على مؤسسات إليت موجودة في كل بلد. يعني إذا بدك نيجيريا مثلا CCA، إذا بدك مصر في كان تاون هاوس، إذا بدك
الأردن في مثلا دارة الفنون، إذا بدك فلسطين في قطان في معمل، في هاي المؤسسات هي اللي شكلها بيشبه هذيك المؤسسات. وأيضا الفعاليات اللي بتعملها بتشبه الفعاليات اللي بتصير هناك، فبالتالي المؤسسات اللي برا اللي مهتمة إنها تجيب هذول الفنانين تصير مركنة على هالمؤسسات، إن أنت وظيفتك إن أنت توفر لي 2-3-4 اللي بدي أوزعهم على المعارض هون عشان أنا. وهذه حالة مش بس فلسطينية، يعني عشان أعطيت أمثلة عن نيجيريا وعن يعني عن كتير محلات. فبالتالي هوني يعني هوني هاي هذه مهم، يعني مهم أنا بالنسبة لي كان مهم كفنان أفهم هذه، يعني أفهم هاي الديناميكية. وعشان كمان أنا لما أوصل لمحل إنه أنا بدي أنتقد هاي المؤسسة، ما أنتقدهاش من باب أنتوا إحنا، أنتقدها من باب إنه أنتوا بتعملوا 1-2-3-4 وأنا كفرد في قلب هاي المنظومة شايف إنه هذا بيمشي بيمشيش، هذا فيه خلل في هاي النقطة، هذا بده إصلاح، هذا فيه شك، هذا بده اكتشاف جديد من هذا الباب. بس إنه أخذها كغرانتد وأقول يعني في مرات وإحنا كمان أنا... وهي كمان حساسية فلسطين دائما، يعني لما بتحط فلسطين على كل يعني المهرجان الفلسطيني الأول مش عارف إيش الأول فهذه دائما عندنا حب الأبة هيك، وبخلينا نتعاطى مع الأشياء بطريقة مغايرة أظن عن شكلها الحقيقي. أنا مش عارف إذا أنا بالمشهد... جاوبت، ساعدني أنت عشان إذا ما جاوبتش. لا ما إحنا عم بنساعد بعض يعني برضو كمان. إذا ما جاوبتش يعني صح، بس ما إحنا كمان بنمشي بحق الألغام. ما إحنا بنمشي كمان بحق الألغام، فيعني يعني بنمشي بصوابية سياسية عالية، لأنه كمان الحساسية بهذه المساحات كتير عالية جدا طبعا. يعني أنا كمان ما بين إنه إحنا مش محل إنه يعني أبادر لشيء نقدي أو أقعد أفكر هلأ بشيء نقدي، بقدر ما إنه عن جد بحتاج أفهم المشهد وفرصة بهيك حوار عندي. من ناحية تانية هلأ وإنت قاعد بتحكي إنه شكل المؤسسة والفوضى بالمشهد اللي أنت بتحكي عنه، قوة بعض المؤسسات هاي انعكس على قوة العاملين فيها، بمعنى على مستوى مثلا مادي على مستوى كذا. عادة إحنا بنحكي هدول موظفين NGOs أو شباب NGOs أو كذا اصطلاحا لشيء سلبي يعني، ولكن إذا أنت بدك تيجي تطلع عليها يوم من الأيام كانت السلطة بمظاهرات مثلا 2012-13-14 وما بعدها كان عندها مشكلة مع موظفي NGOs بأنه عندهم الرفاهية الكافية وعندهم بيشتغلوا في بيئة عمل بتسمح لهم يتظاهروا بقضايا داخلية. هيك هذا جانب من المشهد اللي بقدرش ما أشوفوش. بحالة نزار بنات صار الانفجار الكبير، إنه لما السلطة إجت وطلعت إنه شوي في حالة طلعت إنه خامدة على مستوى أمن، ما في متظاهرات كتير، هاي التقديرات الأمنية اللي سمعنا عنها، إنه في حالة من حالة تظاهر قاعدة هادية رايقة، ولكن أتريته مش إنه ما في حالة تظاهر موجودة أو ما في حالة احتجاج، في حالة كامنة. مقتل نزار بنات طلعها على الشارع، جزء أساسي من الناس اللي بتحرك هذه المشاهد هي الناس اللي طالعة من هذه الدوائر وطالعة من هذه المؤسسات وطالعة من التنظيمات أو توالي التنظيمات اللي موجودة. فلإلي لما باجي بطلع حتى بأخذ يعني باخذ بعين الاعتبار كل هذه التفاصيل، وانا قاعد بتطلع على انه مش بس بتاثروا بعالم خارجي، كمان بتاثروا بمعطيات داخليه وبتاثروا بموظفين وايرادات موظفين. ففي مشهد حتى عندنا ما بقدر مش ما يعني بقدرش اقدم نموذج لكيف لازم يكون، بس كمان بالنسبه لي واعي لتركيباته الكثيره اللي بتخلي حتى الامن مثلاً يتدخل ويقمعها بشكل مباشر، أو يطلق أيادي كان قامعها لفترة عشان تدخل وتسكر فعاليات، أو يحط سطوة عليها أنه لا أنتم ما رح ترجعوا تتنفسوا في البلد مرة تانية. يعني زي ما شفنا يعني نقطة جميلة جداً ومثالك عظيم، وصلنا لنقطة أنه إحنا يعني الأزمة هي أنه وعينا اللي تم احتلاله. يعني أنا بطل الاحتلال بحاجة، يعني بطل الاحتلال أو يعني السلطة بطلت بحاجة، يعني مش السلطة الفلسطينية بس السلطة as a power يعني كنظام قوة يعني بيتحكم، اليوم تطور لدرجة انه بطل بحاجة انه يقمعك عشان يحقق اهدافه معك. يعني بطل بحاجة يعني بطل الجندي في منظومة السلطة او في منظومة مش عارف يعني في اي جيش يعني بحاجة انه يندعس على راسه وينقول له انه انت غصب عنك بدك تضرب اخوك وهيك، لا انا بحتل وعيك وبغير فكرك
وبتصير انت مقتنع انه انت انه من انت عم تعمل الصح. وهاي وهون بنخلى الكلاش. يعني انا برايي انه انت انه في عنا وبالذات يعني هذا مش كلام يعني مش تحليل بسان يعني هي مرحلة ما بعد دايتون هذا اللي شهدته إنه هي مرحلة فرمتة وصهر كل حدا بيتبنى فكر المقاومة وبيحمل سلاح بوجهه على الاحتلال تم صهره في منظومة عسكرية اللي بتخدم نموذج معين. أنا هذا بعتبره في ناس بتعتبره انلايتمنت أنا بعتبره احتلال فكري لأنه أنت تعلمت مفاهيم ومصطلحات وأدوات اللي بتخليك أنت تعمل اللي الاحتلال بده إياه وأنت فاهم إنه أنت لا بتعمل إشي صح انت بتعمل شيء منيح. وهذا عشان هيك انا دائما اكثر من مره في هاي المقابله حكيت انه بوعيه او مش بوعيه يعني لانه كمان مساله يعني في كثير اشياء بنعملها بنفكر حالنا ان احنا عم نعمل الصح واحنا عم نعمل الغلط. يعني انا كمان حتى كمان في ممارسه يعني لما حكيت عن شغلي يعني كنت دخلش في تفاصيل عن شغلي بس حكيت عن شغلي الفني كثير بتجربه الدكتوراه صحيت على شغلة إنه بقول طب أنا عم بنتقد هاي الحالة وبفككها وبكسرها بس أنا وعي نشأ في هاي الحالة فبالتالي في كتير أشياء لما أنا بلشت أشتغل كفنان في أخطاء ارتكبتها وفي أشياء عملتها اللي كانت تسترعي مني مراجعة لأنه أنا صرت اليوم فاهم إنه أنا هلأ شايف الدنيا من منظور أوسع بس أنا لما عملت هاي الأشياء وتصرفت هاي التصرفات وأنتجت هاي المخرجات كنت إنسان تاني كان وعي بشكل تاني وبفكر بطريقة تانية فبالتالي بحاجة لإعادة مراجعة وإعادة تعديل بحيث تتماسع مع شو أنا بدي كيف أنا فاهم اليوم وين هذا الشيء بروح. هذا الشيء بيصيرش عنا يعني بيصيرش عنا لا يعني إحنا لسان يعني لما بنقول انه في بعض المؤسسات الـ NGOs الناس عندها حريه وهيك هم بيعتقدوا انه عندهم هذه الحريه هم بيفكروا انه عشان هذا الاشي looks like او بيشبه الشكل كيف الديمقراطيه تطلع وهيك سوري انضربت فبصير يعني في عمليه بديش احكيها بالانجليزي زي كونفيوجن بصير زي تشتيت تفكر حالك انت عم تعمل اشي وماشي في مسار بس انت في وعيك انت لا ماشي في مسار تاني. هل كمان مره انا جاوبت ولا ما جاوبتش على انا مفكر علقت انت يعني على شيء بس انا عشان انا حاسس اني علقت عشانك بستفسر منك قاعد لا بس الحاله اللي موجوده هذه هي فعليا يعني انا بظن مره بعد مره حتى يعني مع كل النقد أو على الحالة هذه أو كل الملاحظات على الحالة أول شيء أنا بكامل وعي اليوم أنه أنا جزء منها وصرت شايف يعني إشي تاني أنه ما في حدا داخل الحالة الفلسطينية الثقافية والفنية تمام بكل تشكيلاتهم وكل مظاهرهم بقدر ينقدها أو ينتقدها وهو مش واقف على عرضيتها لأنه أصلا المساحة كتير صغيرة ومستوى المعرفة فيها أو الإدراك أو التمييز ما فيك أنت تعرفه من برا بدك تكون جزء منها يعني أو متأثر فيها فأنت هيك ولا هيك واقف عنها أو حتى في ناس بتنشغل بأنه ما تكون القطان يعني أنت كمان بتوقف على نفس الأرضية بس مشغول بأنك ما تكون القطان عايش in relation لهذاك الإشي مش in relation للإشي اللي أنت بدك تعمله. بس أنا لقيلي بطلع بهذا المشهد فعلا اللي جانب منه في أكتر من شكل مع أكتر من تغير أنه كمان في مرونة عالية بالتغير بتأثروا بدونرز بتأثروا بأمن وبتأثروا بموظفين وبتأثروا بأي إشي تاني. صرت أطلع أنه أوكي لما تراجعت التنظيمات وتراجعت الدوائر الحزبية صارت هذه الحيز وهذه المناطق فيها هوامش عم تتسع برا بعد مرة جنب كل الفوضى هذه اللي بتخلق ناس فاعلة لاحقا بمحل أفضل من غير ما يعني أسمي كتير أشياء أو أعمل كتير أشياء. وإشي تاني أحكي لك أنه كمان أنا بشعر أنه في إشي لطيف جدا جدا مش شوي صار أنه بتراجع أو حصر فكرة مقاومة الاحتلال بالأشكال التقليدية اللي احنا بنعرفها برزت هلأ أشكال فنية وأشكال ثقافية كتيرة صحيح. بطل الواحد اللي بيشتغل بهذا الحق المحتاج يقول إنه أنا كمان بقاوم لأنه لما بيجي بقول أحمد البقاوي إنه أنا كمان بقاوم أو أنا كمان بتقارب عم بعمل شيء ما أو مهم ما بالسابق كان فعليا تتكفكف أو بسان أنت بتبحث يعني أنت بتتكفكف. اليوم أنا بشتغل وأنت بتشتغل وفي حيز واسع اليوم عم بكبر اللي بظن الناس عم توب على أثره شوي شوي من غير ما
تهتم انه تعرف حالها او تعرف انت بحثك بانه هذا كمان بيجي بسياق مقاومه الاحتلال والحفاظ على روايتنا و و و بسبب برسالتك بيرفع تعطيني اهم النتائج. اوف اهم النتائج، اهم النتائج هي انه انا يعني شو قلت لك انه انا كنت على مفرق طرق ويا بدي اضل فنان، يعني انا يعني اني ما بطلتش، يعني ما بطلتش فنان، وبالعكس ازداد تمسكي باني اكون الفنان حسب فهمي وتعريفي للفن، انا مش حسب شو متوقع مني كفنان اولا وكفلسطيني ثاني. وكيف عملت هذا الاشي؟ عملت هذا الاشي انه انا يعني لاني ادركت، يعني احنا هون هلا انت يعني عن جد سؤالك يعني كان اجا كتير بمحله، عشان احنا كنا نحكي عن المجالات الفيلد والفيلد والسلطة ومن يتحكم بالفيلد والمينستريم والهايراركيز والبوضة وضعي القوانين. لا بعجبك بالاعلام انا برضو بقدر اتحوار منيح معك انا. لا هذا بدر كتير لقدامي. فصرت انا يعني صرت مطلع بسبب بحثي، صرت مطلع ومفكك اكثر اشكاليات الفن كمجال صناعه، يعني كاندستري لها قوانين، فيها اكسبكتيشنز، في محلات تتعلم فيها شو تعمل، كل هاي المجال هذا فهمت انه فيه اشكاليات حليتها باني ما حصرت ممارستي الفنيه بإني بس موجود في مجال الفن، بمعنى إنه أنا يعني أنا بعرفش قديش بدك إياني أحكي عن هذا الموضوع، يعني لأنه بقدر أستفيد فيه كتير وأحكي بتفاصيل، وبقدر أنا بحس أنا إحنا رواق، يعني مش مسألة قديش بدي، بس أنا بدي بنينا الحوار يمكن وعرجنا على أكتر من قطعة، بس بدي أتأكد إنه غطينا أغلب ما يعني ما بدي أشعر بعدين بحوار إنه أنت وصلت لشيء ما حكيناش فيه أو ناقش شيء ما حكيناش أو فاتنا طيب. نحكي بشيء يعني. طب ناخد بريك سريع بس بعد إذنك. يلا أريح على نفسي يلا. وأنا باخد البريك. هاي إيمها بالإديتنج مش داعي ناس. لا لا منخليها زي ما هي منحط موسيقى. خلاص كوالي. أنا عشان سألتك هذا السؤال عشان بديش أطول عليك، يعني بعرفش قديش، بس أحاول أجاوب على سؤالك بأسرع طريقة ممكنة وأشرح إيش معنى إنه أنا يعني بطلت حاصر ممارستي في عالم الفن. بالأساس أنا يعني لما أخذت، يعني في قصة طريفة، أنا لما قررت بدي أصير فنان كانت بالصدفة، كنت ماشي بالشارع وأنا يعني كنت أنا وصديقة رحين نشرب قهوة في محل عام، وكان اللي بيشت يعني صاحب المحل أو يعني من الناس اللي بيملكوا هذا المحل وكوفي شوب ومحل بنا أوكي فنان فلسطيني اسمه عاهد سحمان، أعرف سعبرك سمعت. فأنا كنت ما بعرفش عاهد ورايح أنا زبون في المحل طالب فنجان قهوة، بس كنت بلاحظ إنه عاهد بيعرف الصديقة اللي معه وشوي بيجي بيحكي معنا وشوية بيروح ببيع قهوة وشوية بيحكي مع الشغيلة، وكان حاطط سكتش بوك أبيض وبرسم بقلم فحم، بيجي بيعمل خط هيك وبيعمل هيك بأصبعه وبيروح. هلا أنا كل هاد بين يعني بين إنه أنا منخرط في حديثي وبين إنه أنا عم بشاهد هذا الإشي، بلش في حديث بيني وبينه إنه شو بتعمل، إنه أنا إنه هذا بيعمل فن بس قاعد بيحكي مع الناس وبيشتغل وهيك، إنه طب تعال فهمني شو كيف بتسوي هذا الشيء. أنا كنت حدا بيشتغل في محل صرافة 6 أيام بالأسبوع، يعني من الثمانية للخمسة، من الثمانية للستة هيك، فتعال قل لي شو بتسوي. فقال لي إنه أنا من زمان برسم وبعمل وهيك، طب من وين بقدر أشتري هاي الأشياء؟ قال لي روح على المكتبة. رحت شريت دفتر أبيض وشريت قلم فحم، رحت على البيت، هذا كله الحكي بنفس اليوم، رحت على البيت رسمت رسمة ورجعت بالليل على المحل عنده أورجي إياها أتناقش فيه أنا وياه، طبعا كان إشي سيء جدا يعني، ومن هناك وحس إنه شو هالمجنون هذا، فصار يعطيني نصايح اللي لا إنه تعملش هيك، استعمل أصبعك، استعمل محايف، صار شوي 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 صار هو بدافع الصداقة يعني بدافع معرفة صارت بناتنا، صار هو زي كأنه بيشاركني في مهاراته.
لحديت ما سمعت بالصدفة عن أكاديمية الفنون الدولية اللي هو مشروع انتهى يعني. كانت تأسست بال 2006 وأول مرة أخذوا مجموعة طلابية للتعليم بال 2007. وأكاديمية كانت مشروع جديد بمعنى أنه إشي غير مألوف في البلد، أنه كان الناس بتروح على جامعات بتاخد شهادات وفي تعرف تصادق الشهادة وعادل الشهادة وختموا لختم النسر وكل هاي الأشياء. الأكاديمية كانت مشروع مبني على workshops، أنه بتعطيك يعني بتعطيك شهادة بكالوريوس مقابل أنك أنت بتشارك يعني بشكل المنهاج كان أو المنهاج كان مبني على أنه كل فصل في مجموعة من الورشات بتشارك فيها وبعدين بتاخد انت الممارسة الفنية تبعتك وبتطورها وبصير تطور شغلك بناء على حوارات مع أساتذة زائرين، أساتذة محليين، منظرين فن. فبتمروا على كتير ستايلات، على كتير أفكار، على كتير أشياء. أنا أول مرة حضرت هاي محاضرة بهاي الأكاديمية كانت محاضرة مدة ساعتين تقريبا بتلخص تاريخ الفن من الكهف، يعني منذ الرسومات الأولى تاعت الإنسان البدائي في الكهف لا القرن العشرين. وأنا هناك أصبت بذهول، يعني أنا بهاي المحاضرة كنت رايح إنه أنا بفكر إنه أنا كفنان بدي أدخل على هذا المحل أطلع برسم أحسن، ممكن بصور فوتوغرافيا أحسن، ممكن بنحت. وفي هاي المحاضرة فهمت إنه الفن هو شيء كتير كتير أوسع من ما أنا كنت بفكر. وبهذيك اللحظة خلص قررت إنه أنا يعني بكل جوارحي إنه أنا بدي أصير فنان. يعني حسيت إنه وبالبداية كنت أنتج بطريقة استرجاعية بمعنى أنه أنا زي أكني كل اللي حكيت لك إياه في بداية مقابلتنا أنه أنا كنت بحاول أكتب شعر زي أكنه أنه أنا صار لي عايش 25 سنة أو 23 سنة من حياتي لا أمتلك أداء أني أعبر فيها عن حالي، زي أكني يعني زي أكني سايلنت ما حدا مسكر لي تمي وبعرفش أحكي. وفجأة بس تعرفت على الأداء اللي اسمها الفن هاي أو هذا العالم اللي اسمه فن. من هناك خلص صار في انفجار، صرت أنا أجيب معلومات يعني مواقف عشتها في الطفولة وأتعاطى معها هلأ وأفككها هلأ وأركبها هلأ. وبعدين شوي 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 انضميت لعالم البحث. فهو رغبة يعني خلينا نيجي هاي القصة البسيطة اللي حكيت لك إياها، هي إنه كيف قديش الفن مرتبط ببحثي عن هويتي، بحثي عن كيف أنا بدي أعيش حياتي، يعني شو الطريقة اللي أنا بدي أعيش فيها هاي الرحلة اللي أنا بعيش اللي الله أعطاني حطني فيها في هذا الكوكب يعني. هلأ وكانت هذا لا كانت يعني من لحظة ما أنا قررت أصير فنان لحديت ما تخرجت من البكالوريوس كان إشي بمشي بطريقة تصاعدية. أنا كنت عم بتعلم أدوات جديدة، أنا دخلت على الأكاديمية بفكر الفن ثلاث أشياء، صرت بعرف أعمل إنستليشنز، صرت بروح على معارض، صرت بتعرف بقرأ عن الناس بشوف فن بتعاطى فن. فوعي كبر وكمان يعني صاحبها انه فيزيبيليتي معين، انه انا كنت بسنه ثالثه يعني كنت محظوظ انه رحت على بنال اسطنبول يعني، ومن هناك صار عندي اسم معين وشهره معينه وكل هذا الحكي. وكنت بحس انه هذا حق الطبيعي، انه انا تعبت حالي، انا اجتهدت، انا بحب، انا فجاه لقيت نفسي انا لاني كنت انا كنت انا بس انا كان الاشي جواتي بس كان محطوط على يعني كان مجمد، هلا داب الجليد وانطلق الوحش وبلش يعني. وضليت عايش هذا الحلم وخلص بفكر انه انا بدي اصير مشهور اكثر، بدي اسعى اكثر، بدي اعمل اكثر، لحديت ما يعني انتقلت للعيش في بريطانيا واندعيت على معرض بالقدس جزء من احتفاليه قلندا انترناشونال اللي هي يعني اللي هي البنالي الفلسطيني خلينا نقول. وبهذا وكان من يعني من حظي انه كان المعرض اللي انا كنت مشارك فيه كان في البلد القديمه، فانا من البلد القديمه يعني، فكان هو يعني بعيد عن داري 10 دقائق مشي المعرض. وفي ليلة الافتتاح احنا والجمهور لفينا لفة بتعرف هاي بسموها التور with the artist اللي بتروح انت من مساحة لمساحة تتفرج على الأعمال الفنية اللي موجودة في البلد القديمة. وانا بهاي التور مع الناس هدول التقيت بكتير ناس اللي أنا يعني الولاد صفي عندهم محلات سنتواري بيبيعوا سوفينيرز قرايب لإلي كل هاي الناس اللي استوقفتني يعني وأنا ماشي مع هاي الجولة كانت بتتساءل إنه إيش فيه؟ إيش فيه؟ مين هدول؟ إيش يعني بنالي؟ مين هذا المعرض؟ وزي أكني فجأة تحولت لشخص تاني في قلب هاي المجموعة. يعني أنا كنت قبل وأنا بمشي لحالي بالشوارع أنا بساني بنصفهم مرحبا تفضل اشرب قهوة هيك،
بس فجأة لما صرت مع قلب هاي المجموعة إيش فيه صار؟ مين هدول؟ ليش متجمعين؟ وهذا طرح لي سؤال جوهري، يعني اللي هو كان بادرة، يعني هو الدافع الأساسي لرحلة الدكتوراه قبل ما حتى أكتب البروبوزل تبعه، قبل ما أقرر إنه أنا بدي أخذ هذا السؤال وأروح فيه على رحلة الدكتوراه. كان السؤال هو إنه شو أهمية اللي أنا بعمله إذا أقرب الناس، إذا الناس اللي أنا جاي من بينهم، إذا الحارة اللي أنا جاي من بينها مش فاهمة شو اللي أنا بعمله، يعني شو أهمية بسان وشغل بسان ومعرض بسان وكل الأجانب وكل الجمهور اللي جاي يتفرج على بسان وعلى غير بسان، شو أهمية هذا الحكي إذا أقرب الناس لإلي، إذا أولاد صفي، إذا حارتي، إذا بعض أهلي مش فاهمين، مش عارفين إنه في إيفنت أصلا. وهذا كان سؤال محوري بالنسبة لإلي، لأنه أنا لما دخلت على عالم الفن دخلت عشان أنا كان بدي يكون عندي صوت وبدي يكون عندي دور، ما بدي أكون حدا هامشي صامت ما عندوش موقف، ما عندوش دور يلعبه وبس بيخدم نفسه. وهون اكتشفت إنه أنا كمان الشكل اللي أنا كنت بساهم فيه وبشارك فيه في عالم الفن مختزل، بإنه يعني إنه أنا بفكر حالي بساهم وبعمل وبسأل أسئلة جدلية عن فلسطين وعن هيك، بس بالنهاية المستفيد الوحيد من هذا الشيء هو أنا مش فلسطين، يعني أنا اللي طلعت وأنا اللي عرضت وأنا بعت أعمال وأنا انشهرت وكتب عن شغلي وكل هذا الحكي، فأنا بفعش أقول له فخرا لفلسطين. ومن هون لأنه يعني صرت أحس إنه هذا الدور مش كافي عشان أقول أنا قدمت إشي، يعني مش عشان ساكن فكرة التقديم، يعني مش بالكلاشيه تبعها، بس فكرة إنه أنت تكون إنسان إيجابي بمعنى إنه أنت عندك دور، في دور بتلعبه، في إشي عم بتسويه تجاه المساحة اللي تجاه المناخ اللي أنت عايش فيه، مش أنت مش حدا راح أجا. فمن هون صرت أنا بلشت أكتب، يعني لأني بتذكر تجربة أبوي واللي حكيناه إنه كانوا يحطوا من جبتهم وكانوا يساهموا كل هذا الحكي، فافترضت أنا إنه العهد اللي أنا بشارك فيه يعني بمارس فيه ممارستي الفنية يختلف عن العهد اللي كان أبوي يمارس فيه ممارسته الفنية. وبالتالي صار زي كأنه السؤال هو قبل أوسلو بعد أوسلو، إنه قبل أوسلو كان في شكل وبعد أوسلو كان في شكل، وطبعا بصورة رئيسية إنه هي بعد، يعني قبل أوسلو كان ما كانش الفن متبلور كمهنة، بمعنى إنه الفنان اللي كان يعمل فن بهذاك الوقت في الغالب ما كانش بالآخر مستني عائد مادي، يعني كانت الفنانين تشتغل عندها فاميلي بزنس، تشتغل بالعمار، تشتغل بسوبر ماركت، تشتغل بشركة، تشتغل باحثة، تعمل أي إشي وبتساهم مساهمتها الفنية من دافع المساهمة، يعني من دافع إنه أنا بحب الموسيقى فأنا بدي يكون لي دور موسيقي في هذه في هاي المساحة، فبالتالي بعمل هذا الإنتاج وبكسب عيش من محل تاني. بعد أوسلو دخلت المفاهيم الرأسمالية وتحول الفن لمهنة، بمعنى إنه أنا لما بدي أصير فنان بروح بدرس فن، ولما بتخرج أنا لما بتخرج من الكلية اللي درست فيها بستنى عائد مادي مقابل هاي المهنة، صفت بروفيشن، صفة إشي الواحد بتلقنه تلقين مش بيكتسبه بالمهارة. فهون صرت أنا زي كأنه صار في عندي شك إنه أنا هل أنا بعد هالسنين هاي هل أنا أخذت القرار الغلط وحطيت حالي كفاعل في مجال اللي هو مش قادر يقدم لا يعني للمناخ للمساحة الفلسطينية اللي احنا عايشين فيها. وهذا أخذني على رحلة، أخذني على رحلة اللي فيها قرنت التطور، يعني بحثت في التطور الفني الفلسطيني من النكبة لليوم، إنه لما كانت النكبة شو كانوا يعملوا، لما صارت النكبة شو كانوا يعملوا الفنانين، شو صاروا يعملوا، كيف تم لوحات زي إسماعيل شموت وإبراهيم غنام كانت جزء في عهد اللي ما فيش فيه فيسبوك وإنستغرام وكل الأشياء اللي صاحبت الثورات اللي عشناها، يعني واكبناها إحنا، كانش هذا الحكي موجود بال 48، فكانت بعض الأعمال الفنية هي شهادات حية على شو مرأت فيها هاي الناس، هم مش رسموا لنا شكل المخيم ورسموا لنا شكل اللجوء إلى الخارج ورسموا، وبعدين لما تأخرت عودتهم رسموا لنا شكل البلد كيف هم بتذكروها والاحتفاليات، ولما نشأ الكفاح المسلح تغير الفن وغيرت أدواته وصار ونشأت مؤسسة أفلام فلسطين ونشأ إسماعيل شموت كان وتمام الأكحل كانوا بديروا
يعني دائرة ثقافية تابعة لمنظمة التحرير، وهذا في الخارج، وفي الداخل صار في نفس المقاطعة ونفس المبادرات ونفس الجماعية اللي بتتشكل. وبعدين لما أجت أوسلو صار في الأشكال النقدية اللي طحنا فيها كثير اليوم، المؤسسة والفرد والشرخ بين المجتمع، كل هاي الرحلة مرأت عليها وصاحبها يعني من جهة، ومن جهة تانية صاحبها إنه يعني هذا قادني إنه أفهم قديش الفن، كيف أقيم الفن بما يتعلق مع الزمان والمكان الفلسطيني يعني، وأحاول أنا أقول أنا شو بدي أعمل كفنان، يعني شو بدي أعمل في الزمان والمكان الفلسطيني اللي أنا عايش فيه كفنان. ومن هون أخذني على مراجعة على أدواتي، يعني أنا صرت فاهم أنه الفن هو مش قرار شخصي أنا بأخذه، وإنما الفن هو جزء من إشي أنا بعيشه، وبالتالي صرت أنا فاهم أنه مثلا فني بركز، يعني فني بركز على مسألة أو يعني أو على وعي معين وفهم معين بيرتكز على أنه مثلا الهوية الفلسطينية تشكلت من خلال فقد أكثر من خلال accumulation، على غرار مثلا اللي بنشأ في دولة زي ألمانيا وبريطانيا، هاي الدول اللي أنت كفرد ألماني عمر 15-16 سنة بدك تعرف مين أنت، بتروح على الناشنال أرشيف، بتروح على المتاحف تاعت الدولة، بتروح على مؤسسات الأرشيف الدولة وبتفتح بتشوف هذا accumulation كيف تطور، كيف أنت وصلت للهوية اللي أنت شرتها الحالية وشكلها الحالي. في فلسطين ما في هذا الإشي، ما في هذا المحل اللي انت ممكن تروح عليه وتقول انا بدي افهم كيف احنا هويتنا تشكلت، لانه ضلينا نفقد اشياء على مر الزمن، ارضنا اتاخذت منا، ارشيفنا اتاخذت منا، حتى ارواحنا يعني واراضينا وممتلكاتنا اتاخذت منا، واللي شكل هويتنا هو محاولة التعويض عن هذا الفقد. فبالتالي صرت فاهم انه فني هو فني بيركز على هاي النقطة، وفني بيهتم بمفهوم الارشيف، بمفهوم الأرشيف في مساحة اللي ما فيهاش أرشيف، أو يعني فيها أرشيف، يعني صورة الأرشيف فيها مش كتير ديفلوبت، يعني لأنه أرشيفنا شوية بكائية يعني مش أرشيف تحليلية ومبنية يعني. هذا موضوع يعني بناقشه في الرسالة، بس يعني صعب حتى فكريا أقدر أجمع عليها. فهون صرت أنا فاهم كمان إنه يعني صرت رحلتي مع الأرشيف هاي بالتغير يعني بالتسبد يعني بالتماهي مع الزمن هاي، صرت أنا أحلل كيف تغير، إنه كيف أنا بالبداية كنت بنض يعني لأني كنت محشور، ويعني كنت فاقد هاي الأداة اللي بتخليني أعبر، فكان إنتاجي الفني في البداية بيتركز بفكرة بسميه المنطق الاسترجاعي، أنا بسميه إنه أنا كنت بس مهووس بأشياء كنت بشوفها في طفولتي، زي الرسم على الحيطان اللي كان رش على الحيطان، يعني كيف كان يصير، ومقارنته في هذاك الزمن، في زمن منع التجول والانتفاضة الأولى وزمن اليوم، فكرة التسارع الأشياء قدي بتغير، يعني قدي أنت مضطر تواكب تغيرات وشفتات في حياتك اللي بطريقة عقلك لا يستوعبها، إنه أنا أنت بالبزل يعني في 15 سنة بين الانتفاضة الأولى والثانية، أو يعني ب20 سنة خلينا نقول الواحد بيعيش انتفاضة وحرب الخليج وتأسس الدولة، وبعدين التوتر بين يعني بين حماس والكيان الصهيوني وعمليات الاستشهادية، وبعدين الانتفاضة الثانية، وبعدين إعادة اجتياح الضفة، وبعدين الانتخابات الفلسطينية، وبعدين المشكلة الشرخ بين حماس، كل هذا في 20 سنة، انت كل واحدة من هذول 20 سنة تحليل، فانت ما بيكونش عندك هذا يعني يعني سوري عم بستطرد كثير. فقسمت تطور تعاملي مع الارشيف. بسام معلش اسمح لي اقاطعك نط على النتائج مباشره. خلص ما انا لما انا وقفت حالي كانت هاي الفكره. فانا اللي صار معي انه انا نقلت يعني غيرت يعني كانت ادواتي بتعرف الارشيف على إشي نجا من 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 يعني مآسي الماضي، زي رسائل أبوي وأمي اللي رسائل حب تبدلوها لما كان أبوي بالسجن، أو زي أوبجكس أنا كنت ألمها، يعني شو قطع مختلفة كنت ألمها من بيوت مهدد. بالنسبة لي كنت أنا أجيب هاي الأشياء وأدافع عنها كأرشيف في ظل غياب الأرشيف. هلأ مشكلة في ها يعني هون هذا اللي أدركته في الدكتوراه، المشكلة في هذا في هاي الأزمة
انها بتطلع على الماضي. يعني انا انا بحاول اطلع على اشياء مش ارشيف واعرفها على اساس انها ارشيف، ادافع عنها على اساس انها ارشيف عشان افهم واحلل مساله معينه في هذا الزمن الحاضر اللي انا بعيشه. بس لانه الاشياء بتتغير بسرعه، فانا في الوقت اللي بلاقي حل او بلاقي فلسفه او بلاقي طريقه لفهم هذا الحاضر، الحاضر اوريدي بصير بمحل ثاني. فانا صرت افهم انه انا بحاجه اغير ادواتي وبحاجة إنه أطلع على الأرشيف كإشي عم بيصير هلأ. ومن هون انخلقت فكرة الأرشيف اللي بيتنفس، بمعنى إنه أنا مش لازم أتعاطى مع الأرشيف بتعريفه المؤسساتي وشكله بس بدي أنبهك هذه التفصيل، سوري يعني عشان البودكاست زي فضية سمعتها، فبديش أثر على الإديتنج تاعك أو إيش. طيب تمام. وهون انا لان صرت بدي انا صرت اطلع على الارشيف كشيء بيصير هلا من خلال تجاربنا احنا، شو بنعيش، شو بنواكب، وكيف بيأثر على قراراتنا. فقررت انا انه بدل ما انا اطلع على بدل ما انا اغذي شغلي بمعلومات انا او بتفاصيل انا بلمها او انا بجيبها او عاشت نجحت يعني عاشت من الماضي، يعني لا، انا صرت انا بدي اجمع الارشيف بالبدايه وبعدين أبني عليه عملي الفني. وعشان أبني الأرشيف يعني تبنيت أسلوب إثنوغرافي، بمعنى أنه أنا فهمت أنه أنا قراراتي الفنية هي جاي لأنه أنا عشت بطريقة معينة، صرت بدي أتعاطى مع كل فن يعني عشان أقدر أوصل لمحل البوتنشال اللي أنا قادر أحلل فيه الفن الفلسطيني بمفهومه الكبير مش بمفهومه المؤسسات. يعني صرت بدي أتعامل مع الفنانين زيي، صرت بديش أنا أطلع على فنهم كيف بنعرض في المؤسسة أو بالمتحف، لا، أنا بدي أتعرف على فنهم كيف هم بنوه. يعني أنا بديش أقعد مع الفنانين ويقعدوا يشرحوا لي رمزيات أعمالهم وش عملوها، لا، بدي يشرحوا لي ليش أخذوا هاي القرارات، ليش شو مرق فيه في حياته كل فنان وليش أنتج بهاي الطريقة. ومن هون اتسعت الدائرة، يعني من هون اتسعت الدائرة، وهون صار صرت أنا اللي نجحت فيه بهاي، انه انا بنفس الوقت هاي المعلومات اللي انا بجمعها بطريقه إثنوغرافية بقدر احطها بشغلي الفني، اعمل عليها، استعملها كالهام لاعمال فيديو او اعمال انشائيه او ليكتشر بيرفورمانس الخ 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 الخ. بس بنفس الوقت البروسيس اللي بتحرك هذا العمل الفني اللي له دور في مجال الفن هي بروسيس بنبنى عليها، لانه انا لما بروح على حيفا بقعد بقابل 50 فنان بيشتغلوا في مساحه حيفا، وباجي بحطهم جنب دائرة تانية عن 50 فنان في رام الله، ودائرة تالتة عن 15-20 فنان في باريس، مقيمين في باريس، فلسطينية ولندن وغزة وجنين وكل المحلات هاي، بضلها تكبر الدائرة، بتصير بطلع من فكرة الحدود اللي انفرضت علي، وبطلع من تعريف الفلسطيني على انه هي مساحه جغرافيه لها بدايه ولها نهايه، وبصفي تعريفي للفلسطيني هو التجربه اللي بعيشها. اذا انت بتعيش تجربه فلسطينيه، حتى لو انت بتقولش، حتى لو انت مش واعي لحالك انه انت فلسطيني، انا بعرفك انه انت فلسطيني وانت بتكون جزء من هذا الارشيف. فبالتالي انا بحس انه في زي وعد معين او طموح معين انا بسعاله في هاي العمليه الإثنوغرافية، بتجميع معلومات اللي قادره تقدم فهم معرفي عن فلسطين بيختلف مع الفهم المؤسساتي اللي ساد بعد أوسلو، واللي بيختزل الأشخاص الفلسطينيين والأشياء الفلسطينية بأناس وأشياء بتصير في مساحة جغرافية محددة فقط. فهذا حبيبي أحمد، أنا آسف إن يعني آسف إذا شطيت، بس أنا طبعي بستطرد كتير يعني. لا تمام، أنا كنت بدك تحكي إشي وقاطعتك. لا فكرتك خلصت. لا بالعكس، أنا يعني وقفتني، حكيت بالمحل اللي أنا وقفت فيه. هذه خبرة إعلامية نشهد لها يعني. لا شكرا كتير، يعطيك ألف عافية حبيبي. بالعكس يعني كتير، يعني كتير الحوار يعني سعيد وهيك يبعث. شكرا على المساحه. يعني خلي لي اياك حبيبي، انا بالعاده بنهي الحوار باشياء زاكيه، فخبرني عن علاقتك مع المقلوبه. انا الاشي واحده من الاشياء اللي ما حكيتهاش، حكينا عن سكيلز كتير، بس انا حدا يعني انا حدا لو ما بدي يعني لو 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 عالم الفن بنتي بكره بصير طباخ. طيب يعني كيف تطبخ المقلوبه؟ يلا احكي تفاصيل. لا مع شهوني يعني. لا بس شو مكونات اساسيه؟
ب30 ثانية. أنا يعني دجاج أو لحمة هذا مفروغ منه. بحب زهر بتنجان وبطاطا شوية بندورة، عشان بندورة هيك بتعمل جو يعني، هاي بالقاع هيك بتعمل عصارة هيك وبتتنقط لما تقلبها. طب أعطيني سرك، سرك للمقلوبة تبعتك. سري إيش يعني؟ إيش السر؟ مش عارف إذا في سر يعني. هي السر إنه هذا السر تعلمته من مرت خالي، لأنه هاي يعني مرت خالي هي واحدة من الله يعطيها الصحة، هي واحدة من الناس اللي يعني يعني هذه يعني كل الناس بتشهد لهم في عالم المقلوبتها. واحدة شو سرها؟ من الأسرار اللي تعلمتها منها هي تبهيرة الرز. يعني أنا مثلاً ما كنت أنا أركن إنه أنا المرأة بتتبهر وبتنحط فيها كل البهارات وكل الخضار وهذا، وهي اللي بتعطي الطعم للرز. فأنا ما كنتش أستثمر في يعني في تبهير الرز. فهاي كانت نقلة نوعية بالنسبة لي لما اكتشفت إنه لا لازم تبهر الرز. مزبوط مزبوط مزبوط. هي هاي 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 إيش مفتاح. مش عارف إذا أعطيت سر ولا فضحت حالي، إنه أنا هذا اكتشف مؤخرا يعني إنه لازم الرز يتبهر. لا لا بحب أحكي لك، في مفاجآت كتير يعني. صرت عامل كتير حوارات، كل مرة بسأل هذا الحوار فكل مرة بطلع بومبا يعني. فأنت أنا بالعكس عم تعطي إشي إيجابي عظيم يعني. لا أنا بحب بساهم بتطوير المقلوبة. شكرا جزيلا بسان، الله يعطيك ألف عافية حبيبي. الله يسعدك يعني، مش أنا مطورت. شكرا لا لا حبيبي، شكرا يعطيك ألف عافية حبيبي أحمد عن جد. شكرا يعني شكرا لأسئلتك، شكرا على التشالنج وعلى التحدي يعني، وعلى كل يعني كل الأشياء اللي حاولت طلعها مني بأمانة وبإيجابية. وبالعكس عن جد يعني عن جد كثير كثير يعني مبسوط إنه عملنا هذا الحوار. أتمنى إنه نبني عليه في المستقبل. خلي لي إياك، خلي لي إياك. شكرا شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. أطلنا بالحوار بس مش كثير، بس كان واضح جدا إنه عشان نجاوب على الأسئلة الكثير اللي بتتعلق بالفن واللي بنخوضها بالعادي بأكثر من جانب، المؤسسات، الحالة الثقافية الموجودة بفلسطين، وأسئلتنا الكتير اللي بعضها بناخدها بسياق المزايدة، يمكن اليوم كانت فرصة ناقشها مع حدا موضوعي ودبلوماسي وبحكي بصوابية سياسية عالية، واضح وين واقف سياسيا. فشكرا جزيلا لكم، بدي أشكركم مقدما ومؤخرا على اشتراككم بالقنوات، مشاركتكم المواضيع والأفكار والأسئلة ومقترحات المواضيع ومقترحات الضيوف اللي ممكن خطرت لكم خلال استماعكم للحوار أو مشاهدتكم لإله أو ممكن تخطر لكم لاحقا. وشكرا جزيلا لكم على مشاركتكم هاي الحلقة وكل حلقة مع كل حدا مهتم فيها. يعطيكم ألف عافية، نشوفكم الأسبوع الجاي.